بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده، ثاني حلقتنا هذا الاسبوع من مساء دريم. النهارده الجمعه 2 مارس 2018. سنه 2016 اللواء احمد عمر مساعد وزير الداخليه لمكافحه المخدرات كان اعلن عن احباط تهريب 26 طن حشيش بتقدر قيمتهم في ذلك الوقت بحوالي 2 مليار جنيه. ده كان غير ضبط 250 مليون قرصة ترامادول بنحو حوالي 2 مليار جنيه ومخدرات أخرى، يعني تشكيلة مخدرات، كوكتيل مخدرات كده في حدود مليار جنيه تقريبا. وساعتها سيادة اللواء قال أنه في التصريحات طبعا قال أنه المصريين بينفقوا نحو 5 مليار جنيه سنويا على الكيف، وده الحقيقة كان حسب ما نشرته جريدة اليوم السابع آنذاك. بعد الوقت ده بحوالي سنة في 2017 العقيد مروان العسوي رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد أعلن أن نسبة المتعاطين والمدمنين من تعداد سكان الشعب المصري تصل لحوالي 5%، يعني بنتكلم في معدل حوالي 5 مليون متعاطي. لما نشوف مع بعض الأرقام دي ولما نسمع مع بعض هذه النسب ولما نشوف أن كل يوم ولغاية النهاردة، وعلى فكرة حتى في حربنا في سيناء وتطهير الأرض من الإرهابيين، طول ما احنا يعني تقريبا كل يوم والتاني بنسمع إنه القوات المسلحة وهي كده بتشتغل وبتدور على الإرهابيين وبتدك معاقل الإرهابيين والعربات الدفع الرباعي وما إلى ذلك، بنسمع في النص عن ضبط مزارع قد كده للحشيش، ضبط مش عارفة قد إيه من البانجو ده في السكة كده، ما بالنا بقى بالمخدرات اللي موجودة في أماكن تانية كتير في مصر. لما تسمع هذه الأرقام المرعبة اللي احنا يعني أفردنا كده وقلنا لحضراتكم جزء منها، وبعدها تسمع أنه في خطبة الجمعة بتحتشد منابر المساجد لمواجهة خطر الإدمان والمخدرات في خطبة موحدة كان هدفها ربما نشر الوعي العام، الحقيقة أنك تطمئن جدا وتشعر بسعادة بالغة، لأنه أنت طول الوقت قاعد بتقول أين الخطاب الديني وأين مواكبة الخطاب الديني من ما يحدث اليوم ومن الشباب ومن مشاكل الشباب. هو ده التجديد، أن أنت لازم في الخطبة كل أسبوع يبقى عندك الرسالة اللي مواكبة واللي ماشية جدا مع ما يحدث في الشارع المصري، مع ما نطمح إليه. الحقيقة أنه كنا سعداء جدا أنه نجد النهاردة أئمة المساجد بالاتفاق على هذه الخطبة الموحدة اللي بتتكلم على مواجهة المخدرات، مخاطر الإدمان، وكل ده الحقيقة جزء لا يتجزأ من مواجهة الإرهاب اللي بتسعى الدولة حاليا للقضاء عليه. خطر المخدرات عمره، وده يمكن أي عاقل يعي هذا الكلام جيدا، عمره ما هيقل خطورة عن خطر الإرهاب. الهلاك بشكل عام وبشكل كامل يأتي عن طريق المخدرات ومن جوانب كثيرة جدا، سواء صحية أو بدنية أو اقتصادية. الحقيقة أنه تغييب الشباب وتغييب عقولهم عن طريق المخدرات ومحاولة إدخال المخدرات إلى البلاد ومحاولة نشر تعاطيها بين فئات المجتمع، لما نشوف ده اللي بيحصل قدامنا ولما نشوف على الجانب الآخر محاولات مستمرة للقضاء على هذه المخدرات والقضاء على فكرة الإدمان، وده مش بس من الأجهزة الأمنية، كمان من الأجهزة والمؤسسات الدعوية والدينية، نعي جيدا أننا أصبحنا الآن على الأقل إلى حد كبير جدا عندنا مؤسسات كلها ماشية مع بعض، كلها في تناسق واتساق ما بينهم. تعالوا نسمع مع بعض جزء من خطبة الجمعة اللي كانت النهاردة واللي كانت رسالتها الأساسية الوعي العام، زيادة الوعي العام بأخطار الإدمان والمخدرات. بعض الناس يقول لك أنا لا أشرب هذا الشيء، هذا ليس خمرا. هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يأتي على أمتي على أناس من أمتي زمان يشربون فيه الخمر يسمونها بغير أسمائها. نقول لك العبرة ليست لا بالأسماء ولا بالمسميات. فالفقهاء أجمعون، أجمع جميع الفقهاء، أجمع الفقهاء على أن كل ما أسكر سواء أكان صلبا أم سائلا أيا كان نوعه، ما مأكولا أو ممضوغا أو مشروبا أو مشموما أيا كان، طالما أنه يسكر فهو حرام. وجاء أحد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنا نصنع في بلدنا
شعابا من البر، من القمح، من القمح نتقوى به على بيض الشتاء. وهنا فطن النبي صلى الله عليه وسلم الى سؤاله، فقال له: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: حرام. سواء وفي رواية من الزرة، فحتى لو كان مصنوعا من الزرة، من القمح، من العنب، من العسل، ايا كان نوعه، طالما انه يؤدي الى الاسكار فهو حرام. تقول: وما اسكر كثيره فقليله حرام. بعض الناس يقول: انا لا شربت هذا ولم اسكر منه. اقول لك: العبرة ليست بمن فسدت طبيعتهم وفسدت عقولهم وتلوثت فطرتهم السليمة بشرب هذا الداء اللعين، العبرة بصاحب الفطرة النقية السليمة الصحيحة الذي لم يشرب الخمر في حياته. ولو شرب 100 شخص من اصحاب الفطرة السليمة فسكى منهم واحد فقط لتحولت العلة ووجدت العلة هي الاسكار. فكل ما اسكر اصحاب احدا من اصحاب الطباع السليمة فقليله وكثيره حرام، لان هذا كما قلت يهلك المال ويهلك العقل ويهلك الصحة ويدمر الاسرة ويدمر المجتمع. هو ده النوع من التعاون اللي احنا فعلا طول الوقت في امس الحاجة ليه، انه يحصل بين مؤسسات الدولة المختلفة للقضاء على ظاهرة الادمان. والحقيقة انه لما تسمع النهاردة كتير من الشباب وكتير من الاصدقاء لما راحوا صلوا الجمعة قالوا انه الائمة في المساجد بعد ما خلصوا الخطبة في كتير من الشباب توجهوا ليهم كانوا بيسألوهم اسئلة. وعلى فكرة سواء حضرتك متفق او مختلف على المثل او الحكمه اللي بتقول ان الشعب المصري متدين بطبعه، يمكن احنا عندنا سلوكيات كتير الحقيقه لا تشير ان احنا متدينين، او يمكن تدين ظاهري من بره، لكن في الجوهر ممكن نتناقش كتير في الموضوع ده. بس سواء حضرتك متفق او مختلف على المبدا او الفكره دي، في كل الاحوال ما تنساش انه احنا عندنا ناس كتيره جدا تحب تقعد تسمع الشيخ او الامام عشان تعرف هي اللي بتعمله ده حلال ولا حرام. وعلى فكرة وارد قوي تلاقي شاب راح سأل الإمام وقال له: طب لو يعني قاعد في البيت كده وما واحد سواق مثلا بيشتغل سواق، فيعني أنا مش هطلع يا مولانا على التريلا ولا حسوق الطريق ولا حاجة، بس لو قاعد كده وبشرب سيجارة فيها حشيش ولا مخدر حلال ولا حرام؟ طب حرام قوي. على فكرة الأسئلة دي فعلا بتتسأل، الناس بتبقى عايزة تعرف، وبالتالي عندما نصل إليهم بهذه الرسائل ده شيء مهم جدا. لما يتكلم على فكرة السكر وفقدان، والسكر يعني فقدان العقل، يمكن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه المخدرات، ما كانش فيه ترامادول وكل اللي احنا المصايب اللي موجودة دلوقتي، لكن الفقهاء طبعا بيصلوا دائما إلى فكرة أنه ما يذهب العقل فهو حرام، حرام بكل الأشكال. في حديث شريف عن أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: ما يسكر كثيره فقليله حرام. لما نوصل هذه الرسائل السمحة البسيطة للمواطن المصري، للشاب المصري، اعتقد انه تعاون واشتراك ما بيننا في المؤسسات ونتكلم والاعلام يتكلم وكل الدور الكبير ده لما نقوم بيه، يمكن واحده واحده نقدر نساعد الاجهزه الامنيه اللي طبعا دورها اساسي في مكافحه المخدرات المنتشره والموجوده، عشان نقدر باذن الله نقلل على قد ما نقدر من الاعداد المريعه الصراحه والمخيفه اللي موجوده عندنا في مصر من تعاطي المخدرات. يا مساء الخير على حضراتكم. النهارده عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار، وعندنا فقرتين مهمين جدا، وعندنا كمان تقارير أعتقد أنها يعني إن شاء الله تلقى قبول وإعجاب حضراتكم. لكن خلونا نبدأ بعرض لأهم الأخبار، ملخص كده ما حدث، بعض أبرز العناوين والأخبار اللي حصلت في مصر والعالم على مدار الأسبوع. كان المفروض نذيعه بالأمس لكن الحقيقة امبارح كان اليوم مكدس عندنا. شوف مع بعض هذا التقرير وبسم الله نبدأ حلقتنا من مساء دريم. شهد الأسبوع الجاري أحداثاً عديدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، تنوعت ما بين صراعات واتفاقات وخلافات تخللتها أخبار غريبة ولقطات نادرة. مجلس الوزراء يوافق على مد مهلة تقنين أوضاع واضع اليد على أراضي الدولة 3 أشهر. وزارة القوى العاملة والتضامن تبدأان في حصر العمالة اليومية تمهيداً للتأمين عليها.
62% نسبة انخفاض معدل المواليد في مصر بالأعوام الثلاثة الأخيرة حسب وزارة الصحة. 1.7 مليار جنيه مقابل الصلح مع رجل الأعمال أحمد عز. اكتشاف أقدم وشم في العالم على مومياء مصرية عمرها 5000 عام. انفجار ضخم في مدينة ليستر البريطانية يسفر عن مقتل 4 أشخاص وعشرة جرحى. الجيش السوري يشن هجوما على الغوطة رغم قرار الهدنة الدولية. جماعة بوكو حرام تخطف 111 فتاة من مدرسة للبنات في نيجيريا. استقالة مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض هوبيكس من منصبها ولم تعلن رسميا عن الأسباب. وفاة سير ديفي كابور أسطورة بوليوود الهندية بأزمة قلبية عن عمر ناهز 54 عاما. رقص إباحية في الجنازات بالصين لجذب المشيعين والحكومة تشن حملة مضادة. خلونا نبدأ أخبارنا بما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. قال إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل يوم الأحد المقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في زيارة لمصر هتستغرق 3 أيام. والحقيقة إنه أضاف كمان في بيان لي اليوم إنه بن سلمان بيحل ضيف عزيز على وطنه الثاني مصر، وإن دي بتعد أول زيارة إلى الخارج يقوم بها سلمان منذ تعيينه وليا للعهد في المملكة. إذن مصر تستعد لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يوم الأحد المقبل. والحقيقة أنه هو في زيارة بيقوم بها، وأعتقد أنه كمان هيكون في لي زيارة إلى بريطانيا ولي حديث ربما أو اجتماع مع تيريزا ماي رئيسة الوزراء. المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال إن وزارة الخارجية بتتابع عن كثب من خلال السفير المصري في لندن ناصر كامل والقنصل العام علاء الدين يوسف حالة الطالبة مريم عبد السلام المقيمة في لندن، وإنها تعرضت لحادث اعتداء وضرب مبرح نتج عنه إصابتها بغيبوبة من جانب مجموعة من الفتيات. الحقيقة أنه المتحدث باسم الخارجية أكد أنه تحركات السفارة المصرية في لندن كان فيها أو شملت التواصل مع وزارة الخارجية البريطانية للتشديد على أهمية أن تتعامل سلطات الشرطة المحلية هناك بالجدية اللازمة في واقعة الاعتداء الوحشي على الطالبة المصرية والقبض على المعتدين، خصوصا وان الواقعه دي مسجله على كاميرات احدى الحافلات اللي شافت جزء او شهدت جزء من وقائع الاعتداء عليها. وتم كمان تكليف احد المحامين بتمثيل الاسره امام جهات التحقيق، وانه اي حاجه متعلقه باي اهمال في التعاطي مع حالتها في المستشفى ده طبعا هتتابعه باستمرار الخارجية المصرية بعد كمان ما البنت اتعملها إسعافات الأولية. البنت الحقيقة اتدهورت حالتها بشكل كبير جدا، وده يمكن الحدث اللي الناس بتتكلم عنه بقالها يعني ساعات. بنت مصرية هناك في لندن بيقال ان في حوالي 10 بنات اعتدوا عليها بالضرب المبرح لدرجة انه البنت اعتقد ما قيل لنا انه حالتها خطرة جدا وانها ما بين الحياة والموت. عموما خلونا ناخد مزيد من التفاصيل للمحاولة فهم هذه الواقعة. معنا هاتفيا السيد مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية من لندن. يا اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. معلش يا فندم، الحادث غريب جدا من نوعه. هل زي ما تقال انه في 10 بنات اعتدوا بالضرب المبرح على البنت المصرية في محاولة لتكسير عظامها أو لقتلها؟ يعني إيه أصل الواقع يا فندم؟ طب أنا أقول لحضرتك الأول، هو مش غريب من نوع، لأن انتشر في بريطانيا في السنين الأخيرة وجود مجموعات من التينيج اللي هم بيبقوا 16-18 سنة بيتجولوا مع بعض في الشوارع، وممكن يعتدوا على أي حد في الشارع، ممكن يعتدوا على مجموعة تانية من المجاميع المكونة. فدي مشكلة موجودة في بريطانيا النهاردة بقالها عدة سنين، وكل يوم بيبقى عندنا حوادث من هذا النوع. وبالنسبة للمصريين من 7 سنين برضو في حادثة زي الحوادث دي، تم طعن شاب مصري 15 سنة بالسكينة وتوفى. فدي مشكلة موجودة في بريطانيا عندنا حاليا، البوليس بيعاني منها وبيحاول يتعامل معها. فوجود الطالبة المصرية مريم في نوتنغهام، هي مش في لندن على فكرة،
هي في نوتنغهام ودي في شمال انجلترا، وتم الاعتداء عليها من قبل مجموعه من المجموعات دي، هم الاولاد طبعا انجليز صوت، فلان انا سمعت ان انتوا بتقولوا من اصل افريقي، لا احنا عندنا هنا كتير جدا انجليز صوت. مين اللي قال ان هم من اصل افريقي؟ الاخبار يعني بتقول كده؟ اه الحقيقه في روايات كتير، ما هو في روايات كتير، عشان كده حبينا نكلم حضرتك نعرف الحقيقه فين بالظبط. لا هم انجليز صمغ يعني. ودي حاجه دلوقتي بقول لحضرتك البوليس البريطاني بيعاني منها، ودي مجاميع بتسمي نفسها باسماء وبتنظم معارك مع مجاميع ثانيه، وبيمشوا في الشوارع واحيانا يعتدوا على الناس بدون اي سبب. اي فندم يعني دول مجموعات، دول عصابات، دول يعني عندهم تمييز عنصري فبيمارسوه، يعني ايه هويه الناس دي او الجماعات دي؟ هقول لحضرتك على حاجه، هي دي نابعه منين طبعا، لان النهارده الكالتشر في بريطانيا بقى فيري ميكس، يعني احنا عندنا جميع الجنسيات، الباك جراوند بتاعهم من جميع بلاد العالم، فبيبقى في حاله من الخوف احيانا بين الشباب الصغيرين دول، فحالة الخوف دي بتخليهم يكونوا مجموعة عشان يحسوا بالأمان. المجموعة دي بتعادي مجموعة تانية، المجموعة دي بتمشي في الشوارع ممكن تعمل حاجة غلط زي اللي حصل مع مريم. دي مشكلة اجتماعية موجودة في جميع بريطانيا، مش في لندن، في جميع بريطانيا موجودة. وإحنا دايما بنتعامل مع البوليس. طيب لما تيجي مدرسة خارجة دلوقتي تلاقي البوليس واقف عند المدرسة بكثرة عشان يوزع على الأولاد يروحوا على بيتهم. طيب العشر بنات دول، العشر بنات الإنجليز اللي اعتادوا بالضرب المبرح على البنت المصرية، اتقبض عليهم يا فندم؟ في واحدة اتقبض عليها النهاردة. طبعا الحاجة اللي أنا عايز أشرحها إن دايما في مصر بيتوقعوا إن البوليس يقوم يقبض على الناس في ساعتها أو في نفس اليوم، لا البوليس هنا ما بيقدرش يقبض على اي حد الا اذا يعني توفرت له كل المعلومات الكافيه والاثباتات ان هذا مشارك في الجريمه. يا فندم ما في كاميرات مصوره البنات ومصوره وشوشهم؟ بالظبط. فالنهارده تم القبض على واحده منهم، وبناء على اعترافاتها البوليس هيتابع هذه الاحيات. طبعا اللي يهمنا في الموضوع ده كله مريم. لسه كنت هسال حضرتك وضعها الصحي ايه يا فندم؟ لا حالتها مش كويسه، مش مطمئنه، والنهارده المستشفى اللي هي فيها في نوتنغهام بيعملوا كونسلتيشن علشان يحولوها على مستشفى اكثر تخصصا في جراحات المخ والاعصاب. التشخيص عندها ايه يا فندم؟ تشخيصها ايه؟ لا دي حاجه طبيه انا لا يعني هي فايقه ولا هي مغمى؟ يعني هي فايقه ولا مش فايقه؟ في كسور؟ في لا هي مش فايقه، هي في غيبوبه مثلا؟ في غيبوبه. هي غيبوبه. فالنهارده عايز اطمن حضرتك واطمن الناس كلها ان سياده القنصل احمد عبد المجيد والمستشار الطبي مع البنت ومع عائلتها في المستشفى، وسعاده السفير علاء يوسف متابع الحاله بنفسه شخصيا، لان برضه قرينا في الاعلام تقاعس من المسؤولين، وقرينا في الاعلام حاجات مش مظبوطه كتير اتذكرت، انما هنا سعاده السفير شخصيا والقنصل العام، القنصل العام اتنقل النهارده راح نوتنغهام هو المستشار الطبي عشان يكونوا مع مريم ومع اهلها في المستشفى يتابعوا الحاله معاها. الحقيقه انه الخارجيه المصريه عندنا النهارده كمان طلعت بيان قالت فيه انه بتطالب السلطات البريطانيه بسرعه القبض على المتهمين في الاعتداء على مريم. بالظبط يا فندم، بالظبط. احنا هنا كناس مسؤولين رسميين وككوميونتي كلنا اهتمامنا بهذا الموضوع، وبنحاول ان احنا نكون بجنب اهل المصابه، اهل مريم، وبنحاول ان احنا نديهم الدعم المعنوي من ناحيتنا، واحنا على تواصل مستمر معاهم زي ما قلت لحضرتك، المسؤولين معاهم طول النهار النهارده وما زالوا موجودين في نوتنغهام معاهم. بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد مصطفى رجب مدير بيت العائله المصريه في لندن. دي كانت التطورات الأخيرة الحديثة في قضية الفتاة المصرية مريم في بريطانيا. الحقيقة أنه القصة غريبة جدا، عشر بنات مسكوها في الشارع، نزلوا ضرب فيها، كسروا عظامها، وزي ما فهمنا دلوقتي من السيد مصطفى أنه ربما فكرة أنه يعني الأقليات أو وجود ميكستشر، وجود مزيج كبير من الجنسيات في بريطانيا عموما، ده بيشعر البعض أنه بيبقى الأحسن يكون متجمع بشكل يعني مجموعات معينه. ماشي الجماعه زي ما هم عايزين، بس ما يتجمعوش ويعتدوا على الناس ولا يسيئوا لحد ولا يضربوا حد. ف
فيعني احنا سعداء الحقيقه انه على الاقل نسمع انه في واحده اتقبض عليها، وانه ان شاء الله بناء على التحقيقات معاها يتم القبض على باقي الفتيات، ونتمنى يا رب باذن الله كل السلامه للمواطنه المصريه مريم يوسف. خلينا ناخد اخبار اقتصاديه سريعه جدا. وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري قالت انه الاستثمارات العامه اللي بتشمل استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصاديه وشركات قطاع الاعمال العام ساهمت بحوالي 95 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بنتكلم على نسبه نمو حوالي 86%، وانه مصادر النمو الاقتصادي حيث تصاعد يعني المساهمه، عندنا تصاعد المساهمه النسبيه للتغير في صافي الصادرات بتاعتنا ل 34%، عندنا استقرار لمساهمه الاستهلاك النهائي في النمو وده يمكن وقف عند نحو 30% تقريبا، وانه جاء كمساهمه او مساهمه الاستثمار في النمو جاءت بنحو 36% في الربع الثاني من العام المالي 2017-2018. الحقيقه انه من كام شهر لما كان في بيانات بتؤكد زياده او ارتفاعاتنا في معدلات الصادرات وانخفاض شويه في الاستيراد، ده كان شيء مطمئن، والكل في ذلك الوقت الكلام ده كان حوالي شهرين تقريبا او اقل، الكل في ذلك الوقت توقع انه ان شاء الله هيبقى عندنا يعني ربما تشغيل اكتر لمصادر النمو الاقتصادي في مصر. خلينا كمان نقول نقلا عن موقع اليوم السابع، نشر على لسان السيد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري بيان قال فيه انه او كشف فيه انه حجم محفظه الودائع بالبنك ارتفعت لتسجل تريليون جنيه، التريليون جنيه طبعا اللي هو 1000 مليار. ده لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية. خلينا ناخد هاتفيا الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يدينا تفاصيل أكتر عن هذا الخبر. أستاذ يحيى تحياتي لحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا. التريليون جنيه ده يا فندم ده أول مرة يسجل في تاريخ البنوك المصرية ولا سجل من قبل؟ أول مرة يسجل في تاريخ البنك الأهلي وفي البنوك المصرية بشكل عام بالتاريخ. ازاي وصلنا يا فندم لحجم محفظة الودائع في البنك انها تصل الى هذا الرقم؟ والحمد لله في طبعا اول حاجة هي بتبقى الثقة، تراست، الثقة الناس بتثق في البنك الاهلي، في بنك اهل مصر يعني، وتثق انها تودع كافة ايداعاتها او شهاداتها او تجهيز التوفير بتاعها، حسابات التوفير بتاعها طرف البنك الاهلي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا ساهم ده بشكل كبير شهادات البلاتينية اللي تم طرحها بعد تحرير سعر الصرف في 11/2016، بالتالي كان حصل في نمو كبير جدا في الودائع التي وجهت الى حساب الشهادات البلاتينيه ديت، وساهمت بشكل كبير في تغطيه في زياده حجم الودائع طرف البنك الاهلي. والحمد لله لاول مره نصل الى رقم التريليون دوت، وان شاء الله يكون في مزيد في خلال الفتره القادمه ان شاء الله. الودائع الحكوميه يا فندم ارتفع مستواها التاريخي، اعتقد ده يعني تسجيل جديد. الودائع الحكوميه اعتقد ان احنا بنتكلم على 3.2 تريليون جنيه في نهايه اكتوبر 2017 مقارنه ب 3.1 تريليون في نهاية شهر سبتمبر. لا هي مش الودائع الحكومية، هي كافة الودائع الموجودة في البنوك المصرية. مش الحكومية بس يعني كل الودائع. هي الودائع الموجودة في الحكومة في البنوك المصرية. يعني أفراد وشركات ومشروعات والودائع الحكومية، كل الودائع. مظبوط يا فندم. يعني احنا بنتكلم على زيادة قدرها حوالي 42 مليار تقريبا. بالظبط. بالظبط، في زيادة جيدة، في ثقة في الاقتصاد، احنا شايفين حركة جيدة في الاقتصاد القومي خلال الفترة اللي فاتت، اللي بعد تحديث سعر الصرف وخلال بعد مرور سنة ونص الحمد لله في مؤشرات اقتصادية كل المؤسسات على التقييم العالمية كلها بتتكلم عنها، وان احنا في الطريق السليم في نحو الاقتصاد بتاعنا. سعر التضخم ابتدى نسبه تنخفض بشكل كبير، سعر الصرف ثابت بقاله فترة، يمكن بالعكس داخل اتجاه نزول، يعني احنا شفنا خلال السنة ونص اللي فاتوا ده نزل حوالي جنيه 24 قرش خلال الفترة اللي وصل دلوقتي حدود 17 جنيه 60 تقريبا، اقل شويه او ازيد شويه. اعتقد كل هذه المؤشرات تساهم في خلال الفترة القادمة بقى في ضخ مزيد من الاستثمارات بقى في شرايين الاقتصاد القومي لموضوع التنمية بقى. طب المواطن اللي بيسمعنا دلوقتي يا فندم طبعا يعني ممكن ما يبقاش زي المتخصصين، ممكن ما لا يكترف كثيرا لفكرة ضخ الاستثمارات وان ده بيدي ثقة للمستثمر الاجنبي في اقتصادنا وما الى ذلك، بس المواطن اول حاجة هتفرق معاه انه الرقم ده يربطه بانخفاض في الاسعار، يعني انخفاض في التضخم زي ما حضرتك اشرت. بالظبط. امتى ممكن يعني نتوقع انه يكون في انخفاض في نسبه التضخم عندنا؟
ده حصل حدث بالفعل. يعني حضرتك في منتصف العام الماضي كانت وصلت لاعلى متوسط عام ليها كان حوالي 35% التضخم. العام دلوقتي احنا بنتكلم على اقل من 17%، والاساسي التضخم سعر التضخم الاساسي حوالي 14%. ولو شفنا خلال اخر 3 شهور سعر التضخم الشهري بالماينس، ده معناه ان احنا في اتجاه نزولي لسعر التضخم، وده بالتالي بيؤثر بشكل كبير على الاقل ان مفيش لا تحدث زياده في الاسعار خلال الفتره الفاضيه. يعني لو بصينا خلال 3 4 اشهر اللي فاتت مفيش زياده في الاسعار. اخر 3 شهور نسبه التضخم كانت بالماينس، بالماينس الشهري التضخم الشهري كان بالماينس بالماينس. فبالتالي ده مفيش زياده في الاسعار بالظبط، مفيش زياده. وفي بعض السلع البسيط، بعض الخضروات وبعض اللحوم، بعض الدواجن هتلاقي في اسعار منها انخفضت. وبالتالي مع المتوسط العام هتلاقي ان سعر التضخم عامه في اتجاه نزول ان شاء الله. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري. يعني كان معنا على الهاتف معلقا عن انه حجم محفظه الودائع بالبنك ارتفعت، البنك الاهلي ارتفعت تسجل تريليون جنيه، يعني 1000 مليار جنيه، وده اول مره يحصل في تاريخ البنوك المصريه. حادث القطار اللي وقع في البحيرة طبعا وأدمى قلوبنا جميعا، التداعيات أو الجديد فيه أن المستشار محمد الحسيني رئيس نيابة قوم حمادة كان تحت إشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، قرر حبس سائق قطار الركاب ومساعده، يعني السواق والمساعد بتاعه وعمل التحويلة بمحطة أبو الخاوي 4 أيام على ذمة التحقيق. وده طبعا على خلفية حادث تصادم قطاري مركز قوم حمادة بمحافظة البحيرة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين ووفاة 12 مواطن الأربعاء الماضي وإصابة 39 آخرين في تصادم 3 عربات من قطار ركاب. اتصدم طبعا يعني قطر بضائع آخر كان ماشي على خط المناشي في اتجاه القاهرة. عايز اقول لحضراتكم امبارح احنا كنا عرضنا تقرير في لقاءات مع بعض اهالي الضحايا وبعض اهالي المصابين المتوفين ويعني والمصابين، وفي طفل الحقيقه في التقرير هنشوف حالا صورته دلوقتي مع بعض، والمعلومات اللي كانت عندنا نقلا عن زميلتنا ومراسلتنا مارينا امير كانت بتؤكد المعلومات انه هذا الطفل حياته خطر جدا وما بين الحياه والموت، وان وضعه الصحي خطير جدا، اعتقد في غيبوبه او هو غير مدرك حتى باللي حواليه. و قبل ما نعرض التقرير او بعد ما عرضنا التقرير تواصلنا هاتفيا مع سياده المحافظ نادي عبده محافظ البحيره، واتكلمت معانا على فكره انه سالتها على الطفل ده تحديدا لانه عارفين ان حالته كانت خطيره جدا، وقالت ان الطفل تمام وسليم وان هو ان هي راحت بنفسها زارته وان الطفل تجاوب معاها وقال لها انا يعني ما معناه انا كويس وما الى ذلك. الحقيقه جالنا اتصالات من اسره الطفل ده بتقول كلام تاني خالص مختلف، وانا الحقيقه مش بقدم ده علشان بس اقول انه مين بيقول الحق ومين ممكن يبقى الدنيا متلخبطه عنده شويه في المعلومات اللي بيقولها، لكن الحقيقه انه بس الناس انا لما اتكلموا معانا يعني قالوا طب احنا راضين بالقضاء والقدر وبندعي ربنا بس ان ابننا ينجو وهو لسه بين الحياه والموت، لكن مش معقوله كمان نسمع المحافظ او المسؤول طالع على الهوا يقول انا رحت وزرت الناس وشفت الطفل وتمام وبقى كويس، وده ما حصلش اصلا. خلونا ناخد هاتفيا الاستاذ بلال، هو نجل احد الضحايا اللي ماتوا بالفعل في الحادثه دي ووالد الطفل المصاب اللي هنعرض حالته حالا او هنعرض صورته عفوا، وكنا اتكلمنا عنه في التقرير امبارح ان حالته خطيره. استاذ بلال تحياتي ليك يا فندم. بخير يا فندم. اولا البقاء لله وحده في وفاه والدك، ربنا يا رب يرحمه ويرحم امواتنا جميعا يا رب يا رب. وثانيا قول لي يعني ابنك الاول دلوقتي بس اهم من اي حاجه، وضعه الصحي ايه بالظبط؟ هو حضرتك كان طبعا يوم الاربعاء ابني خدت وديته المستشفى في نتاي، وطلعت من نتاي بعتوني دمنهور، وبعد ما رحت دمنهور جاء الخبر ان والد الاخر في دمنهور في المشرحه. سبت ابني طبعا في المستشفى وخدت والدي روحت بيه عشان ادفنه في وسط اهلي وفي وسط قرايبي وفي وسط ناسي، وباخد معزة والدي لحد النهارده ومتابع ابني بالتليفون عن طريق زمايلي وحبايبي.
لحد دلوقتي ما شفتوش. ما شفتش؟ ما شفتش مين يا استاذ بلال؟ ما شفتش ابني من ساعه ما سبته. طب ازاي يا استاذ بلال ما شفتش ابنك؟ ايه ايه قصه؟ زي ما قلت لحضرتك انا دلوقتي في عزف والدي، ما ينفعش ان انا اسيب اللي انا فيه واروح لابني. فطبعا انا ليا قرايبي بروحوا بيطمنوني وبكلم، بحاول اكلمه واسمع صوته حاجه كده. طيب ابنك النهارده صحي ايه؟ قرايبك اللي بيروحوا له؟ القرايب اللي بيروحوا له الواد بيتكلم حلو بس الله اعلم من جوه اللي فيه. والدليل على كده النهارده الدكتور العظام على وصلني عمل تقرير اللي هو بالنسبه للعظام بقى كويس، كبسوه رجله. كان الاول بيقول هيرقب شرايح ومسامير، بعد كده قال له ده الواد لسه صغير وعظمه هيلم وحاجه كده فجبسوها له. طيب هو في الرعايه مركزه ولا في غرفه عاديه يا استاذ بلال؟ لا في غرفه. طيب يا استاذ بلال يبقى برضه في الرعايه. ما اعرفش حضرتك، انا قلت لك انا ما رحتش، بس هو في الرعايه. لا يا فندم، انا طبعا مش قادر الومك في الظرف اللي انت فيه، بس ما هو الله يرحم والدك ويرحم امواتنا جميعا، بس والدك بقاله يومين دلوقتي متوفي، ابنك برضه روح بص عليه يا استاذ بلال. انت مش عارف حتى ابنك في الرعايه ولا في الاوضه عاديه؟ اللي بقول لحضرتك لو انت حضرتك خدت معايا الحوار من الاول، والدي ليه ظروف خاصه في حياته وفي علاقته بالناس، وفي واجبات كتيره، وفي ناس لازم اكون متواجد لان انا ابنه الكبير وانا اللي طيب متحمل. انا مسؤولية. انا ماليش دعوه يا استاذ بلال، ماليش دعوه حضرتك تروح لابنك ولا لا، دي حاجه شخصيه ترجع لك. انا بس بسال سؤال. اللي اتقال لنا النهارده، اللي اتقال لنا النهارده من زملائنا انه حضراتكم مستائين، انه معالي المحافظ امبارح ناديه عبده دخلت على التليفون معانا وقالت انا رحت زرت الطفل واطمنت عليه والولد بيتكلم معايا كويس ما فيش مشكله. الكلام ده صحيح يا فندم؟ حصل ده ولا ما حصلش ده؟ وحضرتك راحت فعلا خدت بحضرتك. طيب. وشافته وكلمته زي ما هي قالت فعلا، ما اقدرش اقول لك ما حصلش. طيب. دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك النهارده الدكتور العظام عمل تقرير للوضع كويس بالنسبه للعظام، ومستني حضرتك لحد وقتنا هذا الدكتور بتاع الفك، لان من الاول معروف ان احمد ابني فكه مكسور ومحتاج يتعمل له عمليه، خدت بال حضرتك؟ الكلام ده من يوم الحادثه لحد وقتنا هذا مفيش حد تابع العمليه اللي هتتعمل. لحد وقتنا هذا دكتور اللي هو المفروض يكون جاي او موجود دلوقتي ما جاش، وحضرتك انا جبت تليفونه وضربت عليه ما ردش عليا، وجبت اسمه. انا مفيش اي علاقه تربطني بالدكتور ده. استاذ بلال انا طبعا متفهمه انه يعني ايه يبقى طفل في حادثه كبيره كده وجده توفى في نفس الحادثه دي، والموضوع كله صعب والحادثه كلها قاسيه جدا. ربنا يصبر قلوبكم يا رب، ويعني ويربط على قلوبكم. انا فاهمه ده والله كويس، بس كل حضرتك بتقوله ده عشان اكون برضو محقه. انا لما امنوني ان حضرتك عايز تدخل على الهوا لانك مستاء من الكلام اللي الست المحافظ قالته، انا قلت لا يدخل لان ده حقه. لكن لغايه دلوقتي يا فندم حضرتك ما فيش اي حاجه الصراحه اقدر الوم المحافظ عليها. يعني فعلا هي جت، لانه اتقال لنا الظهر كلام تاني الصراحه، اتقال لنا لا هي ما راحتش ولا زارت الناس ولا في المستشفى ولا شافت الطفل ده، والطفل بين الحياه والموت. طالما في غرفه عاديه يبقى فندم الحمد لله حالته مستقره. فاللي حضرتك بتحكيه طبعا ده شيء مؤسف جدا، فكره انه دكتوره العظام لغايه دلوقتي، بس ده حاجه في قطاع الصحه. احنا على المستوى الانساني في البرنامج ان شاء الله هنتواصل مع مكتب وزير الصحه، نشوف كده يعني ابنك يتعمل له اشعه بسرعه، نشوف دكتوره العظام ليه ما بيجيش يشقر عليه. احنا هنعمل ده ان شاء الله. بالبقاء لله وحده، ربنا يصبرك ويطمنك على ابنك يا رب ان شاء الله. بمناسبة الحديث عن الصحة، قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الحقيقة عملت حاجة محترمة جدا. نظمت قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف العلاج المجاني للمواطنين، واستهدفت مدينة شلاتين في البحر الأحمر. والحقيقة إنه إحنا طول الوقت بنتكلم على سيناء وبنتكلم على حلايب وشلاتين وبنتكلم على المناطق، إن كل المناطق اللي ممكن نبقى حاسين إنها إلى حد ما في عزلة عننا. فلما يتم تنظيم هذه القوافل إحنا بنربطهم بالمجتمع أكتر. في القافلة دي اللي إحنا شايفين جزء منها وهنشوف الفيديو بتاعها دلوقتي، تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين في المدن اللي هناك، اتصرف لهم الأدوية اللي هم محتاجينها. والحقيقة إنه كانت وزارة الداخلية طلعت بيان ليها قالت إنه القافلة دي لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني، وعشان نقدر نعظم أكتر من المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وده دور الحقيقة إنساني وبعد إنساني محترم جدا. تعالوا نشوف مع بعض هذا الفيديو عن القافلة الطبية التي انطلقت لقطاع الخدمات الطبية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية لكشف الطبي على المواطنين بمدينة شلاتين بالبحر الأحمر.
إلى أقصى الجنوب الشرقي حيث مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد توجهت قافلة طبية تابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. القافلة حطت رحالها بشلاتين في يومها الأول، وبتجهيزاتها المختلفة وما تضمنته من تخصصات متنوعة بدأ الأطباء إجراء الكشف الطبي بالمجان على الأهالي كواجب مجتمعي تحرص وزارة الداخلية على تأديته في أي مكان من ربوع الوطن. القافلة الطبية بدأت النهاردة بشلاتين واحنا هنقعد فيها يومين كاملين. اقبال شديد من اهالي شلاتين على العيادات الطبيه والتخصصات كلها، لدرجه ان احنا وصلنا في اول ساعه معديين 200 مريض بكافه التخصصات الطبيه. بنقدم الخدمه الطبيه لاهالينا في شلاتين، بنشوف بنكشف على الاطفال، نشوف لو في محتاجين اي فحوصات او اي اشعه او اي معامل بنعملها، وبنكتب لهم العلاج المطلوب. الحقيقه القوافل هنا دي بتعتبر حاجه مهمه جدا جدا لاهالي شلاتين وللمستشفى، لأنها بتوفر جميع الخدمات اللي ممكن ما تتوفرش عن طريق المستشفى. سعادة أبدها أهالي الشلاتين بهذا الاهتمام، وبخاصة أنها المرة الأولى التي تجرى فيها عمليات جراحية للحالات التي تحتاج إلى ذلك على الفور، ما يؤكد أن القافلة بها تجهيزات على أعلى مستوى لتقديم أفضل خدمة طبية لأهاليهم في أمس الحاجة إليها. بنقدم الكشف الطبي العادي، الكشف الجراحي، وبجانب كده الحالات المحتاجة عمليات أو جراحة وسطى أو صغرى نقدر نعملها هنا. جايبين معنا دكتور التخدير. أول مرة تيجي قافل من وزارة الداخلية فسجلت أقول ده عمل عملية يعني. لأول مرة تجينا قافلة من وزارة الداخلية تشمل جميع التخصصات، وحاجة نادرة جدا جدا في بالنسبة للمدينة، وهتعطي الناس فرص بدل السفر إلى القاهرة وغيرها أن يتعالجوا في مكانهم. نحن بصراحة فرحانين جدا بوزارة الداخلية إنها وفرت لنا موضوع الطب هنا وجابت لنا قافلة طبية. نحن بصراحة الناس كلها فرحانة، فأنا جاي أكشف يعني جلدية. على مدى عدة أيام ستستمر القافلة الطبية التابعة لوزارة الداخلية للكشف على الأهالي في حلايب وشلاتين وأبو رماد حتى يتحقق ما تهدف إليه من تلبية احتياجات الرعاية الطبية للأهالي هناك. فاكرين حضراتكم منى محمود محمد؟ اعتقد الاسم ده بقى في الايام القليله الماضيه مشهور جدا. دي السيده والده زبيده اللي لفقت روايه، وانا بقول كلمه لفقت وانا يعني طبعا اعني ونعني جميعا هذه الكلمه، مفادها انه اجهزه الامن قبضت على بنتها وقعدت تعذب فيها ومعرفش عملت فيها ايه، وبنتها طبعا اللي هي زبيده. وأدى عمل طبعا اللقاء ده أو الكلام ده على شاشة بي بي سي، وطبعا كان في رد فعل واسع من المجتمع المصري الحي والمؤسسات المختلفة لهذا التقرير، لغاية لما زبيدة طلعت في لقاء مع الأستاذ عمرو أديب. وطبعا البنت يعني ولا اختفاء قصري ولا تعذبت ولا أي حاجة، واكتشفوا أنها تزوجت وأنه أنجبت كمان، ربنا يسعدهم ويبارك لهم يعني. بس هي الحقيقة لا كانت مختفية قصريا ولا غيره، والأم كانت بتتكلم بمنتهى الثقة يعني، هي على يقين أن الأمن خطف بنتها وعذب فيها يعني. الجديد في هذا الموضوع أنه النائب العام المستشار نبيل صادق أمر منذ ساعات بحبس هذه الأم التي تجنت وأم زبيدة يعني لفقت الرواية دي لمدة 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيقات اللي بتجرى معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة. النيابة أسندت في تحقيقاتها إلى والدة الفتاة زبيدة الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وشرعية الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. هي أنه المتهمة كان ألقي اللي هي أم زبيدة كان ألقي القبض عليها في ضوء طبعا إذن صادر قضائي بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا بعد ما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة ليها مع شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي. دي آخر الأخبار، وحننتظر طبعا نتيجة التحقيقات بعد هذه الاتهامات
يعني التي ستدان بها أو سيتم مواجهة بها والدة زبيدة. نروح إلى خبر آخر، وده خبر الحقيقة أثار حالة من الجدل على صفحات سوشيال ميديا. امبارح وأنا على الهوا كل الناس عمالة تبعت لي على الـ على الـ على السوشيال ميديا، قولي الخبر ده قولي الخبر ده. الخبر طبعا عن اللي حصل في مدرسة ليسيه الهرم، يعني اللي حصل يعني حقيقة لا ينحكي ولا ينقال. كان في عندهم حفلة في المدرسة وجابوا راقصات، يعني كان نوع ترفيهي كده من ال يعني عارفين ازاي كده، يعني ايه برضو بعض ال بعض الطاقة الإيجابية يعني. فطبعا الدنيا اتقلبت، دي مدرسة يعني مدرسة تعليمية، يعني مش هجيب مع كل كامل احترامنا للرقص الشرقي يعني عشان ما حدش بس يقول ان احنا بنسيء ليه. الجديد برضو في الموضوع انه الأستاذة عزة شعبان مدير المعاهد القومية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت استبعاد مديرة مدرسة ليسيه الهرم وإحالتها للشؤون القانونية بالوزارة عشان يتحقق معاها بعد ما الفيديو ده انتشر. طبعا يعني مفيش حد ما اتفرجش عليه، لفيديو اللي كان الفيديو الحفل من تنظيم إدارة المدرسة، كانوا بيكرموا فيه أوائل الطلاب، حبوا يبسطوا الطلاب ويسعدوهم فاستعانوا ببعض الراقصات. تعالوا نسمع مع بعض التفاصيل والجديد والتعليق العام على هذا الموضوع من الأستاذة عزة شعبان. يا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أنا وصلني أخبار كده من بعض المصادر بيقولوا أنه مديرة المدرسة اللي حضرتك أمرتي بتحولها للتحقيق مدرسة ليسيه الهرم طلعت تقول أنا ماليش دعوة خالص، ده أنا كنت جايبة متعهد للحفلات وهو اللي عمل كده وفاجئني. قالت طبعا مساء الخير عليكم، واحنا تقابلنا قبل كده هو. ايوه يا فندم، تقابلنا في صباح دريم ودلوقتي بنتقابل في مساء دريم على التليفون. اهلا، حظي سعيد. انا طبعا في الاول بعتذر لكل ابنائنا الطلبه وكل اولياء الامور عن اللي حصل في المدرسه. هو المفروض انه تبعت لنا انه حفل تكريم الاوائل، وفي حفل تكريم الاوائل دايما بيبقى متوقف على الولاد اللي هم المتفوقين واولياء امورهم، وبعض الاغاني زي وحيات قلبي وافراح اللي هي الاغاني اللي هي بتشجع الطلبه اللي كلنا تربينا عليها يا فندم. ايوه. انا الساعه حوالي الساعه وما حدش ما غير كده بقى ما حدش يتكلم. لقيت انه على الساعه 6 كده في جريده بتبعت لي فيديو عن اللي حصل، الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي. اتصلت بمديرة المدرسة قالت لي انا ما ده في ولي امر حب يجامل المدرسة وجاب دي، قال ان هو يجيب دي جي. فانا بمجرد ما لقيتهم كده لغيت، قلت لها لغيت ايه؟ دول رقصوا وعاشوا حياتهم وبعدين بتقولي لي نزلتيهم بمجرد ان اللبس ده، وكنت تشوفي مع ولي الامر ده ايه الدي جي ومين دول؟ بكون مش المفروض ان هم يظهروا في الصوره. وبالتالي اتصلت بالشؤون القانونيه واخذنا قرار باستبعاد مديره المدرسه على قوه المعهد لانتهاء التحقيق ورفع الامر للسيد الوزير لاخذ قرار في طيب. وهي ردت الرد اللي حضرتك برضو بتقولين او المعنى ده انه هي ملهاش علاقه، انه ده كان ولي امر هو اللي حب يجامل؟ لا، هي مسؤوله، هي مديره مدرسه. ايوه طبعا احنا فاهمين، طبعا هي اللي مسؤوله طبعا، لكن انا بسال يعني الاستعانه بالراقصات، هي بتقول الاستعانه بالراقصات دي ما كانتش فكرتها. انا فكرتها او غير فكرتها، انا النهارده مديره المدرسه عارفه كل دبه نمله بيحصل فيها ايه. الدي جي وهي شافت دول داخلين باللبس ده، كانت المفروض ان هي توقف الموضوع من الاول. وبعدين عارفه يا استاذه عزه في كذا مشكله، كان واضح انها قعدت واتفرجت والدنيا كانت يعني يعني هي حضرت كمان وكانت طبعا دي مديره المدرسه بتحضر. انا ما فيش حاجه اسمها انها مش مسؤوله. وبعدين يا فندم الاغاني كمان دول كانوا مشغلين اغاني مهرجانات صعبه قوي يا فندم، يعني ولا ذوق عام ولا رقي، يعني غير ان دول راقصات محترفات بيرقصوا، وده طبعا عمرنا ما اخذنا عليه وضد كل اعرافنا احنا يعني. يعني احنا حضرنا كل الحفلات التكريم زي ما قلت، لا ما كانش في كده، اولياء الامور والاغاني اللي هي بتشجع وتحفز الطلبه على النجاح وانه يفرحوا بنجاحهم مع اولياء امور.
لكن ان هي يبقى بالصوره ده هي ده ولا حفل الانشطه بتاعه المدرسه بنسمح بحاجه زي كده. انا بعتقد انه ده مش هيتكرر تاني في اي مدرسه، واعتقد انه اي مدير مدرسه واي ناظر بعد كده بعد الواقع دي واحالتها كمان للشؤون القانونيه ووقفها عن العمل واستبعادها، انا يعني واثقه انه كل مدير مدرسه او ناظر بعد كده هياخد باله قوي من التفاصيل. لو افترضنا حسن النيه انه ما كانش واخد باله او عارف، مع انه زي ما حضرتك بتقولي طب ما هي قعدت وحضرت الحفله وشافت ده بيحصل قدامها. ايوه وقفوا على طول جاست ان هي شافت اللبس هتقول له دول ايه. بشكرك جزيل الشكر استاذه عزه شعبان مدير المعاهد القوميه بوزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. في ثلاث مشاكل بجد. المشكله الاولى ان هم داخلين بلبس بدل رقص، يعني رقص شرقي جوه مدرسه. المشكله الثانيه الخطيره ان اغاني المهرجانات اللي مشغلينها. في مشكله ثالثه اسوا ان هم ما بيعرفوش يرقصوا. عندنا ثلاث مشاكل. طيب يعني ده كان بعض التعليقات على فكره اللي انا سمعتها، يعني انا ما شفتش الفيديو على فكره، انا سمعت الواقع بس شفت بس اتقال لي كده ان دي مشكله اخطر. في الحقيقه حادثه صعبه او مش حادثه، هي واقعه صعبه جدا واثارت رعب وفزع الحقيقه مش بس عند اولياء امور الاطفال اللي حصل لهم المشكله دي، الحقيقه كل الناس لما شافت الصور استغربت وخافت جدا. في طفلين لما بيعرقوا بيعرقوا دم، ولما بيبكوا الدموع دم، وضوافرهم بتنزل دم، واي عرق بيعرقوه من الخلايا بتاعه جسمهم كله بينزل دم مع العرق. ده منظر، ده مش مخبوط، الطفل ده لا مخبوط ولا مضروب ولا اي حاجه، ده دم نازل منه، ده مثلا عرق نازل منه. الناس اتصرعت، دي الصوره اللي فاتت دي كانت الصوره والصوره بتنزل دم ومش مجروح ولا متعور ولا اي حاجه. فطبعا الصوره كانت غريبه جدا والناس ما كانتش فاهمه. مديريه الصحه في الدقهليه برئاسه الدكتور سعد مكي وكيل الوزاره اعلنت عن اكتشاف اصابه طفلين بمرض نادر، المرض ده اسمه العرق الدموي. الحقيقه راحوا على فين؟ وعايز اقول لحضراتكم قبل ما هقول لكم هم راحوا فين، ربنا كرمهم وراحوا فين، ان هم طبعا الاول اتبهدلوا بس الحمد لله انه ما فيش حد من الدكاتره اللي راحوا بيهم قبل كده وقالوا لهم لا الحاله دي ما نعرفهاش وما عدتش علينا قبل كده وده مرض نادر. الحمد لله ان هم الصراحه يعني الدكاتره اللي قبل كده ما فاتوش، يعني الحمد لله يعني ما شخصوش تشخيص خاطئ فلا سمح الله الموضوع زاد. قالوا لا احنا مش عارفين المرض ده ايه، عمرنا ما شفناه قبل كده. ربنا كرم الناس دي وراحت مستشفى المنصوره الدولي. انا مستشفى المنصوره وجامعه المنصوره وكل ما هو في المنصوره المنظومه الطبيه هناك الحقيقه انا بعشقها واكن لها كل احترام. ناس هناك بتعمل باحترافيه غير عاديه، معهد الكبد في المنصوره وعمليات زرع الكبد في جامعه المنصوره، كل ده هم راحوا مستشفى المنصوره الدولي. كشفوا هناك عليهم الدكاتره، شافوا انه المرض ده زي ما قلنا لا اسمه العرق الدموي، ده نادر. المريض بيفرز مع العرق دم من فين بقى؟ من الجبهه والعينين والضوافر، والطفل واحد من الاطفال دول كمان من سرته. ايه الوضع دلوقتي؟ لانه ناس كتيره قوي كانت بتعمل شير لصور الاطفال دي وبيقولوا ارجوكم اللي يقدر يساعد وتسفروهم بره. الحمد لله انه تم تشخيص المرض وعرفوه. الحقيقه الدكتور عبد الوهاب السعداني ده رئيس قسم الاطفال في مستشفى المنصوره الدولي مشكورا تابع الحاله، عمل التشخيص وان شاء الله الاطفال دلوقتي بدات تتعالج ويا رب باذن الله يبقى في تقدم للحاله. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور عبد الوهاب السعداني رئيس قسم الاطفال بمستشفى المنصوره الدولي يدينا تفاصيل اكتر. يا اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك بخير يا فندم. عايزه تفاصيل اكتر عن المرض ده يا فندم، العرق الدموي ده ايه؟ الناس اتصرعت من الصور دي. ان شاء الله رب العالمين ما فيش فيه صرع ولا حاجه، لان موضوع العرق الدموي طالما حضرتك شفت الحاله قبل كده او عندك باك جراوند وخلفيه عن الحاله وقدرت توصل للتشخيص بيبقى الموضوع بتقدر تقنع اللي قدامك بان الحاله خلاص وصلنا للتشخيص، وهو ده اهم حاجه في العلاج في اي حاجه طبيه. فاحنا الطفلين دولت انا شفت حاله يمكن من فتره قريبه خالص، بس عشان ظروفها ان البنت كان عمرها كبير وداخله على مرحله الثانويه فاهلها كانوا مصرين ان محدش يعرف خالص ورفضوا دخول المستشفى، وتم علاجها بنجاح الحمد لله رب العالمين. فبعد كده جه طفل عمره سنتين متحول من دكتور خارجي على ان عنده نزف دموي على مستشفى جامعه المنصوره. فمستشفى جامعه المنصوره عملوا التحاليل الاوليه في الاستقبال،
له صورة الدم كويسة وعد الصفائح الدموية كويس ووظائفها كويسة ومعاملات التجلط كويسة، قالوا له لا ده دي حاجة بسيطة وما فيش مكان، فحولوها على مستشفى المنصورة الدولي. دخل بالليل مع الدكتورة اللي موجودة في مستشفى المنصورة الدولي، فكان برضو لظروفها أني أول مرة تشوف الحالة دي. فكان تاني يوم الصبح كنت أنا كاستشاري الاسم وراي حمر، فقعدوا شرحوا الحالة ودخلت شفتها من أول وهلة، فتعرف أن التشخيص ده مرض العرق الدموي وده مرض نادر جدا وبيروى في الأساطير عن الناس اللي هم كانوا بيتعبدوا بعمق من أجل البشرية، كانوا يقطروا دما مع العرق بتاعهم على الأرض وكده. يعني هو مرض اسطوري كده، في حتى ما حد يعمل مجهود ضخم في حاجة يقول لك ده بدل العرق دم يعني، أو بدل الدموع دم. بس كون يعني يكونوا اتقال في الأساطير، عادة ما يقال في الأساطير دي حاجات ما بتبقاش واقعية، إنما ده مرض موجود حقيقي. طيب العلاج دلوقتي ايه يا فندم المرض ده؟ الحالتين دول لما جم ودخلوا المستشفى وعملنا برضو الفحوصات الاوليه طلعوا، وكان الفحص الطبي بتاع الطفل، طبعا الطفل كان واعي ونشط ومدرك لكل شيء وما فيش عنده اي اعياء، بس عمال ينزل دم ولا اي اعتراض لاي حاجه بجسمه، غير ان كل 3 ساعات او 4 ساعات تلاقي الام جايه مذعوره ان الدم، الولد نام وبدا يعرق، خرج الدم من الجبهه من الانف الامامي. عشان كده بقول لحضرتك الصور دي صرعت الناس. والانف من يعني جوه سليم، مفيش دم جاي من جوه، وعلى صوانه الاذن كل صوانه الاذن دم، وعلى خدوده وعلى الكفين والقدمين، يعني انا وانا بشيله عشان اهد مامته واقف على الملايه بتاع السرير طبع رجليه كانها بصمه بالدم. طيب العلاج يا فندم، الدم بتاع الطفل بدا يقل. العلاج يا فندم، العلاج بتاعه زي ما حضرتك عارفه ان ده بيزيد مع التوتر ومع القلق ومع العصبيه، فالطفل ما كان بيلاقي الاهل مذعورين كان بيتخض اكتر، فهو العلاج بندي مطمئنات ومهدئات عاديه لرفع التوتر والقلق، وبده دواء اللي هو عدنا بنستعمله دلوقتي لعلاج اللحميه وما عدناش بنكويها زي زمان، وبيمنع تكوين شعيرات دمويه جديده اللي هو البروبرانولول، دواء بسيط خالص ومن أرخص الأدوية ومن أول الأدوية اللي تم اكتشافها في العشرينات. فلما بندي البروبرانولول أو الاندرار ده بجرعة قليلة ونمسح الجلد بأتروبين متدو مخففينه بمية وندي حاجة تمنع التوتر والقلق لدى الطفل زي ما أنا عملت مع الطفلة الكبيرة اللي كانت قبل كده اللي في الثانوي، الموضوع بيبرأ تماما. أي فندم، بس يعني ده طفل صغير عنده الحركه وفرط الحركه وما الى ذلك، لما ان شاء الله هيكبر يا فندم. لا ما هو هيكبر طول، لا انا قصدي هنعيشه طول عمره على، انا بفهم من حضرتك طبعا، هل بالضبط. الطفل ده هيعيش طول عمره بعد كده على المهدئات والحاجات الريلاكسنس والحاجات دي؟ لا يا فندم، ده هو جات النوبه وعدت بسلام، ممكن يقعد شهور عديده ما تحصل، وممكن يبقى قاعد يا فندم في يوم فرحه ولا وسط ناس ولا في اجتماع ولا اي حاجه. لو اتعرض لستريس ممكن، ده امر وارد. لو اتعرض لاي ستريس، لاي ستريس ايا كان مفاجئ ممكن يحصل. يعني البنت اللي عندي، في اي علاج بره يا فندم؟ لا والله، ولا ده هي على مستوى العالم كله يمكن عشرات الحالات على مستوى العالم كله، وعشرات الحالات على مستوى يعني العالم نفس التريتمنت نفس العلاج. لا ده هي مش عدد كتير، عدد الحالات على مستوى العالم مش بالكثره مش زي بقيت يعني كل الامراض اللي في الدنيا يقول لك نسبتها 1% 1 من 10%، لا ده لا نسبه تذكر في المليون. انا بشكرك يا دكتور، انا بشكرك جزيل الشكر، يعني على الاقل بس فهمنا كده ايه الوضع، لانه الحقيقه انه قصه غريبه قوي. كان معنا الدكتور عبد الوهاب السعداني رئيس قسم الاطفال بمستشفى المنصوره الدولي بخصوص الطفلين اللي كان اللي جسمهم بيطلع دم. يعني انا سعيده الحقيقه انه الحمد لله فهمنا على الاقل بس في ايه، وعلى الاقل اطمنا ان هم تحت الملاحظه وفي فريق طبي فاهم الحاله دي ايه، لانه دايما التشخيص هو الاساس، لو التشخيص من الاول غلط الحاله ممكن تبقى بسيطه وتتدهور، لكن الحمد لله في هناك في مستشفى المنصوره الدولي ناس فاهمه وواعيه، يعني نتمنى ليهم السلامه يا رب ان شاء الله. ويمكن زي ما قال الاتاكس دي او النوبات دي ممكن تقعد شهور على ما تيجي، يعني ممكن مره تحصل له، لكن وارد انها تحصل مع اي قلق، ده هيبقى صعب جدا، صعب قوي النهارده اي مصري ما يبقاش عايش بقلق، يعني احنا اوريدي النزول في الشارع مقلق جدا. احنا هنضطر يا شباب معلش نأجل بعض الأخبار لأن أنا التقارير مهمة جدا عندي، فخلينا مثلا
طيب خلينا طيب كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني بدأنا الاستعدادات إن شاء الله لموسم الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. عندنا خبر بيقول إن قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الداخلية شدد على الراغبين في أداء الحج عن طريق قرعة الداخلية التوقيع بطلب الحج على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية بنظام القرعة أو السياحة أو الجمعيات أو الهيئات، ما يكونش حاجة من الأربعة دول حج من خلالهم أو عن طريقهم خلال الخمس سنين الهجرية الماضية، وأنه بموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وأنه لو ثبت سابقة أداؤه لمناسك الحج خلال المدة المحددة دي مش هيقبل طلبه، وده مش هيبقى فيه أي مسؤولية على وزارة الداخلية. ده بيان الداخلية اللي صدر النهاردة، أو يعني صدر يعني أخيرا. خلينا ناخد هاتفيا الأستاذ أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن. يا أهلا بيك يا فندم. أنا وسهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة غدا والي وزيرة التضامن كانت قالت في تصريح ليها أنه أسعار برامج الحج لهذا العام هتتراوح نسبة الزيادة فيها بالمقارنة بالعام الماضي في حدود 5% تقريبا للمستوى الاقتصادي وحوالي 10% للمستوى الأول. مظبوط تمام. الوزارة اعتمدت الأسعار والبرامج يوم الأربعاء الماضي والأسعار زي ما حضرتك أوضحتي ومعالي الوزيرة أعلنتها إن 5% للحج الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي زيادة و10% للمستوى الخمس نجوم ساحة الحرم. والزيادة دي كان سببها طبعا الجميع يعلم إن المملكة العربية السعودية طبقت ضريبة القيمة المضافة هذا العام على كافة الخدمات في المملكة وكذلك ضريبة الرسوم البلدية، فبالتالي حصل تحريك لأسعار الخدمات المتعلقة بالسكن والتغذية في الفنادق يعني. طيب عندنا يا فندم نسبة 5% ضريبة القيمة المضافة ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق الأربع والخمس نجوم و2.5% للفنادق الثلاث نجوم، مش كده؟ تمام مظبوط تمام. طيب ده هيبقى ده يعني ارتفاع الأسعار عموما يعني. وطبعا الأسعار المعلنة دي شاملة قيمة الضرايب، ودي أسعار نهائية خلاص يعني. الوزارة أعلنت دي أسعار نهائية شاملة قيمة الضرايب وشاملة كافة الخدمات المقدمة في البرنامج. الوزارة حريصة ان هي تقدم خدمات تغذية في الفنادق لكافة الحجاج كافة المستويات فطار وغدا خلال مدة اقامتهم سواء في مكة او في المدينة، فبالتالي الاسعار اللي تم اعلانها شاملة قيمة تذكرة الطيران وشاملة قيمة البرامج والخدمات كاملة يعني. والمواطن هيتقال له الحاج يعني ان شاء الله هيتقال له السعر شامل الضريبة. مظبوط تمام. ان شاء الله الحج اللي هيتم اعلان فوزه مع نهاية الشهر ان شاء الله من خلال القرعة اللي هيتم اجراءها في الوزارة باذن الله، هيتم بعدها تبادل قيمة الاشتراك كاملة شامل قيمة الضريبة وشامل قيمة تذكرة الطيران. بشكرك يا فندم جزيل الشكر الأستاذ أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن. الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صد على سفر 11 لجنة قضائية عسكرية لعدد من الدول عشان يتم تسوية المواقف التجنيدية للشباب المصري اللي مقيم بالخارج، ومش بس كده ويتم استخراج شهادات انهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن اداء الخدمه العسكريه اللي تجاوزوا سن ال 30 سنه. طبعا ده بعد ما هيدفعوا الغرامه المقرره طبقا للقانون. الفكره ان القوات المسلحه كانت قالت في بيان صدر النهارده الجمعه انه تلك اللجان هتبدا عملها بالفعل اعتبارا من 9 مارس الجاري في الولايات المتحده الامريكيه، ايطاليا، الكويت، المانيا، المملكه العربيه السعوديه، انجلترا، اليونان، فرنسا، الإمارات، الأردن، والبحرين. دي الدول اللي هتبدأ فيها أو هتنطلق فيها هذه اللجان. والحقيقة أنه في البيان كمان كان فيه حث لكل الشباب المقيمين في الخارج واللي ليهم مواقف تجنيدية أن هم بسرعة يتقدموا إلى ملحق الدفاع في الدول المقيمين بيها ويكون معهم البيانات الآتية. احنا حبينا الحقيقة نقول الخبر ده لأنه فيه معلومة كمان مهمة. إيه البيانات اللي مطلوبة منهم؟ الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية اللي هي مستخرجة أول مرة، جهة استخراجها إيه، مع طبعا بطاقة الرقم القومي. ده علشان يوضحوا موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان. في كمان تيسير على الشباب دول، ودي حاجة محترمة جدا، إن ممكن لذويهم المقيمين في مصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات
ويقدروا يحددوا الدولة بتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية وعشان ينهوا بسرعة الإجراءات القانونية فور وصول اللجان بتلك الدول طبقا للتوقيتات المحددة. بخصوص الحديث عن الشباب والحديث عن مؤسساتنا في الدولة اللي بنعتز بيها، الحقيقة أنه عندنا يعني تقرير بمناجدة، وهي مناجدة إنسانية الحقيقة، عن شاب يمكن مش زي شباب كتير. شاب هو بطل في لعبة كمال الأجسام من الشرقية، والشاب ده كان في مرحلة معينة بيشتغل وبيكسب كويس وكان بيلعب وبياخد شهادات كتير وبيتمرن وبيتدرب وفي مراكز يعني رياضية كتير، ولكن والدته ربنا يا رب يطمنوا عليها ويشفيها أصيبت بالسرطان، والعلاج مكلف غالي، وهو بار بأمه، وهو الحقيقة لا يتسول على أمه خالص، إنما هو مش طالب إعانة ولا طالب مرتب شهري ولا أي حاجة. هو حلم حياته أنه يستكمل البطولات اللي عملها قبل كده، البطولات الرياضية اللي عملها قبل كده. لما هتشوفوا التقرير اللي زميلتنا مارينا عدته لينا، هتلاقوا أنه الشاب ده بأدوات بسيطة جدا بيمارس الرياضة جوه بيته البسيط جدا جدا في الشرقية. يعني اللعبة اللي هو بيلعب فيها البوكسينج دي جايبها عبارة عن شكارة رمل، لأنه مش قادر الحقيقة أنه هو يجيب الألعاب اللي ممكن تبقى موجودة عند ناس كتير أو موجودة في صالات الجيم. طب إيه مشكلته وليه مش عارف يكمل ده وليه مش عارف يبقى يدخل عن طريق وزارة الشباب والرياضة أو أي مكان؟ هنعرف مع بعض التفاصيل دي كلها عن كابتن وبطل لكمال الأجسام، الحقيقة أنه شخص وشاب مشرف جدا. إحنا نتمنى أنه رسالته ومناجدته تصل إلى من سيوجه لهم هذه المناجدة وهذه الرسالة، كابتن محمد عبد العال في هذا التقرير. ما كانش عندنا إمكانيات اللي احنا نلعب مثلا الألعاب دي، فطبعا لجأت لصالات حديد، صالات بلدي، كان الحصه ب 30 قرش. لعبت في الصالات دي في السن اللي هو يعني 15 سنه كده بالظبط، يعني ربنا كرمني وكنت باخد اول منطقه في مركز الحسينيه، وسافرت اسماعيليه اشتغلت هناك، شفت انديه برضو لعبت فيها، فضلت امارس لحد سن دلوقتي وما ببطلش رياضه. طبعا باجي من الشغل برضو رياضه، اما لقيت نفسي بدي اصرف عن الرياضه بتاعتي قلت اتعلم اي حاجه، فاشتغلت في النقاشه، بشتغل في النقاشه وباجي العصر ببدا التمرين بتاعي، وانا برضو يعني بحب الفن شويه، فبضطر اخد دورات، يعني دورات في الخط، دخلت معهد خطوط في الحسينيه. انا لما لقيت نفسي مش قادر اروح صاله، وطبعا عشان اصرف مثلا 10 جنيه او اصرف 5 جنيه، كانت ايامها كانت اليوميه بدات 7 بدات تزيد 20 بدات تزيد 30 لحد الوقت الحالي اللي احنا شايفينه ده، فبضطر اوفر ال 10 جنيه. بقى لي 10 سنين على الوضع ده، قلت اعمل اجهزه بدائيه اتمرن عليها عشان انا بموت في الرياضه، لحد اخر عمر مش هبطل هلعب رياضه. مرض والدتي اثر عليا جدا، لانها والدتي يعني لما جالها مرض سرطان الثدي اثر عليا، يعني حتى انا كنت احسن من كده كتير، ومرض والدتي دي جه في اوقات لما كنت بدور على انديه تتبنى لعبتي. قلت له يا ابني اتمرن على اخر ما يديك ربنا وروح الحسينيه وتعالى، ونفسي كان بدي يروح الديش، راح طلع معفاه. قلت له يا ابني انت زعلان انت خدت معفاه؟ قال اه. كنت عاوزه اخدم مصر يا ابني. احنا بنتعشم إن محمد يلتحق بأي نادي تبع القوات المسلحة ولا تبع الشرطة ولا، يعني المهم إن هو يحقق الأمنية بتاعته. حتى إن الواحد يعني دلوقتي أنا عندي 60 سنة نفسي أشوفه يعني بطل قبل ما أموت. حتى أنا نفسي والله مصر تهتم بالأبطال اللي زي أخويا كده، ده ضيع حياته كلها في اللعب الحديد، وكان أمنيته كلها لو يبقى بطل، بس الإمكانيات مش كانت مساعدة خالص. أمنية حماتي محمد إن هو ينضم للقوات المسلحة أو ترعيل القوات المسلحة أصلا، وتنمي قدراته،
البدنيه بتاعه الكابتن محمد كويس و100% ودناته كويس. يا ربي يا ربي احنا نتمنى ان هو يبقى بطل عام. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمني وصوتي يوصل للرئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له انا بطل، بص لي لو نظره واحده بس. الحقيقة مش هضيف على المناشدات اللي قدمها محمد عبد العال أو الكابتن محمد، لكن حضراتكم شفتوا بنفسكم إصراره، بطولته، الشهادات الكتيرة اللي معاه، كونه ابن بار بوالدته. وزي ما قلت لحضراتكم هو مش طالب الحقيقة لا إعانة ولا أي حاجة، هو طالب أنه يتمرن ويكون جزء من يعني هذا الوطن ويقدم فيه الطاقات والخبرات اللي عنده. أتمنى أنه المناشدة دي توصل إما لمعالي وزير الدفاع أو لمعالي وزير الداخلية، وهو الشاب الحقيقة نفسه ينضم لإحدى هاتين المؤسستين المصريتين. على مساحة 30 فدان في مصر القديمة قدام المقطم كده الناحية التانية في بحيرة عين الصيرة. البحيرة دي كانت بتشتهر بالمياه النقية الطبيعية، المية فيها كانت يعني بتندفع من جوف الارض من تحت، وسبحان الله الميه دي في وقت من الاوقات وعلى مدار سنوات طويله جدا كانت بتمثل الشفاء من الكثير من الامراض. الميه طبيعه الميه اللي فيها الميه الكبريتيه دي واحده، وده مش كلام بنقوله تجملا في بحيره او في حاجه عندنا في مصر، دي حقيقه علميه موجوده في موسوعات ومقالات كثيره في حول العالم اللي بتتكلم على البحيرات والمياه الكبريتية طبعا اللي معروفة بأهمية المعادن والعناصر الطبيعية اللي فيها. البحيرة دي كانت واحدة من أفضل المياه، يعني فيها كانت واحدة من أفضل مياه البحيرات في العالم. لكن طبعا طبعا حتى البحيرة دي بالمياه اللي فيها لم تسلم من الإهمال. طبعا مية الصرف الصحي دخل، احنا طول عمرنا عندنا مشكلة في الصرف الصحي الحقيقة في مصر، مية الصرف الصحي دخلت لها من كل مكان تقريبا، وطبعا في مخلفات مباني هناك، الناتج في النهاية ارتفاع في منسوبها الطبيعي فبتغرق الشوارع. وللأسف الشديد وده المشهد الحزننا جدا ان احنا نسمع عنه، انها بتغرق كمان المقابر المجاورة ليها. وهتسمعوا في التقرير بعض الأهالي بيتكلموا على فكرة انه في ناس كانت بتيجي تطلع يعني تلم او تاخد الجثث بتاعتها اللي كانت بتطلع من تحت بتطفو فوق. منظر صعب جدا الحقيقه وشيء صعب جدا. هل في يوم من الايام نقدر نعتبر او نعيد اعتبار بحيره عين الصيره دي انها ترجع تاني مصدر المياه الكبريتيه، انها تتنظف، ان احنا نشيل القمامه اللي من حواليها، نظبط الصرف الصحي اللي داخلها من كل مكان ولا لا؟ الحقيقه دي اسئله كتيره جدا. انا بضم صوتي لصوت زميلنا العزيز محمد سعد اللي نزل بكاميرا مساء دريم يرصد هذه البحيره ويتكلم مع عدد كبير من اهليها. نشوف مع بعض هذا التقرير. على مساحة 30 فدانا بمصر القديمة تقع بحيرة عين الصيرة. هذه البحيرة التي كانت تشتهر بالمياه النقية الطبيعية التي تندفع من جوف الأرض لتكون الشفاء من الكثير من الأمراض، فلم تنجو هذه البحيرة من الإهمال، فاندفعت إليها مياه الصرف الصحي من كل مكان بالإضافة إلى مخلفات المباني، ليكون الناتج ارتفاع المياه عن منسوبها الطبيعي لتغرق الشوارع والمقابر المجاورة لها. المياه دي مياه كبريتية، من أحسن 7 مياه عيون كبريتية على مستوى العالم. هضبة المقطم دي على بالبصرة هي باينة، المقطم كله بالكامل المجاري بتاعته بتتسرب في الأرض، بتتسرب المياه من الهضبة بتيجي هنا. أصلا المياه ديت من زمن الزمن المياه دي كبريتية، كانت بتيجي المستشفى اللي هي بتاعت أحمد ماهر من زمان، كانت بتيجي أصلا وبتجيب غواصين وبيطلعوا منها لمغزة الطينة اللي هي في قاع المية وبيحللوها وبيطلع منها أدوية لعلاج، وسابوها لغاية ما بدأت أصلا توسع أساسا وبدأت تطلع الناس وبدأت تطلع الشارع. ما كانش في مية، كان محجر زمان، كان محجر بيطلع الحجر بتاع الترب
زمان. المية دي سيادتك وصل لغاية القلعة. العمارة اللي انت شايفها ديت فيها كام عمارة ماله؟ التعديات التي ينتج عنها ارتفاع منسوب المياه تشكل خطرا اكيدا على الكثير من المباني المجاورة، منها المتحف القومي للحضارة الذي يطل على بحيرة عين الصيرة شرقا ومجمع الأديان والمركز الثقافي البيئي، كما أن الطرق الداخلية المؤدية إلى المدافن أصبحت عبارة عن طين ووحل بعد أن تشبعت بالمياه، وتسبب ذلك في غزو المياه لمقابر الموتى، جعلت الجثث تطفو على سطح المياه في مشهد غير إنساني لانتهاك حرمة الموتى. المياه دي بقالها زيادة عن 80 سنة، دي كانت عين من طالعة من تحت الأرض كده، وكانت حتة صغيرة وبركة صغيرة، بدأت توسع 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 مع 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 وسع المكان، بقت الماء تطلع على الشارع وتخش القرفة الناحية التانية وتضرب تضرب الناحية التانية في التراب، لغاية ما الميتين كانت سعادتك أهليها تيجي تشيلها من عايمة من على وش الماية من تربة من تحت. هنا لما عاوز أقل بيت هنا مبني 5 أدوار بيردم ويبني مكان من الماية، كل ما الماية تخش على البيوت يردموا ويعلوا تاني، ولحد دلوقتي وما زال لحد دلوقتي الماية طالعة في الشارع اهي. الناس اللي هنا ميتين كلهم اكترهم امراض من المايه دي. بطالب ان هم يجي يشوفوا الحل ده بتاع المايه دي، ينظفوها، عاوزين يقعدوهم هنا ينظفوا لهم البيوت دي وينظفوا لهم البلاء. بص البلاء من ايه؟ اه زي ما انت شايف حضرتك. بعدما كانت بحيره عين الصيره مكانا للاستشفاء والوقايه من الامراض ياتي اليها المواطنون من كل مكان، أصبحت مقلباً للقمامة ومياه الصرف الصحي بعدما طالتها يد الإهمال. بشكر زميلنا العزيز محمد سعد على هذا التقرير. بمناسبة الكلام عن المياه سريعا بس، شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، هيحصل قطع في المياه، فبس بنقول لحضراتكم برضو عشان تاخدوا بالكم. مدينة قباء بالكامل، منطقة الصناعية الكيلو 18، تقسيم عمر بن الخطاب، شارع جمال عبد الناصر بمتفرعاته، الحرفيين، مدينة التجاريين، عين شمس، الرجاء، 15 مايو، معسكرات الأمن المركزي قطاع المطار، معسكرات العمليات الخاصة والدوريات الأمنية، مركز تدريب الحرس الجمهوري، مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة، وده هيبقى لمدة 16 ساعة. مدة الانقطاع هتحصل من بكرة الصبح إن شاء الله يوم السبت من 9 صباحا لغاية الساعة 1 بالليل، اللي هي يعني 1 صباحا صباح الحد، يعني بنتكلم فيه 16 ساعة. ليه الانقطاع ده برضو؟ عشان تكونوا حضراتكم عارفين، لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 ملي، وده متعارض مع قواعد كوبري مدخل بالبيس الإسماعيلية ومترو الأنفاق. وطبعا الشركة ناشدت أصحاب المخابز والمستشفيات إن هم يدبروا احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. صور وابعت هو الهاشتاج اللي بدأنا بيه من أول حلقة لينا في مساء دريم، وبنشجع حضراتكم دايما تبعتوا لنا أي صورة أو لقطة شفتوها حاسين إنها حاجة إيجابية أو حاسين إنها حاجة سلبية، وده الهاشتاج لينا صور وابعت، وبحضراتكم كتير بتبعتوا لنا وبتتواصلوا معانا على صفحتنا على فيسبوك. الصورة الحقيقة اللي اخترناها النهاردة، وده بالإجماع يمكن زملائي وأنا كلنا لما عدنا اخترناها، لأنه الحقيقة يعني ربطنا قوي بالحادثة اللي حصلت، الحادثة الأليمة في قطري البحيرة، وفكرة انه طبعا احنا مش بنتهم السائق يعني هناك في موضوع حادثة البحيرة، لسه التحقيقات شغالة في النيابة، لكن الفكرة في موضوع السواق، في كتير من الأحوال بيكون السواق مظلوم وبيبقى بيطلع له حاجة على الطريق قدامه، ما بيبقاش المركبة اللي هو راكبها أصلا آمنة، وده طبعا شيء طبيعي وإحنا عارفين ده، لكن كمان في أوقات كتيرة جدا بنشوف مشهد زي ده. ده سواق حضراتكم وسايق، واضح انه سايق اتوبيس وماسك في ايده كوبايه شاي، اللي هو ماسك الدريكسيون بايد وكوبايه شاي بايد تاني. طب انهي نوع من الامان ممكن الراكب يشعر بيه وهو في 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 رعايه هذا السائق؟ ده مش هتغلط على فكره، ده سواق اتوبيس في هيئه النقل العام. بعتها لنا زميل صحفي لينا، هو زميل حماده سليم زميلنا الصحفي في مؤسسه اخبار اليوم. بشكرك طبعا استاذ حماده على الصوره دي لانها معبره جدا. حقيقي مشهد مستفز جدا. دريكسون بايد وكوبايه الشاي بايد تاني. طيب صوت الصعيد.
صوت الصعيد هو هي الفقرة اللي إن شاء الله هتكون معانا باستمرار في مساء دريم. وإحنا كل فترة الحقيقة في البرنامج بنستحدث فقرات أخرى وبناخد منكم أفكار الحقيقة من تواصلكم معانا بالتليفونات أو على صفحتنا على فيسبوك. صوت الصعيد ببساطة شديدة جدا هنختار محافظة من محافظات الصعيد ننزل نقول لأهالينا وإخواتنا هناك إحنا معاكم، صوتك مسموع، آدي الميكروفون، امسك وتكلم وقول اللي انت عايزه. والحقيقة انه بدايتنا في صوت الصعيد كانت من محافظة بني سويف. اهالينا هناك وجهوا رسائل كتيرة جدا، ايه هي وبخصوص ايه ده اللي هنسمعه مع بعض في هذا التقرير. لو حابب توصل صوتك للمسؤولين تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان احنا عندنا من قرية الميمون تبع المركز الوسطى محافظة بني سويف فيها مستشفى ما فيهاش اي حاجة، يعني ابني اتدلقت عليه الشوربة اول امبارح جريت بيه على المستشفى قال لك ما فيش دكاترة هنا. سيادتك عايزين عمل للعيال للشباب دي، للشاب بيطلع ما فيش شغل ولا في حاجة، معانا تلات عيال ما عندهمش شغل وواحد معاه دبلونة ودار على المحافظة. ما فيش هنا شغل، عايز مشاريع للشباب هنا والناس اللي عايزه تشتغل. كمان غالي وكل حاجه غاليه والتأوي غالي وتصدير ما فيش وشغل ما فيش. ليا مصلحه في المركز عايز اجيب ورق ولا اعمل اي حاجه اطلع بطاقه فالزنب عليها. محافظات الصعيد كلها مهمش وبالذات محافظه بني سويف. انا حضرتك ترخيص التكاتك على مستوى الجمهوريه بيرخص على وضعه زي كده. هنا في محافظه بني سويف بندفع تامينات 2500، تدفع تامينات وضرايب وكارته 550 جنيه. يعني ترخيص التوك توك حضرتك بيكلف حوالي 5000 جنيه. كلمنا عن الخدمات الصحية. هي الخدمة الصحية هي المستشفى على مستوى، بص مبنى على مستوى ما فيهاش أي إمكانيات ولا سرير ولا أي حاجة ولا أطباء ولا أطباء. مغلقة؟ مفتوحة بس ما فيش أطباء بيجوا عليها، يعني قواتها حوالي من 15 دكتور ولا دكتور بيجي فيها دكتور واحد بس. اللي هو الطرق والصرف الصحي، احنا عايزين نعمل صرف صحي للبلد. ما فيش اهتمام هنا خالص من المسؤولين، لا صرف صحي ولا مية نظيفة ولا تعليم ولا أي حاجة. البلد دي جالها صرف بدل مرة مليون مرة وبتتاخد تتروح للكرة التانية بسبب المرشحين. انه ان شاء الله هتكون دائما معنا هذه الفقره صوت الصعيد. اتمنى ان احنا نقدم فيها صوت المواطنين. احنا بنسال سؤال واحد لكل الساده المواطنين، عايز تقول ايه، نفسك في ايه. اعتقد انه المشاكل والهموم اللي قالوها ابنائنا في بني سويف لو رحنا اي مكان في مصر مش بس الصعيد هي تقريبا نفس المشاكل، لكن على الاقل المواطن يحس انه صوته بيتسمع، انه لما طلع اتكلم وقال انا عندي مشكله الفلانيه دي ان ده اتسمع او اتعرض على شاشات الاعلام. بمناسبه الصوت المسموع وشاشات الاعلام، عندي بس رساله معلش الشباب دقيقه واحده. في رساله جات لي على صفحتنا على صباح دريم من الاستاذ مساء دريم عفوا اللي في القلب في القلب يا جماعه برضو غصب عني، من الاستاذ بشر الصابرين يا رب. ده يعني هو ده الاكونت بتاعه اسمه كده بشر الصابرين يا رب. الاستاذ الحقيقه بيتكلم يعني بيهاجمنا وبيقول انتوا فين ودور البرنامج بتاعكم فين من فساد، ومتكلم على شخص معين ماسك منصب كبير مسؤول يعني حكومي كبير في شركه كبيره تبع الدوله تبع وزاره الاسكان، وبيقول ده اخواني ده مرتشي ده كذا ده كذا، وانا عندي ما يثبت الكلام ده كله. عايز اقول بس لحضرتك لانه انا جات لي رسائل كتير من هذا السياق، يعني ده مش دورنا يا فندم وانا اسفه جدا، لكن في مساء دريم لا نقدم لا تسريبات صوتيه ولا تسجيلات ولا هذا النوع من، يعني نحن لا نقدم هذا النوع من الاعلام. احنا زي ما حضراتكم تابعتونا على مدار الاربع اسابيع الماضيه، النهارده رابع اسبوع لينا مع حضراتكم، احنا بنقدم صوت المواطن، بننزل للمواطن الشارع بنقدم صوته، بنفتح الاتصالات وبنتكلم. لكن فكرة ان انا اطلع اعرض يعني بيانات بتقول ان فلان ده مرتشي وحرامي وكذا وكذا،
انا بنصح حضرتك يا استاذ بشر الصابرين، لو حضرتك معك فعلا الاثباتات اللي بتقولها دي اطلع على النيابه العامه، قدم بلاغ، او بما ان هو مسؤول حكومي اطلع على النيابه الاداريه، هيئه النيابه الاداريه، قدم بلاغ وقدم المستندات اللي معاك. لكن الحقيقه انه مش دورنا، لا عملنا ده ولا هنعمل ده في مسادرين، لا نقدم هذا النوع من الاعلام. سوشيال ميديا الاسبوع ده، بس قبل ما اقدم سوشيال ميديا اقول النهارده عندنا ايه. عندنا فقرتين النهارده. الفقره الاولى اللي هتبدا ان شاء الله بعد لحظات هنتكلم فيها على موضوع لو اشتغلنا عليه بجد في مصر، سواء استراتيجيات، سواء العمل في سكه التنميه الشامله للدوله، نحاول نحول مع بعض المسارات القديمه اللي فيها كومبليكيشنز او تعقيدات فيما يتعلق بالبحث العلمي. اعتقد ان كل المشاكل اللي بنسمعها دي، ميه والصرف الصحي والتلوث اللي في الهواء وكل ده ممكن جدا نقضي عليه. بتكلم عن البحث العلمي. الحقيقه انك بتشعر بغيره حقيقي يعني، وهي غيره مشروعه جدا، لما تعرف انه اسرائيل رقم 3 في العالم تقريبا في البحث العلمي. انت بعيد قوي، انت بعيد جدا الحقيقه. لما تشوف فرق الموازنات بين كذا دول، كل دوله بتصرف قد ايه على البحث العلمي، ومصر بتصرف قد ايه او بتخصص نسبه قد ايه للبحث العلمي، كمان هتزعل قوي. موضوع البحث العلمي ده مش حاجه رفاهيه، موضوع وملف البحث العلمي ومستقبل العلوم والابتكار في مصر، وايه هي استراتيجيات التنميه الشامله للدوله عشان نقدر نحول المجتمع المصري الى مجتمع مبدع ومنتج للعلوم والتكنولوجيا. إن شاء الله بإذن الله ده هيتحقق، وهنحاول نطرح عدد كبير جدا من الأسئلة ونعرف إزاي ده ممكن يتحقق ضمن الخطة الطموحة يمكن وزارة التعليم والبحث العلمي بتسعى أنها تحققها بحضور أو بحلول 2030. ضيوفنا راح يكون معانا إن شاء الله الدكتور معتز خرشد وزير التعليم العالي الأسبق والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة. إن شاء الله هنتكلم مع بعض في هذا الملف، ولكن خلونا نطلع دلوقتي نشوف فقرة سوشيال ميديا. سوشيال ميديا ايه هي الهيتس او الحاجات المهمة اللي بتحصل او اللي شفنا انها كانت ملفتة جدا للناس على مدار الاسبوع كله. انا بعتقد الحقيقة انه صورة السيدة الجميلة المصرية اللي كانت واقفة في الشباك وبجنبها الكلب بتاعها، السيدة اللي في الدرب الاحمر، انا بعتقد انه هذه الصورة المصريين كلهم توقفوا عندها. لما في هذه الصورة من جمال ومعاني كثيرة للرحمة والألفة. في كمان صور كثيرة جدا وأغاني رواد سوشيال ميديا على مدار الأسبوع اهتموا بيها. نشوف مع بعض هذا التقرير ونبدأ بعدها حديثنا عن البحث العلمي. السوشيال ميديا الأسبوع ده كانت مختلفة بين موضوعات اجتماعية وسياسية. فعلى تويتر ظهرت ترندات كتيرة جمعت بين السخرية والجانب الاجتماعي، زي مثلا هاشتاج سرقة واي فاي حلال ولا حرام، وأكيد كله كان شايفه حلال. فكان من ضمن التغريدات لو سايبينه من غير باسورد فده كل دير ومن حق أي مواطن يشرب منه، إنما لو بباسورد حلال برضو حد لا يأكل. أما هاشتاج أنا مش هتجوز عشان، فكان الرد الأطفال صعبة بتجيب صداع وما أقدرش أستحمل. وكانت تدوينة السفير البريطاني وتشجيعه العشر طلاب طلعوا من الأوائل في امتحانات بيرسون للثانوية العامة البريطانية، فخر لرواد تويتر المصريين. أما الجانب السياسي فكان لي حظ بعد الأزمة بين الوطنية للإعلام وقناة البي بي سي، وده اللي خلى عدد كبير من رواد تويتر يعملوا هاشتاج بي بي سي راعية الإرهاب. وكان لابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب تصريحات بسبب دفاعها عن والدها ضد 14 سيدة اتهمته بالتحرش وقالت كذابين. أما حساب اليابان بالعربي على تويتر فكان ليه رد قاسي على اللي نشره مذيع الجزيرة جمال ريان وطلبوه بتحري الدقة. أما على موقع الفيسبوك فانتشرت صورة طلاب هندسة أسيوط في حفل تخرجهم بسبب لبسهم الجلاليب الصعيدي، ومعاها برضو انتشرت صورة السائح الهولندي وزيارته لمصر. وكمان استمرت أغنية قالوا إيه في الانتشار وغناها عمال شركة الضفاير ببورسعيد.
أما فلسطين فكان لها النصيب الأكبر بعد نشر أغنية فلسطينية لمساندة الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب. احنا بالجيش المصري نمشي على حر الجمري. شعبك 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 على حر الجمري. شعبك 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 شعبك. البحث العلمي هو قاطرة التنمية والركيزة الأساسية لتقدم الأمم، وتتطلع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة إلى تحول المجتمع المصري إلى مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا بحلول عام 2030. ووضعت الاستراتيجية ثلاثة أهداف في مجال البحث العلمي، وهي تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، تفعيل وتطوير نظام وطني متكامل الابتكار، ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأولويات، في حين تتبنى وزارة التعليم والبحث العلمي رؤية طموحة تحت عنوان البحث العلمي 2030، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي بها واستثمار نتائجه على الصعيدين المحلي والعالمي. وينص الدستور المصري الصادر عام 2014 في مادته رقم 23 على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وتبني الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم عام 2014 عن المبادرة القومية تحت اسم مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، كما دشن الرئيس مشروع بنك المعرفة المصري في 14 من نوفمبر عام 2015، والذي يحتوي على مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية من أكبر دور النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة. الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث أعلن يوم الاثنين الماضي أن هناك 220 منتجا من مخرجات البحث العلمي بالمركز قابلة للتطبيق على أرض الواقع وجاهزة للتسويق لرجال الصناعة في شتى المجالات. وتوقع شعلان أن يصل المركز القومي إلى 300 براءة اختراع خلال آخر 3 سنوات، مؤكدا في الوقت نفسه أن جودة الأبحاث ارتفعت 12% في آخر عام وفقا للمؤشرات الدولية. لكن رغم هذه التصريحات إلا أن البحث العلمي ما زال محاطا بكثير من المحاذير وسط عديد من المعوقات، على رأسها البيروقراطية والروتين وضعف الإنفاق وتدني الإمكانات المادية والعمل الفردي وغياب الحافز، في حين أن كثيرا من التقارير والمؤشرات الدولية ما زالت تضع مصر في ترتيب متأخر في جميع مكونات البحث العلمي مقارنة بمحيطها الإقليمي والدولي، وهو ما أكده تقرير مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017 وعام 2018 والصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي. ويظل الواقع هو الخط الفاصل بين النظرية والتطبيق، وهو ما يحتاج جهدا جماعيا مضاعفا، وإلا تحولت الخطط والآمال العريضة إلى قصور من الرمال تنهار تحت موجة التحديات الكبرى. محمد سعد، مساء دريم. يا أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة أنه البحث العلمي بيواجه معوقات وأزمات كثيرة في مصر، بنتكلم على دعم الابتكارات والاختراعات وأنه أصبح دلوقتي من ضروريات النهوض والتقدم في أي مجتمع،
فكرة كمان انك تشجع الطاقة البشرية وانك تساند المخترعين والباحثين والعلماء، ده الاساس يعني، ده البيز اللي اي بلد في العالم بتبني عليها بحوثها العلمية، البحث العلمي عندها. البحث العلمي عندنا بصفة عامة بيواجه ازمة حقيقية طبعا، مش هنختلف على انه التعليم ربما احد اهم الاسباب، لكنه مش السبب الوحيد. في بالطبع بيروقراطية، عندنا طبعا روتين، عندنا ضعف شديد في التمويل، عندنا يمكن تدني الوعي بقيمة البحث العلمي، يمكن نظرة المجتمع نفسه للباحث والعالم والمخترع مش صحيحة قوي وغير صائبة. في احيانا بيحصل انفصال ما بين الجانب العملي التطبيقي وما بين الجانب البحثي النظري، وده يمكن بيفسر تراكم الآلاف ما كانش عشرات الآلاف من الأبحاث على الأرفف والأدراج في مراكز الأبحاث في مختلف المؤسسات. هنتكلم عن البحث العلمي في هذه الفقرة، ما الذي نصبو إليه وما الذي نتمنى أن نصل إليه في مجال البحث العلمي. ضيوفنا الكرام اللي منورنا وسعيدة بوجودهم معنا، الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة وعضو المجلس القومي للمرأة، يا أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، منورانا في مساء دريم. منور بحضرتك. وضيفنا كريم الدكتور معتز خورشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، يا أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. اسمح لي أبدأ من الدكتورة نادية، طبعا ليديز فيرست. ويعني أنا طبعا عايزة أتوجه بسؤال وحسأل حضراتكم عن الرؤية العامة، إزاي بتشخصوا البحث العلمي في مصر النهاردة في 2018؟ طب علشان نشخص البحث العلمي لازم بنعرف ان في كذا مؤشر بنقيس بيه البحث العلمي. اول واحد اللي هو النشر العلمي الخارجي، قد ايه انا بنشر في الخارج بياخدوني كمرجع، احنا في اول 17% عالميا. وده ترتيب معقول الى حد كبير. لكن ليه بننزل تحت لما بنشوف الترتيب بتاع البحث العلمي كله على بعضه؟ كذا حاجة، ومش عايزة أقول الميزانية مش هي نمرة واحد في المشاكل. طبعا هي ليها دخل، لكن الميزانية كل شوية بتتحسن زي ما كان في التقرير إنها توصل 1%، ولو في كل شوية تكتر أكتر 2%. المشكلة العظمى قد إيه إحنا بنطبق من البحث العلمي. يعني لو خدنا أمريكا كمثال، بنلاقي كل دولار الباحث بياخده بيدي الدولة 5 دولار منتجات. احنا عندنا كل دولار، لا ثانية واحدة عشان دي نقطة مهمة جدا، في أمريكا كل دولار الباحث العلمي بيعود على موازنة الدولة ب5 دولار. كل دولار الباحث العلمي بياخده من الدولة عشان يمول مشروعه أو فكرته. بالظبط. بيعود على الدولة ب5 دولار فايدة. بالظبط، يعني 5 أضعاف. إزاي بقى؟ إن أنا بحثي ده بيتطبق. يوم ما بحثي هيتطبق هيدخل دخل للموازنة بتاعت الدولة، لرجال الأعمال، للباحث نفسه، للمكان اللي اتعمل فيه البحث. الحاجة التانية برضو اللي بتجذب بتاخدنا لتحت، اللي هو ان العلماء بتوعنا بيجذبوا الى الخارج. ليه بينجذبوا الى الخارج؟ لانه بيلاقي زي ما حضرتك قلتي مفيش بيروقراطية، المناقصات، كل حاجة متاحة ليه بسهولة. الحاجة التالتة اللي هي تأسيس المعامل. المعامل عندنا مش مؤسسة على احدث ما هو في العالم، فكل ده بيجذب لتحت. الحاجة الرابعة اللي هي الميزانية برضو. الميزانية حتى الآن الميزانية مش كافية علشان البحث العلمي بالصورة المطلوبة. بس أنا عايزة أقول إن الميزانية إحنا ما بناخدهاش بس من موازنة الدولة، إحنا بناخد ميزانية من أي اتفاقية بنعملها بيننا وبين الخارج. المشروع البحثي ده مصر بتصرف عليه 50% والخارج بيصرف عليه 50%، وبيبقى فيه تكنولوجي ترانسفير، يعني بنعرف تكنولوجيا جديدة. كمان لما أي بحث بيتطبق زي ما قلت لحضرتك، ده بيدخل فايدة للدولة وللمعمل اللي اتعمل فيه البحث وللباحث. فكل العوامل دي بالرغم ان احنا نشرنا العلمي ممتاز او بعتبره جيد جدا، بلاش ممتاز، ان احنا في 17% معلي وزيد لحضرتك نسبيا يعني طبعا ما بقولش انه ممتاز ان هو نمرة واحد، لكن لما اكون في 17% الاوائل على مستوى العالم فده ده ايه يا فندم؟ ده كأفكار كإبداع. بالظبط، وده بيديني فكرة ان علمائنا مستواهم كويس، بس مفيش ابليكيشن للبحوث العلمية. مفيش ابليكيشن، ودي المشكلة الكبرى. ما انا ايه فايدة ان انا افضل اعمل ابحاث كويسة ومش هطبقها؟ حتى لو طلعت رقم واحد في العالم ان انا عندي فكرة هايلة، ما هي هتبقى تاخد بره مني على فكرة. بالظبط، وهم اللي يستفيدوا بيها. حتى لو ما اتاخدتش انا استفدت بيها ايه؟ ما استفدتش بيها ولا حاجة. انا
توقعت انه حضرتك هتبدأي معايا بالميزانية، فانا فوجئت ان حضرتك بتؤكدي انه زي ما 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 زملائي في التقرير توصلوا برضو للنتيجة دي بحسب طبعا قراءات ودراسات كتيرة انه البيروقراطية رقم واحد، ما فيش الامكانيات في المعامل وما الى ذلك. و يعني هدي حضرتك مثال بسيط جدا، الموازنه او الميزانيه يوم ما بتجيلي فكره وافضل اعمل بقى المناقصات والكلام ده، بتجيلي الحاجه بعد 6 شهور. انا كنت في جامعه نيويورك طلبت حاجه علشان اعمل تجربه، لقيتهم تاني يوم بيكلموني بيعتذروا لي علشان في عاصفه في المحيط مش قادرين يجيبوها لي. شوفي بقى الفرق بين ان انا اعمل فكره وتجيلي بعد 6 شهور، ولا اعمل فكره وتاني يوم الكيميكلز موجوده عندي. دكتور معتز، تشخيص حضرتك الى البحث العلمي النهارده الى اي مدى بتتفق في الرؤيه اللي طرحتها؟ انا اتفق مع الدكتور ان هناك تحسن في النشر العلمي، وهو احد مخرجات البحث العلمي، ومن ثم هناك تحسن في البحث العلمي في مصر نسبيا. الرقم تقريبا اخر معلومات 37 يا دكتوره، 17 ده متقدم قوي، يبقى احنا اقتربنا من يعني على المستوى النشر العلمي احنا نمره 37، وده انجاز كبير. طب بعد قليل يمكن يا شباب استاذنكم لو تجهزوا لنا الانفوجراف اللي فيه بعض البيانات اللي في يعني انا يعني انا اقول لحضرتك هو بس اذا حبينا نحطها بشكل عام، احنا نعيش عصر الابتكار، ومعظم الدراسات والبحوث بينتقلوا من البحث العلمي الى الابتكار. نحن زي ما قالت الدكتوره على مستوى البحث العلمي بنتحسن كثيرا، النشر العلمي تحسن نتيجه لوجود المعلومات، نتيجه للدعم اللي بيتم في هذا الاتجاه، لكن نحن ما زلنا في الابتكار في مرحله متدنيه. يعني احنا رقم 100 في التسلسل، يعني كنا 105 نزلنا 103 ثم 101 من 127 دولة في المؤشر الدولي للابتكار. إذا مشكلتنا الأساسية في النقل من نقلة من البحث العلمي إلى التطبيق زي ما قالت الدكتورة والابتكار، وإن احنا يبقى عندنا منتجات مبتكرة ومبدعة، وبالتالي دي اللي هتعمل نقلة مهمة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذا لدينا نشر علمي؟ لا، هناك نشر علمي نعم موجود، وإحنا ترتيبنا في النشر العلمي لسه إحنا تحسننا كثيرا في النشر العلمي. في الكام سنة اللي فاتوا يا فندم، في حدود يعني فترة زمنية قد إيه حصل التحسن ده؟ يعني أنا أقول لحضرتك التحسن في النشر العلمي ارتبط مع الجامعات، والدكتورة يمكن موجودة كانت معانا في جامعة القاهرة، ارتبط بوجود وجود قواعد معلومات علمية قوية ومجلات علمية بقى أصبح في أكسس لها كبير قوي، وفي نفس الوقت بنك المعرفة اللي اتعمل وإلى غير. يعني احنا الكلام ده نقدر نقول من 10 سنين كده 15 سنة بدأ التحسن في الأداء البحثي. بس زي ما قلت التحسن في الأداء البحثي ده موجود صحيح، ونسبته مش بطالة، والنشر العلمي ازداد، لكن مثلا مفيش زيادة مهمة في مجال براءات الاختراع. ودي هي دي النقله المهمه، براءات الاختراع تتحول الى منتجات جديده، المنتجات الجديده تخدم الصناعه، تؤدي الى انتاج، تحسن في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، الى كل هذه الاشياء. بس انا عايز ارجع نقطه كده، ارجع شويه عشان في اسباب لهذا التراجع غير قضيه البحثين والبيروقراطيه والروتين. يعني النقطه الاولى ويمكن هي توافق معايا الدكتور على هذا، عشان اتكلمنا فيه كتير مع بعض عليها، ان قضيه ثقافه البحث العلمي ليست موجودة بالشكل المرغوب. نقصد وانت قلتي كلمة كده لها المعنى ده، انت في البداية ذكرتي شيء يدل نظرة المجتمع للباحث كمان. النظرة للباحث غير دي، يعني انا لابد من نعومة اصفرنا من الصغر في الجامعة في التعليم الاولي نقدس العلم نقول لا نعلمه ازاي يبحث ويطور. في الجامعات اهتم بقضية البحث العلمي والتطوير، اهتم بان احنا نحول بعض جامعاتنا الى جامعات بحثية، وكل ده اشياء مهمة. بالنسبة لرجال الاعمال على سبيل المثال لازم يقدروا البحث العلمي ويعملوا مراكز البحث والتطوير، لانه اذا ما عملش كده المنتج بتاعه هيتراجع في السوق وقدرته على المنافسة هتتراجع. مفيش هذه الثقافة يا فندم. المستثمر عندما يستثمر امواله يجب ان يقوم بدراسات وبحوث. عايزين نتكلم لا جزئية الاستثمار دي مهمة جدا، لانه احنا بقالنا فترة في مصر هنا بنتكلم على المجال الاستثماري وجذب الاستثمارات كمشاريع، لكن الحقيقه انه في جانب اخر من المستثمرين انا محتاجاه جدا، المستثمر اللي يجي يرعى او بيعمل سبونسرشيب لباحث ولفكره ولبحث علمي ويصرف عليه.
اشده ازاي واجذبه ازاي، ده هنتكلم فيه بالتفصيل مع ضيوف الكرام. لكن استاذنكم نشوف مع بعض انفوجراف عن ما نتحدث اليه الان، براءات الاختراع، الابداع، النشر، النشر العلمي نفسه والوعي، كل ده في تصنيف طبعا. واخترنا الحقيقه مصر بالاجابه بالاضافه الى بعض الدول الاخرى، منها دول صديقه ومنها دول مش صديقه، يعني دول عاديه. لكن حبينا نعرف لانه فعلا مهم انك تنظر للدول، دول العالم، وتشوف كده اين تقف انت من ملف البحث العلمي. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه من الانفوجراف ده والبيانات او الارقام والاحصائيات هتوقف عند يعني رقمين، جوده او معيارين، جوده مؤسسات البحث العلمي والانفاق على البحث العلمي، وهاخد مصر وهاخد اسرائيل. يعني ما احنا عندنا الولايات المتحده الامريكيه وعندنا دوله الامارات وعندنا اليابان وعندنا دول اخرى. في جوده مؤسسات البحث العلمي مثلا مصر ترتيبها 121 في حين ان اسرائيل رقم 3. من كام يا فندم؟ ده مهم قوي. 150 العينه، احنا عندنا العينه يا شباب من كام؟ معلش لو نرجع للانفوجراف 150 ولا 140؟ حالا دلوقتي هنتاكد من الرقم، بس هو تقريبا 140. يعني طبعا رقم متاخر جدا. جوده مؤسسات البحث العلمي ده معيار مهم جدا، وده الجزئيه اللي حضرتك اشرتي ليها، موضوع المعامل ومراكز الابحاث، ده نقدر نشتغل عليه ازاي يا فندم؟ الاول انا مش موافق على بعض على هذه النقطه بالذات. أنا يعني حضرتك ذكرت أشياء عن تقرير التنافسية، وتقرير التنافسية ده مبني على الاستبيانات. يعني بيذهب إلى مجموعة من الأشخاص ويقول لهم رأيكم إيه في جودة مثلا مراكز البحث العلمي في بلدكم، رأيكم إيه في الأداء الاقتصادي ولا غير ذلك. فالحقيقة التنافسية العالمي ليس من المراجع الأساسية في البحث العلمي والتطوير. نحن لدينا أشياء أخرى، اليونسكو هو المرجعية الأساسية. إحنا مصدرنا، أنا أسف يا دكتور، إحنا مصدرنا إيه يا شباب؟ لأنه إحنا الترتيب ده يا فندم من 1 ل 137. من الأفضل إلى الأسوأ. مصدرنا إيه يا شباب لو سمحتوا؟ انا بتكلم على التنافسيه. هنشوف هنقول دلوقتي لحضرتك حالا المصدر ايه الفكره. في الاستقصاءات يعني يا فندم، اسمح لي اوضح النقطه دي. هناك طريقتين لقياس تاثير البحث العلمي وانعكاساته وتقدير وتقييمه. الاسلوب الاول اساليب كميه احصائيه اللي هي حضرتك بتقولي عليها بهذا. الاسلوب الثاني هو اسلوب الاستبيانات، بان هو بيروحوا يسالوا الناس، يجمعوا مجموعه ويسالوهم رايكم ايه في كذا كذا. وهنا دي فيها خطوره شديده، لان فيها في درجه من عدم الدقه الكبيره. فلذلك الحقيقه، وبرضه تقرير التنافسيه العالمي هو تقرير يرتبط بالاقتصاد اكثر ويرتبط بالتنميه اكثر ولا يرتبط بالبحث العلمي بالدرجه الاولى. وفي حته عن الانوفيشن، لو خدت منها الانوفيشن يبقى انا، فانما احنا بناخد اساسا الانوفيشن والبيانات الرئيسيه في مؤشر الابتكار العالمي. ده مؤشر معتمد ومتعارف علينا فيه، ودرجتنا فيه متاخره. افهم حاجه بس يا دكتور، معلش. ده دلوقتي البيانات دي كلها فعلا المصدر تقرير التنافسيه العالمي، تمام؟ حضرتك دلوقتي بتقول ان في بعض المؤشرات فيها ممكن ما تكونش حضرتك مقتنع بيها، لانها ممكن ما تكونش مبنيه على الاساليب الصحيحه
للوصول لهذه الارقام. صحيح لقياس التاثير يعني التأثير. اولا طب ما معنى كده ان هذا التقرير التنافسية العالمي لا يعد مرجعية لقياس معدلات اداء البحث العلمي والتطوير على مستوى العالم. بس الدول لان فيها من هقول لحضرتك هي مهمه لانك انت بيقول لك انت بتقدري تتنافسي على المستوى العالم، تقدري تنافسي وتحصلي على نتائج جيده وتطوري في اقتصادك وتحققي التنميه بدرجه إيه. لكن اذا حبينا نتكلم على البحث العلمي والتطوير الابتكار، هناك اليونسكو، هناك الاو اي سي دي، هناك المؤشر الابتكار العالمي المعترف به عالمي واللي بنتابعه. دي نقطه مهمه جدا. ودي نتائج الحقيقه في الابتكار مش بعيده عما ذكر. يعني انت قلت 109 في الابتكار، 109 في الابتكار، هي كانت 105 ورجعت ل 103 ثم 107. والانفاق على البحث العلمي مثلا مش كتير، احنا 103 مش كتير برضه 103 طبعا مش كتير. هو ده صحيح، انفاق على البحث العلمي قليل قصد حضرتك يعني قليل طبعا ليس من 137 لا طبعا انفاق اسرائيل، انفاق على البحث العلمي اسرائيل تتميز، اسرائيل رقم 3 يا فندم في الانفاق على البحث العلمي. طبعا ودي اساسها سهل ان يقول لك لان في مؤشرات واضحه كميه الانفاق على البحث العلمي حجمه قد ايه. بس انا عايز ارجع بس لو سمحتي لي، انا يعني انا متفق على كل الكلام ده لكن انا عايز ارجع على نقطه اساسيه على وهي بعض الاختلالات. يعني عادة الثقافة دي لابد أن تتغير حتى نطور، لابد أن نرجع إلى بعض الاختلالات الهيكلية الأساسية. دكتور عماد، يعني إحنا لدينا البيانات بتقول أن 73% الباحثين موجودين في الجامعات، وأن 15% من الباحثين موجودين في المراكز البحثية التابعة للحكومة اللي تابعة لوزارة البحث العلمي، الدولة البحث العلمي، واللي تابعة وزارة الزراعة وإلى غير ذلك، وجزء بسيط جدا في مراكز الأبحاث المستقلة والقطاع الخاص. فده يعد يعني اختلالا هيكليا لابد أن ننظر ليه، وله انعكاساته على الأداء البحثي. في أمريكا على سبيل المثال 80% من الأبحاث بتتم في الشركات والهيئات في مراكز البحوث داخل الوحدات الإنتاجية والخدمية. ألمانيا 60% من البحوث بتتم على مستوى الشركات والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية. إحنا 73% من الجامعات. ده له تأثير. إيه تأثيره يا فندم؟ أنا أقول لحضرتك. وهل ده الصح؟ ده الصح؟ لا ده مش الصح. يعني أولا نمرة واحد، عندما يكون هناك عدد كبير للباحثين متركزين في الجامعات، انت عارفه باحثين الجامعات بيتوجهوا انهم يعملوا دراسات وبحوث في العلوم الاساسيه بالدرجه الاولى عشان يترقوا على غير ذلك، وخصوصا لما يكون هناك العلاقه مع الصناعه مش قويه قوي ومعدلات الارتباط معها مش قويه قوي، ده بيؤثر على العلاقه بين الصناعه والجامعات والبحث العلمي ومن ثم التاثير. لكن الاخطر هو غياب القطاع الخاص في العمليه البحثيه، والاخطر اكثر هو غياب الوحدات البحثيه في القطاعات في الشركات والهيئات والمؤسسات. طب قبل ما نروح للشركات بس سؤال، بس سؤال يا فندم، ال 15% بقى نسيبنا من 73%، فهمنا راي حضرتك فيها ايه. ال 15% بقى من البحث العلمي اللي بتتبع الوزارات المختلفه. طب اللي هي المركز القومي للبحوث، دي بتشتغل عليها ازاي؟ او الوزارات المختلفه، وزاره الزراعه زي ما حضرتك قلت دي مراكز بحثيه وجيده وفي انتاجها ايه يا فندم؟ حجم ما تقدمه ايه من ابحاث علميه يتم دعمها بالفعل؟ لا هي بتقوم بابحاث علميه على مستوى جيد، لكن حجمها ما هو قليل، ما هم عدد اللي بيشتغلوا 15% من اجمالي الباحثين كلهم، فليها انتاج بحثي جيد. لكن لما تيجي تقيميه على المستوى القومي وتقولي مصر في البحث العلمي شكل ايه، تتاثر بهذا. انا مش بقول الجامعات، على فكره الجامعات كمان فيها مراكز بحثيه وهناك علاج لقضيه هذا الاختلال. لكن حضرتك بتطرح رؤيه وفكره واهميه انه القطاع الخاص كمان لازم يطلع منه المراكز اللي وبعدين انا عايز اللي بتدعم البحث العلمي. اذا كنا بنفكر في الانتقال الى العصر المعرفي واقتصاد المعرفه، فاقتصاد المعرفه بيتحقق من خلال المراكز البحثيه في شركات والمؤسسات الانتاجيه، وانه يعني ان حضرتك تعرفي ان في حاجه اسمها الشركات ذات القيمه المضافه العاليه اللي هي كثيفه المعرفه. هي الادد فاليو يا فندم دلوقتي ده بقى كونسبت الكل بيشتغل عليه. هي دي شركات زي شركات السوفت وير والشركات الكبيره بتعمل هاي فاليو ادد عاليه قوي، ودي معدلات الانفاق على ابحاث فيها بتمثل حوالي 30% من اجمالي الارباح. ده عالميا ولا في مصر؟ لا عالميا. احنا ما دخلناش في مصر عندنا. احنا لا، فنحن نرجو تغيير الثقافه دي بقى، ان المسؤول عن شركه انتاجيه مش بيبص قصاده فقط عشان ياخد نصيبه في السوق، هو مش عارف انه بعد فتره اذا لم يحدث ويطور حتى يتراجع انتاجه ونصيبه في السوق هيقل وارباحه هتقل. كل شيء حصل في شركات محليه عندنا في شركات بالفعل كثيرة. انطلقت بقوه لكن وما قدرتش تطور نفسها. لكن نعود لنقطتنا، نحن لابد ان نصل هذه نعدل في هذه التركيبه الغير صحيحه.
المنظومه للسليم نفسها. هذه المنظومه فده جزء اساسي. القطاع الخاص لابد ان يشارك اكثر في هذا المجال. القطاع الخاص حتى اخر بيان من عمل استراتيجيه للبحث العلمي الاخيره، المعدلات نسبه ضئيله جدا في الباحثين اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص محدودين. دكتوره ناديه، اسئله كتيره بقى لحضرتك. يعني اولا الارقام اللي احنا قلناها دي، يعني اولا هل بتتفقي مع دكتور معتز في فكره انه تقرير التنافسيه العالمي ده يعني لا يعتد به؟ هو لم يشكك فيه، بس هو قال انه لا يعتد به كثيرا، هو تقريبي لانه وانه الاعتماد على اليونسكو والمصادر الاخرى ربما هي الاهم في ترتيبنا، لانه زي ما معالي الوزير قال هما بيجيبوا مجموعه من الناس وبيسالوهم، ومش كل الناس دي ليها علم بما يسألوه، وبرضو بيبقى أهواء الناس في اللي هو with وفي اللي against، ففي النهاية هو بيبقى تقريبي ما بيبقاش 100% مظبوط. دي حاجة. الحاجة التانية بقى ان فعلا لو ليه انا قلت لحضرتك ان امريكا الوان دولار بيرجع للدولة بخمسة، لان 80% بيشتغلوا in relation او يعني مع المصنع او مع الشركه او فعلى طول انتاجهم بيكون للتحسين، وده قليلين قوي من رجال الاعمال هنا اللي بينهجوا هذا المنهج، وفعلا فعلا انتاجهم بيتحسن وبيوصلوا الى انهم بياخذوا اسواق العالم مش بياخذوا اسواق مصر بس. فده مطلوب جدا ان الشركات يكون عندها R&D، القطاع الخاص يكون عنده R&D اللي هو ريسيرش اند ديفلوبمنت بالظبط، خاصه حاجات الادويه والصناعات الفاين لازم يكون فيها R&D موجود في المصنع نفسه. بس احنا عندنا في مصر يا فندم في كتير من الشركات شغاله يعني مدخله R&D عندها وبتعمل ريسيرش، ما فيش في كتير. انا لسه بقول لحضرتك محتاجين اكتر من يتحسن انتاجهم، يعني محتاجين اكتر من يعني هو كان هو لازم يبقى عنده المفهوم انه هو صحيح هيصرف على R&D لان دي حاجات مكلفه جدا، اللي هي ريسيرش اند ديفلوبمنت البحث والتطوير، ده بيوصله للعالميه في انتاج، هو هيصرف الحاجات دي مكلفه جدا، ابحاث وبينزل الفيلد وبيعمل تجارب وقصص كبيره قوي، لكن هو هيعمل ده هيكسب، يمكن مش على الشورت تيرم، يمكن على اللونج تيرم، بس هيكسب وهيفضل مطور نفسه دايما في السوق وموجود. انت عايشي عصر المعرفه وعصر الثورة المعرفية وعصر الاقتصاد المعرفة، والتغيرات في الأسواق كبيرة جدا، وعلى فكرة مش ضروري مدى طويل قوي، ممكن مدى متوسط أو أقل شوية الدنيا تتغير جدا. الأسواق ديناميكية بشكل كبير جدا ومتغيرة، ولذلك حضرتك دايما يعني مثلا البنك الدولي عمل دراسة وقال فيها عشان يحدد المشاكل بتاع لان نسبه البطاله على فكره نسبه حوالي 25% في الشرق الاوسط كله في مصر بالنسبه للشباب خريج الجامعات، واكثر من ذلك يمكن تصل الى 29% بالنسبه للشباب خريج الجامعات، يعني المتعلمين بيدفعوا تكلفه البطاله والكده زي. وده الدراسه اللي اتعملت لهذا الغرض، ومن ضمن الاشياء اللي وصلوا ليها ان في مصر 50% من الشركات بتشتكي ليس من جدارة وقدرته في مهنته الجديد المصري الخريج، لكن في مهاراته وقدراته على البحث والتطوير. إذا الأسواق حتى في الأعمال العادية تتطلب شخص قادر على عنده مهارة البحث والتطوير، إما مش هيقدر يستمر. أنا نفسي قبل برضو ما نتكلم على البحث والتطوير أرجع تاني لجزئية الانفصال اللي أحيانا أو في أغلب الأحوال بنشوفه ما بين الجانب العملي التطبيقي وما بين الجانب البحثي النظري، وده حضرتك اشرت ليه سريعا في كلامك في الجامعات. وانا اسفه ان انا اقول ده، احنا في مصر عندنا حتى في الدراسات العليا الطالب بيدخل اول سؤال من اول محاضره بيساله، سواء بيعمل دبلومه او ماجستير او حتى دكتوراه، اول سؤال بيساله للدكتور بيقول له هو الامتحان اوبن بوك ولا امتحان عادي؟ ده دي قضيه كبيره حقيقي. يعني انت ده اللي فارق معاك؟ طب يعني شوف المنهج الاول، افهم، شوف هتعمل البحث في ايه، الكلام ده. فاحنا عندنا ده، وده برضو من ترسيخ من المدرسه، فكره الصم مش الفهم. ده لا طبعا دي قضيه بقى تعليميه، يعني قضيه لابد يعني اساليب التعليم والتعلم بتتطور بشكل كبير جدا. خلاص التعليم وجها لوجه بينزوي جانبا ويظهر امامه اساليب جديده للتعليم، التعليم الالكتروني، التعليم عن بعد، التعليم المستقل، التعليم يعني خلاص احنا ما زلنا التعليم وجها لوجه. دي قضيه ولها تاثير كبير جدا على قدرات. وبعدين انا من كثره الاعداد في الجامعه ما بقدرش اقول للطالب، انا استاذ جامعي برضه، ما بقدرش اقول للطالب روح ابحث واكتب بحث وتعالى اعرضه وناقشه
وهو ده المطلوب. وليه ما تقدرش تعمل كده؟ لان الاعداد كبيره. ما انا اكون عندي، انا كنت الطالب عندي 300 طالب 500 طالب في المحاضره انا ما بعرفش الطلاب. بس انا عايز ارجع لحضرتك انه تعريف البحث العلمي على فكره في ثلاث انواع، عشان بس نحط نقط على الحروف. في البحث وبحوث الاساسيه، وفي بحوث التطبيقيه، وفي التطوير التجريبي الاكسبيرمنتال ديفلوبمنت. الثلاثه دول هم ثلاث انواع المعتمدين. البحوث الاساسيه الجامعات بتعمل بعض البحوث التطبيقيه على فكره، مش كلها يعني، لكن نسبه كبيره منها الترقيات بتتم على بحوث اساسيه بدرجه اولى. لكن انا بس عايز اكد على نقطه، انه الثلاثه مطلوبين. بمعنى بس في ناس تقول ايه، لا لابد احنا ما نعملش ابحاث الا التطبيقيه. ده كلام خطير وغير سليم. لازم يكون في اساس علمي اساسي. يعني لولا التغير في علوم الحياه الاساسيه لم يكن هناك اي تغير في البيوتكنولوجي والنانو تكنولوجي التطبيقيه دي. ما كناش وصلنا لابد ان يكون هناك يعني لابد من التوازن بين البحوث الاساسيه والبحوث التطبيقيه حتى يمكن ان نحقق شيء من البحث العلمي. تمام. وغير صحيح ان لا يقول لك لا ازاي ما فيش تطبيق. هي المشكله مشكله تنظيميه في العلاقه ما بين الجهات المستفيده من البحث العلمي والجهات المتجهه للبحث العلمي. عشان كده بقول عندما تكون الجامعه 73% من الباحثين فيها، يبقى عمليه الربط مع الجهات المستفيده بتبقى اصعب شويه. هل بتؤيدي، اسمح لي بس اسال دكتوره ناديه يا فندم، هل بتؤيدي يا دكتوره فكره انه علينا ان نسير في الثلاث انواع من البحوث في نفس الوقت؟ لازم، لان ولا في عندك ترتيب لاولويه؟ هو بدون مهاره في اساسيه العلوم انا مش هقدر اعمل حاجه تطبيقيه. ما انا ببني التطبيقي ده على الاساسي، وببني التطويري برضو ده بطور شيء معين. انا بس نفسي فعلا تغيير نظام الترقيه. يعني انا ما اشوفش انا نشره كام بحث. انا عندي لو في حد طبق بحث واحد وفعلا انتج يكفي جدا انه يترقى، مش مستنية بقى انه يفضل يعمل كام بحث. ده هيشجع عملية الابحاث التطبيقية. انما احنا كل الابحاث اللي بتتعمل او معظمها بيبقى اساسي. الابحاث الاساسية. الحاجة التانية احنا يفضل قبل الحاجة التانية اسمحي لي اسأل حضرتك سؤال. هو احنا عندنا خريطة زي ما نقول مثلا خريطة استثمارية، عندنا خريطة تقول لنا انا محتاجة ايه في ابحاث طبعاً. اولوياتنا ايه في البحث العلمي؟ طبعا. ولا اي حد عايز يقدم مشروع واي حد عايز يعمل حاجه؟ لا، في استراتيجيه على حسب احتياجات الدوله. ده بيرجع لمين يعني؟ الباحث بيرجع لمين بيعمل هو ايه؟ مش بيرجع للباحث، ده في المجلس الاعلى للبحث العلمي. ده بيبقى من رئيس، يعني رئيسه رئيس الوزراء، وبعدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعض الوزراء زي الصحه والصناعه والزراعه. فبيقعدوا مع بعض كلهم بيشوفوا ايه اولويات البلد. مثلا عندنا مشكله مياه، عندنا مشكله صحه، فنرجع للبحوث المتقدمه. الاهم فالمهم عايزين الاستراتيجيه دي. ما بنهملش اي موضوع من المواضيع، بس الاهم فالمهم تتوزع ميزانيه البحث العلمي على حسب الاهم فالمهم. طيب ممكن سؤال؟ لما احنا عندنا مجلس اعلى للبحث العلمي وعندنا قيادات وناس كتيره مسؤوله بتقعد وبتقرر انا محتاجه ايه، ليه في النهايه بتتكدس عندي عشرات ومئات وربما الالاف؟ لان البحوث بتتعمل في نفس المجالات. هي البحوث بتتعمل في نفس هذه المجالات بس مش بتطبق في الوقت الاخير. بقى انا في كذا حاجه سهلت. جبت مثلا 1000 بحث علمي على نفس الفكره، على الميه مثلا بس ما طبقناش حاجه فيها غير قليل جدا. احنا يمكن ده يمكن على مستوى المراكز البحثيه زي ما بتقول الدكتوره نايده، ده امر محسوم، لان المجلس الاعلى المختص بهذه المعاهد وهو بيحدد التوجهات والى غير ذلك. على فكره عالميا في توجهات كمان بحثيه لازم نتابعها. احنا مش بس نمشي على توجهات المجلس الاعلى، لكن لازم العالم ماشي في اي اتجاه في البحوث عشان نواكبه. لكن المشكله في الجامعات تاني. الجامعات زمان كنت انا بروح للاستاذ لانه متخصص في ماده ما، وانا اسجل معاه عايز اسجل معاك ماجستير ودكتوراه بصرف النظر هذا. انما اخيرا يمكن ده التطور، وده تطور مهم، وده كان توجه من اليونسكو اساسا، انه لابد ان كل جامعه يكون لها خطه بحثيه محدده المعالم والتوجهات والموضوعات البحثيه. هل لدينا هذه الخطه الجامعيه؟ ما هو الخطه الاستراتيجيه بتنطبق على الجامعات وعلى المراكز والمعاهد. بس فعليا يا دكتوره ناديه موجوده فعليا؟ موجوده فعليا. لا موجوده فعليا. ما انا بقول لحضرتك لو انا مثلا خدت 1000 جنيه، دي ميزانية البحث العلمي فرضا، يعني الألف دي بتتوزع أكوردينج أنا محتاجة. أهم حاجة إيه؟ تاني حاجة إيه؟ الـ الـ الحاجات الممولة زي الـ STDF لما بتحط خطة بتقول أنا هحط
مبلغ معين للابحاث اللي مختصه مثلا بالاورام السرطانيه، مبلغ اقل لاورام السكر لامراض السكر، مبلغ للميه، مبلغ لكذا، فبتتوزع على حسب الاولويات بالفعل. اما خلاص هم وزعوا على حسب الاولويات زي ما بقول لحضرتك، عملوا الابحاث في هذه الاولويات بس كلها. طب اسمحوا لنا ناخد اتصال هاتفي مع الباحث احمد ناصر منسق رابطه المخترعين، بما ان احنا بنتكلم على المخترعين والى اي مدى الدوله بتدعمهم. استاذ احمد تحياتي ليك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه يا فندم اللي بتقابلوه في يعني انتوا رابطه المخترعين بتشتغلوا في هذا المجال، بتنسقوا بتقدموا الابحاث والاختراعات للدوله، ايه اللي بتواجهوه يا فندم؟ ايه المشاكل؟ ايه التحديات؟ اولا فندم اهلا بحضرتك واهلا بالساده الضيوف. شكرا دكتوره ناديه ودكتور معتز. ثانيا انا حضرتك احمد ناصر باحث علمي، والحمد لله رب العالمين سجل 7 طلبات براءه اختراع في اكاديميه البحث العلمي. شاركت في مسابقات دوليه كتير ومؤتمرات، منهم الحمد لله رب العالمين مؤتمر مصر تستطيع، عملت برزنتيشن قدام الساده العلماء، كان ليا الشرف طبعا. بالنسبه للموضوع الثاني وهو رابطة المخترع مصر، وهي رسالتها نشر ثقافة البحث العلمي. للأسف يا فندم احنا عندنا في مصر احنا كباحثين كمخترعين مهمشين بمعنى الكلمة. انتوا كم واحد في الرابطة يا أستاذ أحمد؟ احنا يا فندم ما يزيد عن 150 طالب وطالبة وكبار السن كمان. وكبار السن في بالظبط، ان غير في جمعية اسمها نقابة المخترعين بتحاول تساعدنا بطريقة غير مباشرة وبتحاول تأمن علينا، ولكن طيب ده مفيش قانون يسمح لكده. انتوا انت بتقول لي حضرتك بتقول لي انتوا مهمشين ازاي يا فندم؟ هقول لحضرتك، اولا مفيش معامل مفتوحة لنا، يعني احنا مثلا كطلبة لجامعة ممكن نادي العلوم يساعدنا، ممكن مركز بحثي يساعدنا، ولكن بمجرد اللي احنا بنخلص مفيش حاجة نبدأ ندخل فيها. دي نقطة. تاني نقطة، الأكاديمية الحمد لله مؤخرا بدأت تهتم بالحضانات العلمية، ولكن دي مش منتشرة، وبدأت تهتم بنا يعني مؤتمرات ومسابقات. ولكن فكرة في حاجة، على سبيل المثال مسابقة بتدخل في مليون ومليون ونص واتنين مليون جنيه، تمام، على مجمل العام مثلا. احنا المليون جنيه دول احنا مثلا لو خدوا في كل سنة 100 براءة اختراع مثلا او 10 براءة اختراع كعشر باحثين في مكان معين، يقدر ان احنا ننمي فيه مهاراتنا، نقدر ان احنا نقدم فيه، بحيث زي من شوية كده حضرتك كنت تفضلت وبتقول المستثمرين يشوفوا الافكار دي. طب هيشوفوها ازاي؟ هيروحوا فين؟ دي نقطة مهمة جدا. المستثمر اللي انا عايز اجيبه ده هو هيعرف منين اصلا انه انا عندي الكفاءات دي وعندي الافكار دي؟ دي نقطة. دي نقطة. تاني نقطة، زمان انا يعني انا كاحمد شغال في البحث العلمي او مهتم بالبحث العلمي بقالي 8 سنين. الو تمام معاك يا فندم، اتفضل. ماشي فندم، انا بقالي 8 سنين بدات اللي انا عندي فكرة، الناس مقتنع بيا، الشارع بقى مقتنع بيا، المؤسسة والمؤسسات الدولية بقت مقتنع بيا. تمام دخلت مسابقات وخدت جوائز عليها، الدولة هي اللي مكرماني، الوزير هو اللي مكرمني الحمد لله ومقتنع بيا. ابدأ بقى اقول له يا فندم طب ساعدني بالبحث ده، ساعدني بالاختراع ده، مفيش حاجة تحصل. أنا بشكرك جزيل الشكر الباحث أحمد ناصر منسق رابطة المخترعين. اسمحي لي أجاوب عليه. قال كلام مهم جدا. طبعا طبعا في اماكن دلوقتي بتسهل على الباحث انه يعرض ابحاثه كبروتوتايب كنماذج اوليه. في مكاتب التايكو، وهي منتشره، تايكو مينز تكنولوجي انوفيشن كوميرشاليزيشن اوفيس، تكنولوجي انوفيشن كوميرشاليزيشن. ده انا بدخل فيها بقى حته الكوميرشاليزيشن، اعمل له سبونسر. هو المكاتب دي موجوده في الاكاديميه، موجوده في الجامعات، موجوده في المراكز البحثيه. هو يقدر يروح يعرض هذا الموضوع
وده بيكون في تواصل ما بينه وما بين المستثمر. دي واضح ان هم مش عارفينها حتى. دي مكاتب موجوده في اكاديميه البحث العلمي، موجوده في جامعه القاهره، موجوده في المركز القومي للبحوث، موجوده في الجامعه البريطانيه، موجوده في جامعات كتير جدا. يستجد المستثمر الذي يقتنع بتمويل هذا هذه البراءه لازم يكون في يعني هو عند البراءه هي مقترح ابتكاري على فكره. بس السكه انها يعني على فكره كل ده يقع في اطار الابتكار، عشان كده انا قلت من الاول ان بد الابتكار ورعايه الابتكار ده ورعايته طبعا زي ما لا ما هو اذا الابتكار حدث فانت لديك منتج جديد وتم التمويل وكله. الابتكار هو تعريفه ومنتج بعد الفكره خلاص الفكره تمام. خلاص تمام. احنا البحث العلمي ممكن ان يتطور ويصل الى مرحله الابتكار وممكن يقف عند مرحله تطوير جزئي على جزئيه من الدراسات والبحوث والرساله. فهو الابتكار هو لازم يجد حتى لو راح لهذه الاماكن لابد ان يجد المستثمر الذي يعني هو ده الثقافه بقى وهو المستثمر لازم يقتنع ان هذا الابتكار سيساعده في تطوير في صح. يعني الاتصال ده هو لسه في حاجات تاني برضو عايزه اقولها له. اتفضلي. في معارض كتير بتتعمل للمعرض غير مؤتمر. معرض معناه ان انا باخد البروتوتايب او النموذج الاولي بتاعي ده والمعرض بيكون مدعو فيه رجال اعمال، وزي ما معالي الوزير قال اذا رجل الاعمال ما حسش انه هيكسب منه مش هياخده طبعا. لو حس انه هيكسب منه بيتبناه وبياخده. كان في برضو حب اقول شويه امثله كده بسيطه جدا للي هم فعلا عندهم الباشن انهم يشتغلوا الباشن انهم يخلصوا. يعني كان في برنامج القاهره تبتكر اللي عمل اللي كسب الجائزه الاولى خد الجائزه بس ما وقفش على كده، خد حته ارض اشتراها وراح مع المصانع الحربيه ونفذ الكرسي بتاعه. كان في طالب ايام ما كان في الجامعه وانا كنت في الوزاره كنت يعني بشجعه انه يعمل حاجات وهو كان شاطر جدا. انا عايزه اقول انه النهارده راح السعوديه وعمل شركه للاختراع بتاعه. فبرضه العمليه انا حلو قوي ان الوزير يكرم، بس الوزير مش هيجيب لي مستثمر. صحيح. انا لازم ادور صحيح. على المستثمر واوصل بس له. الوزير يقدر يا فندم يفتح لي سكك اللي هي بالتايكو بالمعارض بالمسابقات. انا موضوع التايكو ده الحقيقه سعيده ان انا عرفته، يعني انا ما كنتش اعرف اللي هي وادي التكنولوجيا برضو بيوصلهم ببعض. على فكره الاتجاه الحديث الحالي القضيه الابتكار ليست بالضروره مرتبطه بالبحث العلمي بالظبط. هناك ابتكارات بتتم في عشان كده بقول الوحدات الانتاجيه والخدميه والشركات وعشان كده اللي طرح فكره المجتمع المبتكر. يعني هو الابتكار لا يتم الا لو كان المجتمع يسمح وامكاناته تسمح بان يكون هناك ابتكار، مجتمع متعلم، مجتمع قادر على البحث والتطوير، مجتمع قادر على التفكير وهكذا يعني. فطبعا بس لازم نقول يعني دلوقتي اخر الدراسات اتعمل بس عشان تبقى الصوره واضحه. اخر دراسات اتعملت على معدلات الابتكار عالميا 40% منها خارج منظومه البحث العلمي والتطوير. ملهاش علاقه بالبحث العلمي. لا. واللي انا اتكلمت عليهم في الاخر بالمناسبه هم مش باحثين. مش باحثين. يعني قصدي ايه هنا وهنا مش بقى. مش باحثين بس اصحاب فكره. اصحاب افكار فكرة. طبعا. أصحاب فكرة. لانه ممكن عامل في مصنع وعنده خبره طويله واكتسب خبره. يجي عنده يقدر فكرة. يعمل تطوير يحسن صحيح. في الانتاج. وهو مش باحث. وهو مش باحث. صاحب فكره بس. ودي عماله تكتر بشكل كبير لذلك لذلك هو في مؤشرات الابتكار بيربط جزء منها بالبحث العلمي. وده يا فندم لو جاء صاحب الفكره دي مش بالضروره هو اللي يقدر يدخل الخطوات العلميه اللي هنمشي عليها عشان نطور الفكره دي. ومش بالضروره هو اللي هيعمل دراسه جدوى. مش بالضروره هو اللي هيعمل دراسه جدوى. عشان كده وادي التكنولوجيا في بيبقى فيه المستثمر واحد يعمل دراسه جدوى والباحث. دول الثلاثه مع بعض هم دول. طب احنا بمناسبه كلامنا اسف يا فندم بمناسبه كلامنا عن موضوع الجامعات وانه يعني حضراتكم طبعا اكدتوا فكره انه الجامعه هي الاساس اللي بتطلع ومن قبلها طبعا المدرسه. التعليم والاسلوب الجامعي وقد ايه بنطلع طلبه وبنطلع اجيال عندها القدره انها تنمي وتطور وتبتكر او تقدم بحوث علميه. الحقيقه كان الرئيس امبارح وهو في الرئيس السيسي امبارح وهو في العلمين في تدشين مدينه العلمين الجديده قال حاجه مهمه. قال انه مش هيوافق ان اي جامعه جديده تفتح الا لو كانت على التعليم على مستوى تعليمي عالي جدا. وانها لازم تكون ذات توأمة مع واحدة من افضل 50 جامعة في العالم.
انا اوافق جزئيا واختلف شويه. اتفضل. اوافق جزئيا لانه في الفتره الاخيره شاعت بشكل كبير جدا الاتفاقات بين الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية مع جامعات من الدرجة الثالثة والرابعة في الخارج. طب وكان لها تأثير سلبي. طيب هو عشان كده أنا بستفق. ما هو عشان كده الرئيس قال إيه؟ أول 50 جامعة في العالم. أيوة. أفضل 50 جامعة في العالم إذا قبلت لا. عشان هم لازم مش هتكبر غير يعني لما تلاقيها على نفس المستوى عشان تقبل. لكن اللي بختلف فيه ممكن جامعات بإمكانات وطنية تكون على مستوى عالي من الجودة وتنجح على معاييرنا ايه يا دكتور معتز؟ اعرف ازاي انا 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 عندي طلب انشاء جامعه، اعرف ازاي المعايير بتاعتها؟ ما انا اشوف ما تنفقه هذه الجامعه على يعني دلوقتي مثلا في الجامعه لابد ان يكون مخصصه مثلا جزء من انفاقها على البحث والتطوير، اذا كنا بنتكلم على جزئيه البحث في نسبه معينه عالميه مثلا. لا طبعا في نسب طبعا ترتيب الجامعه. لا ده انا عايز اقول لك دلوقتي انت عندك لا بتكلم على الانفاق. انا عايز اقول بس الزام الجامعه انها تنفق على البحث. ما نقدرش نقول لسبب يا فندم، ما نقدرش نقول لان في حاليا مثلا نسبه لا تقل عن 15% من الجامعات الدوليه يطلق عليها الجامعات البحثيه. والجامعات البحثيه هي موجهه كل توجهاتها اساسا وطلبها وتؤهلهم ليكونوا باحثين وينتجوا بحث علمي على اعلى مستوى. فالانفاق كلما زاد على البحث العلمي كلما كانت الجامعات افضل. لكن يعني هناك معايير عشان هيبقى صعب نقول دلوقتي المعايير بالتفصيل، لكن هناك معايير حاكمه ممكن ان نحكم بها على الجامعات الوطنيه والجامعات الاتصال. لكن انا اتفق تماما انه لا عند اختيار الشراكه مع جامعه اجنبيه لابد ان تكون الجامعه الاجنبيه على مستوى عالي. عشان يبقى فيه بنفيت. يعني حضرتك بتقول انه اللي الرئيس قاله احنا نتمنى انه يحصل، بس ده اذا افضل 50 جامعه في العالم وافقوا انهم يعملوا توافق. طبعا لازم يوافقوا، هو مش حط نفسه في موقف انه يجي يعمل اتفاقيه مع جامعه. ممكن يوافق وممكن ما يوافقش لو قلقان من ضعف المستوى عندنا. طبعا ممكن دي حريه، ده بحث علمي وحريات مش قضيه. دكتوره ايه راي حضرتك من انشاء الجامعه؟ ابص على ايه الاول؟ ابص على فكره التوأمه ولا ابص على توأمه مع جامعه؟ لا اوكي التوأمه، بس انا بتفق مع معالي الوزير اول 50 جامعه دول هيبصوا على مستواهم. انا لازم اعمل توأمه مع قريب مني، بلاش يكونوا مع اول 50 جامعه بس، نقول اول 100 اول 150، لكن مش هاخد من جامعات غير مصنفة. والحقيقة عندنا جامعات حكومية مصنفة. أنا يعني عندي كمان بمناسبة التصنيف، عندي التصنيف الإنجليزي لعام 2018 لأفضل جامعات في العالم، ده بيصنف الجامعات طبعا وفقا لأفضل التخصصات المختلفة. QS كشف عن تقدم 5 جامعات مصرية في 24 من التخصصات العلمية والأدبية المختلفة على مستوى العالم، هي جامعات القاهرة وعين شمس واسكندرية والمنصورة والأيو سي، الجامعة الأمريكية في القاهرة، وده خبر جديد طازة النهاردة. ودي حاجة جميلة جدا إننا ما يكون جامعة زي جامعة القاهرة فيها 65 ألف طالب في كلية التجارة و35 ألف طالب في كليات الحقوق تدخل في التصنيف ده لازم نرفع الشابو. وعين شمس واسكندرية والمنصورة كل دول طلاب كل دول بيعاني من كثافة الطلاب يا فندم. إذا وصلوا لهذا إحنا نحيي قيادات هذه الجامعات. صحيح، وإن الجامعات دي وصلت لهذا الحقيقة. ده مش هطلب منها أكتر من كده. ده الخبر الحقيقة اللي إحنا كمان بنقوله لحضراتكم. والنهارده صدر البيان ده عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال فيه إنه التصنيف الإنجليزي QS وضع جامعة القاهرة في المرتبة من 101 ل 150 على مستوى العالم في الهندسة المعمارية والصيدلة، باقي التصنيف موجود بس أنا بقول جامعة القاهرة هندسة من التخصصات الجيدة على مستوى الجامعات الحكومية هندسة وصيدلة وكيمياء من الحاجات يعني. لكن يعني أنا بأكد أن هناك إذا جامعات مصرية ممكن أن تنشأ بكواليتي عالية دون أن تعمل دون التوأمة وممكن أن تنجح في ذلك. لكن إذا عملت توأمة أنا أتفق مع مقاله الرئيس وأؤكد عليه، إذا عملنا توأمة لازم نعملها مع جامعات على الأقل يعني مش ضروري 50 يعني عشان بس نبقى متواضعين 100 150 زي ما تقول الدكتور. لكن كلما ارتفع مستوى الجامعه دي هتطلب متطلبات هيبقى صعب علينا تحقيقها في ظروفنا، في تربيه اولادنا، في تعليمهم في الجامعات، في مستواهم العلمي. ما لازم نبدا يا دكتور، ما هو انا عارف حتى لو طلباتهم صعبه لازم يعني نبدا، لازم نعمل المحاوله يعني الحد. لا انا كان في ما انا قلت في الاول كان في مغالاه في الاتفاقات دي، كنا بنتفق جامعات من الدرجه العشرة وكان يقولوا دي بتدي درجه اجنبيه انجليزيه ويبقى في النهايه هذه الجامعه تقل عن اي جامعه مصريه. فانا اتفق تماما ان احنا لازم عندما نعمل توأمه لابد ان نختار الجامعه ذات المستوى المقبول عالميا وعاليا. كلمات اخيره من حضراتكم، وحضراتكم حقيقي نورتونا في هذا اللقاء، كلمات اخيره من حضراتكم عن البحث العلمي في مصر، مستقبله
نوصل ازاي ان شاء الله لمستوى اعلى من اللي احنا فيه النهارده، سواء البحث العلمي او الابتكار. وطبعا حضرتك يعني افدتنا بمعلومه مهمه، الابتكار مش ضروري يتوقف على البحث العلمي، ولا صاحب الفكره لازم يكون هو الباحث. دي نقطة الحقيقة مهمة جدا. اتفضلي. انا قبل ما اقول كلمة اخيرة، انا بس عايزة اضيف حاجة. احنا قلنا ان هندسة وصيدلة وكيمياء هم اللي بيرفعوا مستوى الجامعة، ده لسبب، انا ما اظلمش التخصصات التانية، لسبب ان الحاجات دي بتبقى دايما بالانجلش لانجوج، فبيطلع بره ابحاثنا. لكن في ابحاث ممتازة للكليات التانية بس بتبقى باللغة العربية. هي بتترجمش يا فندم؟ لا بتترجمش. يعني لما اجي هعمل جغرافيا، هعمل تاريخ، تترجم هعمل صعب جدا. تترجم البحث اساسا درس بالعربي، ومين اللي هيترجم له؟ فندم انا ما بقولوش هنا اعرض فكرتك باللغه الانجليزيه، بس عشان يعرضوا بره لازم يكون بلغه بره يا فندم. قليل جدا من الابحاث الادبيه، قليل جدا من الابحاث الادبيه والاجتماعيه بتترجم، قليل جدا. دي لو اترجمت هنرتفع عشان اكتر. عشان كده كانوا بيقولوا دايما العلوم الانسانيه ما فيهاش بحث علمي، العلوم الاجتماعيه لانه فيها لغه عربيه كتير والنشر العربي، لكن هي فيها، لكن نشر هي فيها. طب يعني انا اتمنى انها ما بتوصلش للخارج. انا اتمنى ان النقطه دي نكون برضو من النقاط اللي طلعنا بيها من هذا الحوار، فكره ترجمه الابحاث العلميه عشان تطلع بره، لانه كده بتتظلم. ممكن لو طلعت بره باللغه الانجليزيه بره، وهي اللغه طبعا العالميه يعني بيتم التعامل بيها، ممكن تاخد فرصتها في انها يتم قبولها والتعامل معها. اتفضل. نرجع تاني، ازاي نقدر نحسن من مستوى البحث العلمي؟ فانا لازم اساس العماره قبل ما اطلع لفوق للروف بتاع العماره، فانا لازم من قبل المدرسه كمان اعلم التلميذ الصغير او اعلم الطفل الصغير، خد معلومتك. صحيح. مش كل حاجه انا بديها له بالمعلقه، هو لما هيتعلم انه يعمل ريسيرش وياخد المعلومه بتاعته ويستقيها من نفسه هيطلع باحث ثايب. اشكرك يا دكتور. لا. دكتور معتز. لا انا ليا نقطه هقولهم بسرعه. اتفضل. النقطه الاولى انه يعني يجب الا نتكلم عن البحث العلمي دون الابتكار. الابتكار هو الوسيله المثلى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي المصري، وان الانتقال الى عصر المعرفه يتطلب ان يكون لدينا ابتكارات وامكانيات. انوفيشن. وزود انه بحث علمي، ولذلك الابتكار بره موجود، بره البحث العلمي. النقطه الثانيه، يجب ان يمثل البحث العلمي والتطوير والابتكار مشروع قومي مصري له اولويه على مستوى عالي جدا، وانه يعني زي ما بتقولي كده حضرتك قاطره التطور، و يكون ده في قناعه لدى المسؤولين ولدى الناس كلها بتنفيذها. لسه شويه على الجزئيه دي. اذا لم نقتنع ان البحث العلمي والتطوير الابتكار هو الوسيله الاساسيه لانتقالنا الى مستوى المعرفه ولتحقيق التنميه المستدامه، فلن يتحقق اي شيء في هذا المجال. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على هذا الحوار الثري. الدكتور معتز خورشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. الدكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي السابقه وعضو المجلس القومي للمراه، شكرا لحضرتك. شكرا. نورتونا حقيقي. والحقيقه انه بقدر أهمية أن أنا أتكلم عن بحث علمي وأتكلم عن التطور والإنوفيشن والابتكار وإزاي أوصل بره بأبحاث العلمية، بقدر أهمية أن أنا أعرف أنه ما زال عندنا سلوكيات في مصر هنا البعض بيشوف أنها دخيلة على مجتمعنا. دايماً لما بنتكلم على الرقي والإليجنس أو الأناقة، الأناقة مش في الشكل بس واللبس، الأناقة في الكلام والتصرفات، وأن أنا أمشي في الشارع باحترام. لما بنتكلم دايما على المشهد ده على طول بيجي على بالنا صورة جمهور الست أم كلثوم وهم قاعدين في الأوبرا بيتفرجوا عليها. هذا المشهد الراقي جدا لماذا لا نشاهده الآن؟ أصبحنا الآن نشاهد بلطجة، عنف، تحرش، تبول في الشارع، وتشريس حيوانات وإخافة الناس بيها، وحدث ولا حرج في العديد من السلوكيات الأخرى. معالي الوزيرة بتضحك طبعا. موضوع التبول في الشارع ده الحقيقه قاتل، ده لازم يتعمل له بحث علمي. حاجه في الاناقه ريليتد للبحث العلمي. من ضمن مشاكل البحث العلمي ان اللي بيعمل بروتوتايب ما بيعملوش باناقه. فعلا. يعني الفايننج الفينشنج بتاعته، فده ما بيجذبش المستثمر. يعني ممكن يعملها بطريقه احلى شويه، المستثمر هياخدها منه. حقيقه ان الرقي في التعامل والرقي في التفكير والرقي حتى في البحث العلمي والرقي في سلوكنا في الشارع، ده كان المصريين طول عمرهم مشهورين بيه من الفراعنه، لكن اخر كام سنه كده 10 20 30 سنه تقريبا المشهد اتغير تماما.
ليه اتغير وايه اللي حصل وايه عقوبه هذه المشاهد في القانون لمن لا يعلم ان كل الامثله اللي انا ضربتها دي ليها عقوبه في القانون ولماذا لا تطبق. هنحاول نعرف مع بعض بعد هذا الفاصل. الشارع بتأذينا وبتأذي سلوكياتنا بتأذي مشاعرنا. احنا بس الاول عايزين نتفق لان احنا كشعب مش متفقين على ما هي ما هو الفعل الفاضح. هتلاقي ان الوعي العقل الجمعي يجمع على ان لو واحد مسك ايد واحدة هو ده فعل فاضح، لكن لو اتنين تسبوا لبعض الدين وتخانقوا بالمطاوي ده مش فعل فاضح. فهماني؟ يعني اتنين بيتخانقوا بيقولوا بيشتموا ويتسابوا ويتقاذفوا ويتطاولون وفي الكلام ويتباذؤون، عمر ما حد قال على ده فعل فاضح في الوعي الجمعي كله. بيقولوا ده اتنين قولات الادب بلطجيه بيعملوا مش عارفه، الاتنين بيتخانقوا ساعات بتبقى فتوانه وساعات بتبقى لون من الالوان الفروسيه في الاماكن الشعبيه. عمر ما ده اتحطت في كاتيجوري بتاع الفعل الفاضح التحرش يا فندم. لكن لو ولد ماسك ايد بنت يعتبر فعل فاضح. صحيح. يعني نحن في اصبحنا في لحظه او في مجتمع يرى ان التعبير عن الحب جريمه، لكن التعبير عن البغض ها والتلاسن والتباغض الذي يصل الى الضرب والتقاتل وكذا لم يضعه احد ابدا في مجال الفعل الفاضح. فاحنا المشكله كمان احنا ان احنا عندنا سيوله في التعريفات، مش متفقين ومش واقفين على ارض واحده. عشان كده دكتور كبيش قال انها بتترك للقاضي. اذا القاضي رايه هيبقى غير راي رجل الشارع، غير راي المحامي، غير راي كذا. دخلت النسبيه هنا زي بالظبط الفنانه شيرين. والفنانه شيرين بالمناسبه مش صاحبتي وانا مش من المدرسه بتاعت اللي بانصت لها، يعني انا في مدرسه تانية خالص، انا بسمع فيروز وقصص تانية يعني. عشان لا يحسب ان انا دفاع عنها، بالعكس انا اكتر حد جرح حينما قالت هذه الكلمه عن النيل. لكن ازعجني جدا ان تسجن او يحكم عليها بالسجن بينما اللي بيرمي قاذورات في الشارع في النيل نفسه مش بيسجن على الاطلاق. لم نرى احدا. دي نقطه الحقيقه يعني رغم كثيرون تحدثوا عنها الحقيقة. رغم يا استاذه ان احنا في ادبياتنا المصريه القديمه كان من اسباب انك تنالي الخلود او البعث في الاعترافات السلبيه لم الوث مياه النهر. صحيح. اقسم اني لم الوث مياه النيل. لم اوقف مياه ده كان جارية. القسم اللي بيستنى كل واحد يموت وهو بيموت 42 قسم يقسمه. منهم شوفي انت عارفه لو تتاملي 42 قسم هتلاقيهم عكس ما يحدث في الشارع الان. لم اعذب حيوانا، لم اعذب نباتا بان نسيت ان اسقيه، ها لم ادنس شارعا، لم ادرس يعني النهر الى اخره. هتشوف وطبعا لم اشتهي زوجة جاري، لم اكذب، لم ارتزق من منصبي الى اشياء كثيره جدا. لو جمعتيها ال 42 هم 42 اعتراف سلبي و 42 اعتراف ايجابي اللي هو عدد محافظات مصر وعدد القضاه الى اخره في الايجيبتولوجي يعني في علم المصريات. ولكن تخيلي اننا ابناء هذه الحضاره ولا يجرم او لا أو اذا كان في قانون زي ما قال دكتور كبيش في قانون لكنه لا يطبق. ان ده الصيد بيقول لك له قانون، امال القاء القاذورات ده في ده مياه الصرف الصحي بتلقى في النيل، المصانع بترمي مخلفاتها في النيل. لا لا دول لا يسجنوا، لا دول لا يسجنوا. لكن واحده قالت تعبير انا اراه شديد السخف، هذا التعبير لقيته الفنانه شيرين، شديد السخف وشديد الضحاله وينم عن تسرع وعدم زنة. يعني في ناس تزن الكلام بميزان الذهب وفي ناس لا، لكن انها تسجن يعني كأننا في مجتمع يسجن الراصد ولا يسجن الفاعل. يعني انا ارتكب حماقة اتساب، وحضرتك تقولي انت ارتكبتي حماقة تتسجني، وكأن القائل يسجن والفاعل يترك حرا طريقا. ده مشكلة كبيرة جدا. حضرتك فتحتي نقطة أو مجال لنقطة يا فندم في منتهى الأهمية، فكرة إن إحنا أصلاً كمجتمع لو إحنا عايزين نطور سلوكياتنا بجد لازم نصل لتعريف واحد أو مجموعة تعريفات واحدة أصلاً. نقف على أرض صحيح. نقف على أرض واحدة من التعريفات. من التعريفات. بس هو في مفاهيم غير محددة، يعني لازم يعني هو دايماً لما بنقول مثلاً الفعل الفاضح
صرف النظر عن وقائع محددة يعني نتكلم فيها. إيه هو الفعل الفاضح؟ الفعل الفاضح في فرنسا غير الفعل الفاضح في مصر، الفعل الفاضح على الشاطئ غير الفعل الفاضح في وسط المدينة. إذا موضوع منطاد كده زي الزرع الأديان، ما هو أصلا مش هتقدر تحددي تحديد دقيق، وإنما يترك لإيه؟ ما هو لماذا القاضي؟ لأنه المفروض أنه بيعبر عن رأي الفئة الضابطة للمجتمع، بسموها الفئة الضابطة للمجتمع، يعني الفئة الغالبة في المجتمع. أيوة، بس أنا معاك ما يراه المجتمع لما لاقي ابني الصغير يكبر ويلاقي ان من واحد مسك ايد واحده فتسجن، واحد ضرب واحد بمطوه وعدوا مدام كده، طبعا ما شافوش مجرم او شتموا بعض بشتائم بذيئه جدا وترك. انا دي المشكله، هي دي مشكله حضرتك اللي قلت مشكله، وهي اتكلمت راقب سلوكك يتحول الى ده الدليل لامع قالها ان فعلا هو الطفل كده هيتعلم الالارم دلوقتي، هيتعلم ان انا المطلع واشتم مش هدخل السجن عادي، بس لما امسك ايد صاحبتي هدخل السجن. هنا اعتقد ان ده ممكن ياخدنا، وحرجع على حضراتكم فيها وحرك تحديدا يا استاذه فاطمه، فكره معلش انا عارفه ممكن حد يزعل من الكلام ده، بس فكره التدين الظاهري. ايوه احنا للاسف بقى عندنا تدين ظاهري، والداخليات اللي جوانا اهملناها على مدار سنوات طويله. بس اسمحوا لي اتوجه للدكتوره نهله بسؤال مهم جدا، بعيدا عن القانون وبعيدا عن النظره الادبيه الواقعيه للامور دي، شخصيه القائم بهذا العمل الخادش للحياة أو الفعل الفاضح، اللي بيرمي قمامة في الشارع حتى، اللي بيعاكس واحدة بيتحرش بيها، اللي بيشرس كلب ويمشي يعاكس بيه البنات وفي الآخر الناس طبعا، أو اللي يعذب حمار، أو اللي يعذب حمار حيوان، وده بنشوفه للأسف، وإحنا يعني لينا رصيد وحش جدا في العالم في التعامل مع الحيوانات الحقيقة بشكل غير أخلاقي وغير إنساني. ده يا فندم تحليله النفسي. بس يعني هاخد من كلام الأساتذة لأنه يعني هنربط أفكارنا مع بعض. في نمو البني آدم نفسه أو الطفل أنت بتمر بمراحل. المرحلة الأولية أن أنت كطفل مولودة على فطرة طبيعية أنك ما بتعمليش حاجة غلط، الاستقامة كويس. وبعد كده في مراحل النمو بيبتدي يدخل عندك حتة الضمير، فتتعلمي إيه المقبول خطأ وصح. دي فلترز كتيرة قوي بتمر بيها. الفلتر ده بيبتدي في البيت قبل ما تروح المدرسة، وبعدين يظهر من المدرسة، وبعدين يظهر من المجتمع واختلاطك بيه، وبعدين يظهر من الإعلام واختلاطك بيه، وبعدين ينتهي بالقانون. فانت طول ما انت ماشية في مراحل نموك بيوصل لك رسائل، ايه اللي مقبول تعمليه وهنسقف لك عليه، وايه اللي مش مقبول تعمليه وهتتحاسبي عليه. الرسائل دي مين بيشكلها يا فندم؟ الرسائل دي بتبتدي من البيت الأول قبل ما اروح المدرسة. يعني الطفل اللي في البيت الأم بتقول له ما ترميش ورقة على الأرض، ولما يعمل كده تبتدي تتضايق منه أو تأجل مكافأة ليه، مثلا مش هتفرج على التلفزيون النهاردة، مش هتروح النادي، ده وصلته رسالة أن الورقة دي مكانها في الباسكت مش مكانها على الأرض. الطفل ده هو نفسه وإحنا خارجين بالعربية، لما ما نرميش الورقة من شباك العربية وناخدها معنا لما نرجع البيت نحطها في الباسكت، دي رسالة تانية وصلت من البيت. لما روحنا المدرسة وبعد ما خلصنا البريك بتاعنا في المدرسة، قالوا قبل ما نطلع الفصل كلنا هننظف البريك علشان ما حدش يرمي حاجة على الأرض، ونفضل المدرسة نظيفة، وقبل ما تمشي من الفصل كل واحد يلم حاجته ولو في حاجة واقعة نشيلها، دي رسالة وصلت من المدرسة. لكن لما مامته ترمي في الشارع تنفض السجادة في الشارع، هو بيحصل له كونفيوجن. اللي حضرتك بتقوليه ده بقى هو الاسكيزم اللي عندنا، ان احنا عندنا يعني رسائل يعني متعارضة. حتى لو على ده في المدرسة لكن شاف والدته في البيت بتعمل كده يحصل له ارتباك. خلاص انت عايزة طول المدى والتكرارية في التعليم. يعني كانوا زمان بيظبطوا المجتمع من المدرسة ازاي، انت الوقت اللي بتقضيه في المدرسة اطول. يعني لو هدي اكزامبل، المدارس كانت زمان سواء حتى المدارس الرهبات او الارساليات او كده كانت بتظبط المجتمع المحيط بيه. صحيح، لان الولاد لما يروحوا المدرسة لابسين نظيف ورابطين شعرهم وما يرموش حاجة على الأرض وما يتكلموش بطريقة، يرجع يعلم بيته. صحيح، فلما يلاقي في البيت خلاف بين الأب والأم وحد تطاول أو كده، هو يقول ده احنا ما غلط نعمل كده، قالوا لنا في المدرسة غلط نعمل كده، فيبتدي هو يظبط مجتمعه. فانت لازم يبقى عندك وسيلة تعليمية الأول. إذا كانت الوسيلة دي مش موجودة، إذا كانت الوسيلة دي مدرسة حكومية العيال بتنط فيها من السور وبتشرب سجاير جوه الحمامات. هي بقت كده ليه؟ بقت كده لانه العدد كبير قوي، التعليم ما بقاش فاكتور مهم، الاخلاقي ما بقاش فاكتور مهم،
في انك في انك تجيبي مجموعة وتدخلي بيه المكان اللي انت عايزاه وتكسبي فلوس. والحاجه الثانيه العقوبات بقت صعبه، لان مين هيراقب مين؟ يعني انا النهارده لما احط في فصل 70 طفل واقف عليهم مدرس مش عارف يسكتهم، خلينا فانا مش هقول له بقى هم كانوا بيشتموا بعض ولا بيضربوا بعض ولا بيسرقوا حاجه من شنط بعض، واصلا مش قادر يسيطر عليهم انهم يسكتوا. طب دكتوره ممكن اسالك سؤال من الناحيه النفسيه الطبيه النفسيه الطب النفسي، انا ليه دلوقتي عندي يقين ان في ناس ممكن تبقى بتتفرج علينا وبتقول بينها وبين نفسها انتوا بتتكلموا بصلنا على ان احنا ايليانز يعني كائنات فضائيه، انتوا بتتكلموا في ايه المشكله يعني لما اعمل تواليت في الشارع؟ برضه عايزه اقول لحضرتك حاجه تعليقا، يعني احنا ليه يا فندم عندنا الجاب الكبير قوي دي ما بين ناس رافضه قوي السلوكيات السلبيه دي وما بين ناس بتتريق على الشق او الناس الاولانيين دول؟ يعني بتقول لك انت بتتكلم في ايه؟ اقول لك على حاجه، وانا لو ماشيه في شارع في اوروبا مش هتشوفي المنظر ده ليه؟ لان هو برضه فكر ببساطه احتياجات البني ادم. انت لو ماشيه شارع مثلا طوله 2 كيلو حاطط لك تواليت وممكن تدخلي بسنت وتعملي بنظافه وتخرجي. صحيح. هنا انت متصوره انك خرجتي مشوار في زحمه المرور دي 4 ساعات تعملي ايه؟ يعني اذا ما دخلتيش اذا ما دخلتيش محل ثانيه واحده بس دي القانون بيواجهها على فكره برضه. دي نقطه بقى مهمه جدا. طب والله العظيم دي نقطه مهمه يعني. حضرتك هتدخلي ريستورانت او محل او كده، طب هو كمان يعني هو يدخل كمان ريستورانت او محل، هو ما عندوش يعني ريستريكشن اجتماعي تصبر لغايه ما تروح مشوارها وتقضي حاجتها، اشمعنى الراجل لازم يركن على جنبه وينزل يدخل لحضرتك ليه؟ انا اشوف المشهد ده ليه يعني؟ عشان هو ما عندوش قيود اجتماعيه. يعني انت شايفه ان المجتمع يرفض ده بقى خلل التعريفات، خلل هو التعريفات. شايف انه ده مش عيب ان الراجل مش عاور، المجتمع مش عيب يشوفه كده، فاهمني؟ قصه معتبرها لا دينيا حرام ولا اخلاقيا حرام من وجهه نظره يعني. اوكي. الحاجه الثانيه، مين علمه القانون؟ انا قاعده قدام حضرتك، انا استاذه جامعيه، اول مره اسمع ماده القانون دي. يعني ليه مين علمهاني؟ برغم ان انا في الفيلد بتاع شغلي اللي انا بشتغل فيه انا عارفه مواد القانون اللي تخص شغلي، يعني مثلا عشان ارخص وانا عارفه قوانين المباني بس عشان مهندسه. ودي برضو حاجه مهمه قوي لو احنا بنتكلم على التعليم على فكره بره في اوروبا وحضراتكم اكيد عارفين في السوشيال ستادز الطفل بيبقى عارف القوانين من يعني الطفل. مش هقعد احفظه حاجات مالهاش لازمه وحياته اليوميه ما يعرفهاش، طبعا مش هيدرس القانون بس بيبقى عارف حقوقه ايه وواجباته ايه، فيبقى عارف لو ماشي في الشارع ايه اللي لو عمله صح وايه اللي لو عمله غلط. بالظبط، هو قانون معرفه بمبادئ القانون اللي تخصك في حياتك اليوميه. يعني زي ما حضرتك بتقولي انا سايقه عربيه يخصني ايه، انا ماشيه في الشارع يخصني ايه، انا بتعامل في مطار يخصني ايه. لكن 90% من الناس او اعتقد اكبر يعني يمكن القانونيين عارفين بحكم شغلهم، لكن الناس العاديه ما تعرفش. فانت اولا لازم توفري تعليم، لازم توفري لي فاسيلتيز عشان يبقى عندي وسائل طبيعيه ان انا امارس حياتي، وبعدين علميني القانون علشان لما تيجي تحاسبيني ابقى على درايه بالمفروض اتعرض. ايه السبب الثاني يا استاذ؟ عندنا حديث شريف يساء فهمه، الفتنه اشد من القتل. الناس فاكره انها تفتن على بعض. بالظبط، انا كتبتها في مقاله مره. الفتنه ليس بنقولها في المدرسه واحنا صغيرين، صوري ما تفتنش على حد، لما نبقى عايزين نغش فنقعد نفكر بعض نقول الفتنه اشد من القتل، اوعى تفتن عليا. ولما انت عارفه ده بيعمل ايه في الشارع المصري، كتبتها في مقاله ورصدتها. لان في المطارات دلوقتي في اوروبا تلاقي ايه؟ If you smoke you will pay كذا. If you see anybody smoking and don't tell you will pay كذا. يعني انت لما تدخن في المطار هتدفع كذا غرامه، ولو شفت واحد بيدخن وما بلغتش عنه هتدفع غرامه. هتدفع غرامه، ده لو اتكتب عندنا يقول لك انتوا عايزيننا نفتن على بعض. الفتنه مش كده، الفتنه ان انت تشيع فتنه في الارض قصه ثانيه خالص. الفتنه بتاعت الحديث ملهاش علاقه، اللي هي اشد من القتل ملهاش علاقه خالص. صحيح. بانك انت ترشد عن خطا، لان الصامت عن خطا مخطئ بس مشارك في الجريمه. انت بتشوف واحد بيرتكب حماقه، عشان كده انت في اوروبا في المانيا ولا في اي دوله من العالم الاول، انت ما بترميش ورقه في الشارع، انت مش خايفه من القانون، انت خايفه من اللي ماشي جنبك مش هيسمح لك. يعني الشخص المواطن الالماني لو انت رميتي ورقه في الارض هو مش هيسمح، هو هيبلغ، مش هيستنى البوليس، هو نفسه هيقول لك ايه اللي بتعملي ده، اتفضلي شيل الورقه دي. في حته في مش الجزء مش من حقك ان ده ارضه هيدفع في المنتجعات السياحيه. لكن هنا يقول لك انا مالي يعني في بعض المنتجعات السياحيه اللي موجوده في مصر هنا في الغردقه الجونه وما الى ذلك، في مجتمع ناس كتير كده قاعده، فلما تلاقي لو مثلا هم قاعدين في حته اوت دور على الشاطئ او حاجه في عشاء او كده وتلاقي قطط ماشيه يرموا القطط، الاجانب يرموا لهم الاكل، المصريين ايش ايه ده ايه ده
وتشها برجلها وممكن تضربها برجلها. فتلاقي الاجانب بيبصوا للمصريين نظره كاننا سافج. And we are. And we are. للأسف. 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 برضو ليها معتقد انه هو شايف انه دي ممكن تكون مش طاهرة, ممكن تنقل له مرض, ممكن تقعد يعني احنا يا دكتور يعني عايز تقول يا دكتور, عايز تقول يا دكتور ان احنا احنا كمصريين بنخاف على صحتنا اكتر من المان. لا هو الفكرة حياتنا كلها في زي ما حضرتك بتقولي هو متربي على فكرة شكلها ايه يعني. هو النهارده هو كان من بيوتنا الطفل الغربي بياخد باتس ويربيها في البيت, عمل علاقه جميله مش مع الباتس, مع الطبيعه كلها, مش مع الحيوانات بس, مع كل الطبيعه بما فيها الحيوانات والنباتات والزرع والزهور والتعرض للشمس, انه عارف ان هو احنا عندنا اكبر نسبه نقص فيتامين دي ونقص فيتامين. ايوه, لان احنا علاقتنا بالطبيعه علاقه عادائيه, لكن الغربي والإنسان لما تحضر عمل علاقة يا فندم. احنا عندنا جزء من الحكومة يعني جزء حكومي تابع للخدمات الطب البيطري بينزلوا يا فندم يحطوا سم استراكنين وهو سم محرم دوليا في الشوارع عشان يقتلوا الكلاب, عشان قال الناس بتشتكي ان الكلاب عددها كتير فينزلوا يعملوا حملات تسميم. لكن شوفي كمان الطفل اللي بيعزل الحيوان دوليا, لا الكلب الطفل اللي رابط في حب في انا كنت زمان وانا صغيره جدا كنت اشوف الاطفال بتوع الولاد مثلا بتاع الجراج تحت بيربطوا الكلب, فكنت اتسحب من ورا ماما وانزل واقول له سيب الكلب, يقول لي لا, فاقول له طب هديك فلوس. فهم اتعودوا كل اطفال الشارع ان هم اولاد البوابين وكده, كل شويه اطلع يربطوه تاني عشان هنزل ادي فلوس عشان يفكوا. الطفل ده تعود ازاي يربط الكلب ويشده ويعذبه ويخنقه, ازاي محدش قال له ده حرام, هو هذا دي روح زيها هذا العمل غير خادش للحياه. بتقوليها حرام التعريف برضو التعريف انت بتتكلمي على حرام تاذي, وهو شايف ان هو يعني نجس. حيوان نجس, نجس مضر. ما هو ده بقى, طب ما انت عايزه تغيري الفكره, لازم طب ما يبعد عنه, بيربطه ليه بيعذبه ليه؟ علشان في جزء تاني كمان نفسي بقى, ليه الناس بترمي زباله في الشارع وليه بتعذب؟ هو السلوك ده كسلوك عدواني نابع من ان انا عندي طاقه جوه عدائيه ضد المجتمع. صحيح, ضد الدوله. يعني انا يعني اللي بيرمي قمامه في الشارع ده عنده سلوك عدائي ضد المجتمع. في انا عايش في شقه, انا عايش في شقه صغيره, عايش في شارع مش نظيف, بركب مواصلات صعبه على بال ما اوصل بيتي او شغلي, مرتبي صغير, شايف حواليا ناس. يعني هديكي اكزامبل صغير, الست اللي بتيجي تساعدك في البيت هي بيتها شكله ايه, المشوار اللي بتجيلك بيه شكله ايه, بتقارن بتدخل بيتها وبيتك وبيتها, هل دي وانت متصوره بقى لو هي معاها كيس زباله هتفكر قوي انها تحطه فين علشان تحافظ لك على شارعك نظيف, ولا هي اصلا ضد انه ليه اتحطت في الظروف دي؟ يعني ساعات بعضهم بيقول لك هو ايه الفرق بيني وبينك, يعني ان انت كانت ظروفك مش احسن, بس الاسوياء مش كده طبعا, الاسوياء مش بيعملوا. هي دكتوره انا بتكلم على اللي عنده مشكله نفسيه. انا عايزه انا يعني عايزه نبص للناس هما بيتصرفوا كده ليه, عشان انت لو عليك تعالجت والله تعالجت الحكايه دي, تعالجت في فيلم عبقري عملته منى شلبي اسمه نواره. كانت بتروح طريق طويل طويل, احنا اديناها جايزه في المهرجان, طريق طويل جدا كذا مواصله عشان تروح لبيت فيلا كبيره, وهي ساكنه في حاجه فيري بور, ومع ذلك هي لما الناس سافرت حافظت هي على حاجتهم وحبتهم ودفعت حتى الدم حتى تقتل يعني عن حقوق الناس دي. في واحده سويه هي يعني بتحبهم, ما عندهاش كراكس يعني. هستاذنكم ناخد بعض الاتصالات, الساده المشاهدين عايزين يتواصلوا معانا يقولوا وراهم في الموضوع ده. خليني اخد اسماء الاول, اتفضلي يا اسماء. ذات نطاقين. مساء الخير. مساء النور وعلى استاذ دكتور محمود كبيش. اهلا وسهلا بيكي. انا كنت حابه بس اعلق بالنسبه لسلوكيات المصريين ليه هي اتغيرت. وانا مش وجهه نظري ان تواضع سلوكيات المواطنين ليه اتغيرت. واستاذنكم يا شباب نعلي الصوت هنا في البلاتو, اتفضلي يا فندم. هي اتغيرت وهتفضل متغيره وهتزال بالتغير بالاسوء وهتفضل تتغير للاسوء. ده انا اقول وجهه نظري. ليه يا فندم شايفه كده؟ هقول لحضرتك, هو دلوقتي انتوا بتقولوا في البرنامج ان بعض الناس بتشاهد البرنامج وبتبص ان مساله الناس اللي بتعمل بيبي في الشوارع والكلام دوت, احنا ازاي بنتكلم في الكلام ده, او ان في بعض الناس مستنكره. صحيح, بيبصوا لك مستغربين انت بتتكلمي في ايه اصلا. بالظبط بالظبط. انا هقول لحضرتك ليه برضه, ان قبل ما اضع القانون او قبل ما اضع العقاب انا لازم
ان انا احدد او اعمل العلاج الاول بعدين ادي بانش او ادي عقاب. انت دلوقتي منعت الناس انها تعمل حمام في الشوارع. هل العقاب ده هيتنفذ او هل ثاني يوم الناس هتمنع تعمل حمام في الشوارع؟ طب بصي يا اسماء، موضوع الناس اللي بتعمل تواليت في الشارع ماشي، لازم الدوله توفر حمامات بره كده في اي حته في العالم كده، في مواطن ما يقدرش، في حد ما يقدرش يستحمل يقعد ساعات طويله، ماشي ده افهمه. موضوع القمامه في الشارع ده قانون لازم يتطبق، لكن الشباب اللي بتنزل دلوقتي دي بقت موضه يعكسوا البنات، يمسكوا ويجيبوا كلاب يشرسوها وينزلوا يعكسوا بيها البنات، ده اعمل يعني ده اوفر لهم ايه؟ اعمل لهم ايه؟ دي تربيه واخلاق يا اسماء، خلاص بقى. في تربيه وفي اخلاق طب انا ما عنديش، الناس مش متربيه، فين القانون؟ فين النظام؟ فين الشرطة؟ فين الدولة؟ يعني أنا أرجع أقول إن البيت والدولة هما منظومتين بيكملوا بعض، البيت والدولة. لما البيت يكون عندي فيه خلل، أنا عندي دولة قوية من قضاء وشرطة متواجدين هما اللي بتضع لي النظام وبتضع لي تطبيق النظام. بشكرك يا أسماء جزيل الشكر. ودكتور كبيش حضرتك أتمنى تتعلق على الجزئية دي. دي مهمة جدا. طبعا. دي أساس موضوعنا. يعني فين القانون اللي بيطبق؟ نفترض انه ما فيش اخلاق، ثقافه كده، مين المعلم للاخلاق وضبط الاخلاق؟ ما هو احيانا الاخلاق بتستمد من القانون نفسه، من النظام نفسه، من امن العقاب اساء الادب. بالظبط. انت عندك المدرسه التقليديه الاولى اللي هي اول مدرسه عقابيه يعني حصلت بعد الثوره الفرنسيه وكانت يعني مهمه جدا في تطور المجتمع وأفكار بكارية بالذات، يمكن حضرتك درس فلسفة أستاذة فاطمة، قال لك إن القانون هو يجب أن يكون هو المعلم للأمة، حتى يعني هم بالغوا قالوا إن القانون يقوم مقام الدين في المجتمعات غير المتدينة، لأنه لما أنا أقول له إذا فعلت ستعاقب، إذا فعلت كذا ستعاقب، ثم وفاعل هذا العقاب فعليا لا يكفي. أنا عندي على فكرة كل السلوكيات التي تحدثنا عنها الآن لها قوانين، كلها وكثير أكثر غيرها. دولة في العالم فيها قوانين، لها نص اللي هو بيعذب حيوان في, 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 في بأي طريقة من الطرق، في نص بيعاقب عليه في قانون العقوبات، لكن لا يطبق. لا يطبق. لا يطبق. لا يطبق. ممكن اقول حاجه يا فندم بمناسبه برضه التعذيب اللي لا يطبق موجود عندنا، ما فيش حد بيرفع دعوه. لسه النهارده او امبارح روسيا لقوا بنت مراهقه صغيره في السن، هي مراهقه مريضه نفسيا، بتجيب الحيوانات تقعد تعذب فيها تخوفها وفي الاخر تموتها. ده نادر، النادر طبعا، النادر لا حكم له. روسيا يعني كلها، ودي حاله فرديه، ما دي حاله فرديه، احنا بنتكلم عن السلوك العام، على البنت دي رغم انها اوت اوف مايند، مريضه نفسيه مش طبيعيه. لا ده العادي عندنا بقى من غير اوت اوف مايند ولا حاجه. الدنيا اتقلبت هناك، والناس كلها وجهوا كلام للحكومه قالوا لازم يقبضوا على البنت دي وهي مراهقه. انا عندي نص قبض عليها وبتتحاكم دلوقتي، عندي نص بيعاقب على رمي مخلفات المباني في الشوارع. كم من الشوارع أغلقت تماما بالمخلفات التي ترمى ليلا؟ اسكندرية فيها زبط. شوارع جوه ما تعرفش تمشي. لماذا يفعل هؤلاء ذلك؟ يعني الناس اللي بيرموا المخلفات دي وسيارات يعني نقل بالكامل بترمي المخلفات لأنه آمن للعقاب، آمن للعقاب، وعارف أنه حينما يضبط مش عايز أكمل حتى لو ضبط. فاحنا عندنا المشكله ما هيش مشكله، يعني ليست مشكله مش افراد، كمان حد يرفع قضيه كان لسه في السنه ليست مشكله افراد فقط من الشباب. انا بندي يعني امثله مت... كان في مجموعه مركبة. من الشباب راحوا وقدموا، كانوا عايزين راحوا اسم مدينه نصر يقدموا بلاغ انه في شاب في في في, في المنطقه هناك بيعذب الكلبه بتاعته، بيطلعها البلكونه وبيعلقها. عمل ايه بقى؟ وبيعلقها وبينزل ضرب فيها ففي جاره ليه قعدت حرام 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 حضرتك. انا صورته، فالشباب شافوا ايه راحوا يعملوا له محضر. قالوا لي الضابط هناك طبعا استقبلهم باحترام وكل حاجه، بس قال لهم انا ما عنديش حاجه في القانون تقول لي لا 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 عنده، اطلع لك النص. دول النص موجود اهو، النص موجود يا استاذه، دول محظوظين. لا لا انا ما عملت كده، ما اتكلمت عن تعذيب البقره بالانبوب على دماغها، انا خدت 3 سنين حضرتك يعني. لا انا هقول لك طرق الذبح يا فندم. لكن الراجل يا فندم الاسلام نظم طرق الذبح. لا وبعض قضيتي وبعض قضيتي بعد تعذيب مواشي قصاد بعضها، وقال انك تسكي سن السكينه. لا طبعا لا تطبق. لما انا اتكلمت عن عدم تطبيقها خدت 3 سنين. انا هقول لحضرتك حاجه، انا قبل ما اجي البرنامج مباشره انا واقف السياره بتاعتي
وخرجت لقيت واحد واقف خلف السيارة بحيث يستحيل انني اخرج بيه. دي جريمة يعاقب عليها القانون. ده كده تسجل مصر. وقعدت حوالي ساعة تقريبا علشان ان انا انتظر الباشا لما يرجع ويحرك السيارة بتاعته. اول ما جه قال لي معلش وخد العربية ومشي. هل انا لو اتصلت بال هيقول لك يا ده ايه ده انت ايه الرفاهيه هو سؤال يعني. هل ممكن توصل يعني للتقاضي في المحكمه دي جريمه يا فندم؟ ما حضرتك رحت المحكمه هتاخدي حكم بعد العربيه؟ لا يعني وهيبص هيقول لك اصلا هيقول كبر دماغك يا دكتور يا فندم. احنا ما زال برضو عندنا ثقافه ان البنت اللي بتتعرض لتحرش بتخاف تروح تبلغ لانها لو اتشجعت وطلعت جدعه كده وراحت مع كل احترامي ممكن امين الشرطه يقول لها ايه يا بنتي استوري على نفسك ايوه هتفضحي نفسك أيوة وتعملي محضر. الثقافه دي لسه موجوده عندنا. لا تعالي بقى بننظر للمتحرش بيها على استاذه التعليم هي. التعليم هو حل كل شيء من الطفوله ان الشخص يبقى عارف ان جسده حرمه ان الشارع حرمه ان ان الاعتداء على الاخر اي اخر حتى لو كان سبب. طب واذا تعلم وخالف يا استاذه فاطمه؟ نعم اذا تعلم وخالف خلاص هيبقى اكسبشن بقى هيبقى ده لا ازاي لا اذا تعلم ومن حينما صغره حينما يجد ان هناك رد فعل أنا قانوني أنا رادع للفعل لن يكرره يلغى. انا بقول ان انت الماجوريتي دي اللي تخلي لو انت حضرتك رحت قلت له العربيه كانت لازقه كده يقول لك يا راجل كبر هي دي قضيه يا راجل كبر. لكن لما يكون التعليم ضبط من الطفوله هيكون هذا السلوك نادر فيصبح حدوثه شاذ فيصبح حدوثه مدعاه لانك انت تقدم في بلاغ فهمتني. لكن لما يكون كل العربيات لازقه ببعض هتروح تبلغ واحد منهم هيبلغ. احنا ليه بنقول المشاهدين بيبصوا لنا على ان احنا بنناقش موضوع فيه رفاهيه والاساتذه بيتكلموا انه لو حتى ضبطت هذه المخالفه مين هيهتم ومين هيتحرك لان احنا في الهرم بتاع ماسلو بتاع النيدز احنا في ستيج نمبر 1 احنا مجتمع حاجات النيدز نفسها مش انت مجتمع مشغول ليل نهار اكل وشرب اكل وشرب واشرب واسكن وبعدين يجي احساسي بالامان وبعدين يجي احساسي بحرمتي وحرمه جسدي وحرمه النظافه دي في الاخر عارفه يا فندم. انا بشتغل بقالي الحمد لله يعني سنوات في الاعلام اغلب المشاكل اللي بتجيلي ناس بتشتكي اصل بطاقه التموين كذا أيوة. هو مشغول بلقمه العيش فيرست نيدز ما بلاقيش رد الفعل او ما بلاقيش التعليقات او مشاركه في موضوع طب سينا الحرب أيوة. اللي عندنا هناك هي الناس مهتمه ووطنيين وعايزين البلد تنتصر وكل حاجه مش في الفور مايند يعني ومش ان ذير نيدز زي ما احنا بنقول طبعًا. مش يعني هو صاحي الصبح مع انه لقيت كمان هدفع فاتوره النور بتاعتي هعرف ادفع دروس العيال بعد كده اذا فضي في دماغه حاجه هيبقى يفكر في اللي انت بتناقشيه بس احنا محتاجين هقول لك برضه حاجه ممكن استاذنك ناخد بعض التليفونات الاعلام انا اشير اليه باصبع اتهام صحيح لا هقول لحضرتك حلها ازاي انا متفقه مع حضرتك الاعلام وسيله تعليميه طبعا سريعه وسيله تعليميه وثقافيه طب يا فندم لما بقى انا بقى هو حاله لارتكاب الجرائم دي لا يعني انتوا لما دكتور الاعلام لما المفروض انا بقدم نموذج واطلع انا اسيء استخدام الالفاظ والعبارات واشتم ناس واذيع تسجيلات وتسريبات شوف حضرتك انا لسه دلوقتي انا معجب جدا باللي حضرتك كنت بتتكلمي فيه في البدايه خالص لما احد المواطنين اتصل وبقول لك فلان فاسد وفلان عمل وقلت له انا مش جهه انني اوجه سباب او قذف لان انت لو قلتي وانت بترتكبي قذف لان القذف له مفهوم ان انت تنسبي او تسندي وقعه محدده الى شخص محدد دون ان يكون هناك دليل ومجالها مش حتى لو كان في دليل لازم يكون شخصيه عامه وتقدمي الدليل على صحه صحيح ادعائك صحيح استاذنكم ناخد بعض الاتصالات سريعا قبل ما نطلع فاصل. استاذ ابراهيم اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم اتفضل وعليكم السلام. حضرتك في نفس الموضوع من امن العقاب اساء الادب لسه استاذه فاطمه كانت بتقول المثل ده صحيح تمام حضرتك الساده الضباط وهم ناس محترمين وعلى دماغنا من فوق بيشيلوا رقم اللوحه المعدنيه بتاعت ارقام السياره وبيمشوا بدون لوحات صحيح او بيشيلوها ويحطوا ارقام لا تقرا صحيح. يعني لو عمل مين اذا كان هو اللي بينفذ القانون وهو القانون هو بيخالف القانون واللي حضرتك بتقوله ده بيعمل ضغينه في نفس الناس في نفوس تمام وبيخلي الناس يقول لك ما انا كمان انحرف زيهم انا اسف ومتشكر لحضرتك اشكرك طبعا اشكرك اذا كان رب البيت جدا في ضريبه وبتعمل مهمة جداً. بتعمل ضغينه جوه الناس قدوة. ده قدوه القدوه السيئه ومن حينما تكون القدوه مما يجب عليه ان يكون قدوه في تنفيذ طبعا وان يطبق القانون لا يخالف شوفي المساله مساله ايه التشريع موجود
هي غياب التطبيق والتطبيق العادل والقدوة. بس هي بصي يا استاذة هي اول عادل يعني وسريع. يعني على الجميع وسريع. طيب اخد بس نهى. استاذة نهى اتفضلي، وانا اسفه بقالك كتير على التليفون معانا. ايوه اهلا بيكي، مساء النور يا فندم اتفضلي. والله يا انت يا حبيبتي منى انت بتسال، مبروك على البرنامج وناجحه جدا وانا بحبك. الله يخليك يا فندم، ده شرف ليا. اتفضلي. انت بس حبيبتي بتتكلمي على الكلاب وان احنا نحتف عليهم والقطط والكلام ده. انا ساكنه في مدينه نصر، والكلاب عشرات الكلاب محطوط مرميين كده، وهبا شوف ابن بنتي وهو راكب العجله وقعوا من على العجله، دول بيطعموا ولا حد بياكلهم، اللي بياكلهم بياكلهم صدفه. فدوت منتظره ان احنا، يعني انا بخاف منهم لما بكون نازله بدري الاقيهم واقفين ببقى خايفه. فايه الحل؟ يعني انت تطرحي الحل بقى، يعني نعاملهم كويس. اقول لك يا استاذه نهى الحل العلمي ايه، ولانه انا سؤالك معجبه بيه، لانه واضح ان حضرتك عندك حته الضمير انك انت مش حابه موضوع السم والقتل، قتل الحيوانات وسمهم والكلام ده، يا حبيبتي لان دي روح ربنا هيحاسبنا عليها. يا حبيبتي بيعملوا كده مضطرين ليه؟ لا مفيش حاجه اسمها مضطرين استاذه نهى، بيشوف الناس. مفيش حاجه اسمها مضطرين استاذه نهى، كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلق الحيوانات كلها عموما وسماهم في كتابه الكريم امم امثالكم، دي امم زينا، دي روح مش من حقك تقتليها. الحل اللي فيه بعض جمعيات بقالها سنوات بتطرحه على وزاره الزراعه والهيئه العامه للخدمات البيطريه، انه لو كنا من سنين فاتت طويله عقمنا، يعني عملنا عمليات الاخصاء لكل كلاب الشوارع دي، وده كان حل ودراسات اتقدمت بالفعل، ما كناش النهارده وصلنا لكل الاعداد دي في الشوارع. وما زال الحل ده مطروح وموجود لغايه دلوقتي، لكن مش الحل زي اللي عاملاها امينه ثروت اباظه، في جمعيات كتير الحقيقه، لكن مش الحل ابدا القتل والسم، ده حرام ودي روح تتحاسبي عليها يوم القيامه في النهايه. معلش يا فندم عشان ده بس مبدا، انا مش عارفه انا بقول كلام خيالي ولا لا، بس انا بتكلم يعني طبعاً. انا عارفه ان دي امم زينا وبتسبح ربنا زينا، وبالتالي مش من حقنا ان احنا نتخلص من كلاب الشوارع بالسم او بالضرب بالخرطوش او بالقتل. في حلول علميه بيتعمل لها عمليات تعقيم، وعلى فكره بتتعلم بطريقه معينه، فحضرتك وانت ماشيه هتلاقي الكلاب متعلمه، هتبقي مطمنه حتى لو عددهم كبير، وبالوقت كده كده هيقل عددهم لانه مش هيبقى فيه تكاثر، وكده كده كلاب الشوارع يعني بتتخلط بالعربيات وبتموت، فيعني عمرها قصير. نطلع فاصل سريع ونرجع نستكمل هذا الحوار، سلوكيات المصريين ايه اللي حصل فيها، وليه النهارده اصبحنا بنشوف مشاهد وللاسف مشاهد طبعا سلبيه، وللاسف الشديد بقى في حاله تعود على رؤيه هذه المشاهد. أيوة بعد أنا... هذا الفاصل. أكتر سلوك بيضايقك من المصريين هو ايه؟ التحرش بصراحة، أنا بشوف ناس في منتهى السفالة بصراحة، يعني إهمال وعشوائية وصوت عالي في كل مكان، رمي الزبالة في الشارع، ودي أساسا حاجة بتسبب الأمراض والتلوث. يعني تبقى ماشي مثلا تلاقي واحد بيشرب سجاير وبيرمي الألعاب السجاير في الشارع، أو مثلا يستخدم منديل ورماه في الشارع، طبعا ده أسوأ حاجة، لأن إحنا بنوسخ الشوارع بطريقة بشعة. أحسن شارع موجود في العالم هو الشارع المصري، ما فيهوش حاجة ممكن تضايق. لو حصلت مشكلة تلاقي الناس قلبها على بعضها، لو حصل أي مشكلة تتحل في منتهى السهولة، حتى ممكن تتحل ببساطة، حتى ما توصلش أصلا لأي جهة من الجهات المسؤولة. حاجة الرجالة بتعملها بس يعني أنا ما بعملهاش، اللي هو لو حد يعمل بيبي في الشارع فأنت بتبقى ماشي تشم روايح جميلة جدا. إحنا ما عندنا ما فيش خصوصية في عدل المصري النهائي، أي حد بيخش في حياة أي حد بيشرح أي حد، هو ده طبع المصري. أهم حاجة نتجنب مشكلة التحرش، لاني يعني اختك بتبقى ماشيه بالليل تلاقي حد يعكسها، تيجي تتكلم يقول لك انت مالك هي اختك او كده. المعاكسات بقى من الاولاد وكده، والعربيات الكلاكسات بقى دلوقتي، البنت والواد عادي ممكن تلاقيهم بيعملوا اي حاجه في الشارع والناس معديه خالص، مفيش اي كومنت منهم خالص. طب شايفه دي ممكن نعالجها ازاي؟ تعليم، الناس محتاجه تتعلم. يا
اهلا بحضراتكم من جديد. التعليم كل حاجه تبدا من التعليم. لو التعليم من الاساس من الصغر سواء في البيت او في المدرسه على التربيه وعلى الاخلاق، لو التعليم ان انا اركز في السلوك اللي بيني وبين المجتمع وبين الناس التانية، وافهم الطفل من وهو صغير انه دينه ده بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، فانا بطلب من الطفل كده انه هو يكون متدين بس مش متدين ظاهريا، يعني الدين هو محافظ عليه بينه وبين ربنا وبينه وبين المجتمع، وده طبعا لا يعني مفيش تضاد ما بينهم بالعكس، لكن فكرة ان انا اوعيه من وهو صغير انه في سلوكيات حميدة لازم يتربى عليها وفي مظاهر شاذة لازم ابعد عنها. بجدد الترحيب بضيوفي مرة تانية، ويمكن كانت الاستاذة فاطمة بتدي مثل بموضوع قضية شيرين، وعايز ارجع لك فيها يا استاذة فاطمة، لانه حضرتك قلتي نقطة مهمة، فكرة انه تدان، واحنا طبعا لا نعلق على احكام القضاء، لكن فكرة انه انا كمجتمع حتى بأدين، لانه الناس كلها قطعت في شيرين ساعتها، بأدين من تحدثت عن النيل ولم ندن من يلقي القمامة بالفعل في النيل. بالظبط، هو دي المشكلة، ما لقيناش حد يعني لا أعلق على أحكام القضاء، وكل والقضاء دائما عادل ودائما شريف ونزيه القضاء المصري، ولكن أنا أقصد ليه ما فيش حد كده اتنحرر زي ما رفع قضية ضد شيرين. ألاقي واحد اتنحرر كده ورفع قضية ضد واحد رمى زبالة في الشارع أو لوث النيل، ما شفتهاش. نفس المحامي النحرير القاضي شيرين ما شفناهوش انزعج ابدا لما حد بيرمي مخلفات مصانع، ما رفعش قضيه عليهم. هي دي المشكله. الحاجه الثانيه، انت عارفه لو كانت، وده اللي هكتبه في مقالي بكره في مصر اليوم، يعني في عمود يوم الاثنين، لو كانت شيرين ارتكبت هذا العمل، لو كانت اماراتيه وعملت ده في الامارات، عارفه كانوا هيعالجوها ازاي؟ العقاب الايجابي. بمعنى عملوا الحاجات دي كتير، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد راشد وغيره بيعملوا حاجه لطيفه جدا. واحد مثلا مش عارف عذب حيوان، عارف عمل عاقبه بايه؟ خدمه مجتمعيه، خلاه 3 شهور يخدم الحيوانات في جنينه الحيوانات. بس في وقع من كام شهر الواحد عذب قطه وتصور بالفيديو، لا اتسجن. لا ده تعذيب. لكن واحد بتاع حاجه خفيفه مش عارفه كذا، واحد مش عارفه رمى حاجه في الشارع فخلاه ينظف الشارع 3 شهور. ده قمة العبقرية في اختيار العقاب، عقاب إيجابي. أنت بس هنا خدي بالك، هو اصدر الحيوان عمل حاجة، قال حاجة عليهم مش عارفة. أنا ناسي دلوقتي، كانت ما في كتابي الأخير عن الإمارات إنهم يصنعون الحياة، بس أنا ناسي الواقع. لكن هو عمل حاجة فيها استهانة بالحيوان، فهو خلاه 3 شهور. وهتخلي شيرين بقى تقعد تغني للنيل؟ لا تغني للنيل 5 سنوات. لا مش تغني، ده هي تجمع مجموعه من الشباب من محبيها ومن جمهورها ينظفوا النيل على طول وعرضه مثلا. دكتوره نهله، انت قصدي بقى نفسيا، هل ممكن نفسيا، هل ممكن فعلا وماما بيشتغل، هل ممكن فعلا تطرح رؤى مختلفه في الطب النفسي في علوم الاجتماع لمعالجه الناس اللي عندهم سلوكيات شاذه غريبه على المجتمع عن طريق الخدمه المجتمعيه دي؟ هل ده نفسيا ممكن اطبقه؟ كتير من الناس اللي احنا بنقول عليهم بيعذبوا الحيوانات دول مرضى نفسيين، يعني ليهم تشخيص مرضي في الاطفال بنسميه كوندكت ديس اوردر، وفي الكبار انتي سوشيال ديس اوردر. انتي سوشيال ديس اوردر بس بيبتدي في الاطفال قبل سن 17 او 18 سنه. كوندكت ديس اوردر دول بيبقى طفل صغير ما عندوش احترام لاي قيود على اي حاجه، يعني ده اللي بينط من على سور المدرسه، ده اللي بيضرب زمايله، ده اللي بيعاكس بنت زميلته، ده اللي ده اللي بيتقال عليه واد روش، خدي بالك. لا هو حد سلوكه مش منضبط لا في البيت ولا في المدرسه ولا في الشارع، وما عندوش احساس بتانيب الضمير ناحيه اللي بيعمله. اوكي، دول مرضى. ممكن افكرك بحاجه يا دكتوره، افكر حضراتكم بحاجه يا دكتور كبيش، احضرنا في المثل ده، فاكرين التوربيني، الولد التوربيني بتاع اللي كان بيغتصب الاطفال فوق القطر ويرميهم؟ الولد ده لما اتعملت التحقيقات بقى وكده وراحوا وشافوا اهله والكلام ده، اكتشفوا ان بدايه سلوكه العدواني ده انه كان بيعذب الحيوانات. طبعا، ما هي فلما بدا بتعذيب الحيوانات كان يمسك كلب ويروح قاطع له ديله، يمسك قطه ويروح شايطها مش عارفه ايه، يقتل الكلب، يقتل قطه. والده والدته والمحيطين بيه
ما اخدوش بالهم ان ده سلوك عدواني شاذ. ابسط حاجه غلط والله يا استاذ. يعني انا مش هتكلم على حلال وحرام دلوقتي. هو طبعا ده اللي قلته في القضيه بتاعتي. قلت ان انتوا لما بتعذبوا الحيوان قدام الاطفال ده بكره ده هيبقى هينضم لداعش. ما هو يعني دي الولد ده لما اتساب كده وما اتعالجش عمل ايه؟ فضل يتطور سلوكه العدواني الشاذ ده انه بقى بيغتصب الاطفال ويموتهم. طبعا مين اللي المفروض يكتشف هذا السلوك؟ الام والاب. مدرس في المدرسه او ام متعلمه او دكتور اطفال. يعني انا مش لازم متعلمه، ام واعيه بتفهم يعني سمعتنا عرفت انه ده مرض الدكتوره قالت عليه فيبقى الواد ده نوديه لدكتور. اوكي ده مش موجود. دول المفروض ليهم علاج. جزء من العلاج بيبقى بادويه وجزء بيبقى علاج سلوكي. يعني انا كان عندي طفل افتكرته دلوقتي انت سايكوثيرابي. الولد ده جاب عنده كام سنه؟ كان اعتقد 6 سنين. كويس. وطول عمره بيربي كلب عنده في البيت. هو في منطقة ريفية وبيحب الكلب ده وبيربيه بقاله فترة. وبعدين لاحظ انه الكلب ده مبقاش بيلعب معاه، بقى بيلعب مع حد تاني. راح واخد الكلب وربطه في القضيب بتاع القطر وفضل واقف متفرج لحد ما القطر عدى. اوف. اوكي. اهله ما جوش في المرحلة دي. جم امتى بقى؟ جم لما الولد مستواه الدراسي في المدرسة بدأ يتأثر. فجايبينه وبيحكوا ان الولد ده عنيف جدا وعدواني وبيضرب زمايله. يعني لما عمل موضوع الكلب وقتله بالوحشيه دي ما اخدوش بالهم ان ابنهم مش طبيعي؟ وانا بسال بقيه الاسئله، انا بجمع بقى النقط اللي تساعدني في التشخيص. طبعا هي الدكتوره اللي تاخد بالها تربط. فبدور على طب بيعمل ايه مع اخواته، بيعمل ايه في المدرسه، بيسرق، بيكذب، بيعمل كذا. فجت في وسط الحوار فخلاص كده اكتمل قدامي التشخيص. طب هندي علاج دوائي بكذا. يعني كل ده يعني ريفلكس اكشن عشان موضوع الكلب حسب الجلد انعكاس هو اصلا شخص لموضوع الكلب. تعبيره عن غضبه يعني تعبيره عن غضبه بيبقى غلط. ما هو احنا ممكن كلنا نزعل بس مش كلنا نتصرف بنفس الطريقه. لذلك في مثل هذه الجرائم القانون بيتوقع العقاب وتاهيل. ايوه لازم يبقى فيه هنا. احنا بقى عندنا التاهيل ده في مصر يا دكتور. عن شخصيه عندنا ده طبعا احنا جزء من التاهيل ده الخدمه المجتمعيه. برافو عليك. ده اللي عايزه انا بسميه العقاب الايجابي. اللي هو البند ده. هل احنا عندنا في مصر التاهيل ده؟ هو موجود في النص. القانون بيفرضه لكن هل بيتم تطبيقه؟ في الجرائم اللي هي بتعبر عن سلوك منحرف او شخصيه معينه غير متزنه بيحكم القاضي بالعقاب وايداعه مركز احداث لمعالجه. بس ما بيحصلش حاجه في الاحداث. يا فندم ده احنا عندنا بعض مركز الاحداث اصلا بيحصل فيها مصايب. ده بيطلعوا بتطلع استاذه فاطمه العلاج الايجابي في الامارات ده جزء برضو النفسي بتاعه. ان انت لما بتجيبي طفل ومثلا كسر الكوبايه دي فتروحي ضرباه ماشي. هو ما فهمش هو عمل ايه غلط. لكن لما اقول له ان الكوبايه دي ممكن تعورك ماشي وتعالى نلمها مع بعض وبعد كده هنشرب كوبايه بلاستيك. انت عملتي ايه؟ انت قلتي ادي الغلطه اللي مزعلاني وادي الحل اللي احنا عايزين نعمله. فما سبتيش مكان الغلط فاضي. صحيح. ماشي. انت خلقتي عرفتيني الغلطه وما هياش نهايه العالم. ما سبتيش الفجوه دي موجوده. بالظبط. وبعد كده قلت وهو بيملى الفجوه دي بمزاجه. صحيح. لها ايرورز. صحيح. فاحنا ما بنكملش القصه. طب عملتي ايه يا دكتوره؟ معلش عشان دي قصه كنموذج. عملتي ايه؟ لا يعني الطفل اللي عنده 6 سنين اللي عمل التصرفات الغريبه الشاذه دي احتاج لعلاج دوائي؟ احتاج في ادويه بتديها بتظبط مواد كيميائيه في المخ. الطفل ده كان مندفع جدا، عدواني جدا، عنده مرض اسمه ADHD، مشكله في الانتباه والتركيز ومشكله اندفاعيه جدا. هايبر اكتيف اللي هو اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديسوردر. فده بياخد ادويه. الدواء بيساعد على الانتباه والتركيز الدراسي. سايكوثيرابي بقى بدانا نتكلم. عبر عن قلقك، عبر عن الحاجات اللي مضايقاك. والرياكشنز بتاعتك تبقى مختلفه. سايكوثيرابي الطفل عنده 6 سنين برضه صعبه يا دكتور. لا بالعكس. لا بيستجيبوا اكتر من الكبار. معقوله؟ طبعا. لسه بيتشكل معاكي. يعني هو بيقول لي انا لما اتضايق من صاحبي ضربني. يعني في المدرسه مثلا واحد من صحابه هو معدي ضربه شنكله. هو كان الرد الفعلي راح ماسك الواد وخبطه في ال. طبعا. طب ارجع انا بدات اقول له طب ما ممكن نعمل حاجه ثانيه. ارجع للسؤال دكتور كبيش، ليه عمرنا ما سمعنا عن واحد بيتحاكم او اتقبض عليه او في النيابه بيتحقق معاه لانه تبول في الشارع؟ ايوه ليه بقى؟ او انا نفسي اعرف. هقول لك ليه. والنبي قبل ما ننهي الحلقه دي ارجوك قبل ما ننهي الحلقه دي نسال ونعرف الاجابه. ليه ما سمعناش عن واحد من اللي بيشتموا كل يوم في كل البشر ودي جرائم واضحه في القانون؟ ما حدش بيرفض بيعاقب. ما حدش بيتقدم ببلاغ ضده. بس لا حتى لو تقدم. ما انا اديتكم مثل اللي راحوا يشتكوا واحد بيعذب حيوان اتقال لهم ما عنديش ماده في القانون. احنا عندنا فلسفه ده لو حيوان ملكيه خاصه. لا 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 عندنا فلسفه في القانون.
في ماده في قانون تعذيب الحيوان في طبعا هقراها لك دلوقتي. هو مش مذاكر بس امين ده في ماده لتعذيب لقتل الحيوان دون مقتضى، لجرح الحيوان، لتعذيب الحيوان. طب ما هو في ماده عن التبول في الشارع لا تفعل يا فندم ولا وعلى راي حضرتك وفعل خطير بتبول في الفضاء بالحياه المعاكسه والتحرش، ما كل ده حاجات موجوده. المشكله لدى عموم الشعب ولدى القائم على التطبيق، خلينا نقولها بصراحه، انه في ثقافه معينه تكونت، في فلسفه معينه تكونت. دع القانون جانبا وفكر انت بما التعليم والاعلام. انتوا لازم توعوا الناس، انتوا بتدخلوا البيوت. انتوا اسرع التعليم. بصي عشان تصلحي التعليم النهارده هتبتدي تحصلي بعد 15 سنه. الطفل النظيف اللي هنعمله النهارده ده في جيل في النص كده، ده يعني عليه العوض ومنه العوض. على راي جوزي يقول لك اطفى اطفى بايظ. وبعدين الحالات لكن انتوا تقدروا، انتوا تقدروا ان انت لما بترمي، اما بتنظفي بيتك وترميها في الشارع، انت بتوسخي الشارع اللي هو بيتك. انت لما بترمي حاجه في النيل هتشربها، لازم توعي. بعدين الحالات الاستثنائيه اللي بنتكلم عنها دي، اللي بيعملوه الاعلاميين، حكايه التبول في الشارع نظرا لانه ما فيش مكان والراجل مزنوق ولا حاجه في مكان معين. احنا قلنا على فكره ان الدوله برضو عليها دور انها توفر حمامات عامه. الدوله عليها دور بس دي وحمامات عامه ادميه قابله للاستخدام. يعني القانون بيتوقع هذا ايضا، لانه بيتوقع هذا في حاجه اسمها حاله الضروره. يعني لو عندي سكر حاله الضروره بتقول. طب ما الستات عندها سكر برضه. لا يعني لو ثبت صح ان هناك حاله ضروره الجات الانسان الى الفعل، اي فعل. امال ليه ما شفناش ست بتعمل كده؟ لا اذا ثبت هو الستات ما عندهاش سكر. معلش ما ممكن تعملها بقى ديني بس هو كمان يعتبرها كده بقى. يعني لا عندها رجل الدين في الموضوع. لا مش هقول لك لا عندها رجل الدين في الموضوع. يبقى الراجل كمان يعتبر عايز اعيبه بس ارجوك يا رجل. مش حقيقي انا لما اشوف الشارع بيعمل كده. ارجوك يا رجل احترم نفسك زي ما الست بتحترم نفسها. لان انا عايزه كلمات اخيره متاح لها يعني ظروف فلا تسمع ان هي تعمل زيي. طيب انا عايزه بعد اذن حضراتكم مش قادره بس كلمات اخيره من حضراتكم، يعني اي كلمه تحبوا تقولوها في الموضوع ده في هذا الملف، او نعرف من حضراتكم بكلمات اخيره كيف نستطيع ان نغير من تلك السلوكيات الخاطئه اللي للاسف كلها دخيله على المجتمع المصري. اتفضل يا دكتور. مع غياب التعليم وغياب الثقافه في مواجهه هذا السلوك او هذه السلوكيات، اصبح لزاما علينا أن نلجأ إلى القانون. قانون موجود تشريعا يعالج كل هذه المسائل بدقة، ولكن غياب التطبيق. وأرجع وأقول مدرسة تقليدية وكلمة بكارية، إنه القانون هو المرشد للأمة حينما يبين الخطأ والصواب ويحدد عقوبة الخطأ، فهو إنذار لكل شخص بأنه إذا ارتكب هذا الفعل سيواجه بعقوبة. حينما أطبق العقوبة الفعلية فأقول للشخص أن هذا القانون ليس موضوعا لزينة وإنما سيطبق فعلا. ولكن أشكرك. إنسان بيستهين. أشكرك يا دكتورة نهلة. أنا هأكد على الدين وتطبيقه بمعنى علمي وليس بالشكل الظاهري يا دكتور. الدين حضرتك مكون أساسي في الشخصية المصرية ومكون محترم جدا في الشخصية المصرية، وكان يكفي أنه يطلع عالم دين يقول السلوك ده حرام الناس مش هتعمله. أنا بشتغل في الطب النفسي في الإدمان، ممكن ياخدوا حشيش وترامادول وما ياخدوش كحوليات عشان يقول لك الخمرة حرام. ديني حرام عشان يقول لك أصل الخمرة حرام، لكن الترامادول ده قرص دواء كأنه دواء باخده. لكن لو حضرتك استخدمتي الدين بمعناه الكبير المنظم لحياة الناس وفسرتيه التفسير العلمي الواسع بعيد عن تكرار طقوس ملهاش بعد نفسي جواكي، هتوجهي المجتمع ده توجيه سليم. بشكرك يا دكتوره استاذه. اضافه الى التعليم والاعلام عليه دور، انا عايزه الموضوع يبقى مشروع قومي للتوعيه. مشروع قومي يعني ايه؟ يعني انا دايما اقول او ازاي اقوام الزباله دي اتكونت من 50 60 سنه، ايام سنه 60 وسنه 50 واحد رمى ورقه، كانت شارع نظيفه بتتغسل، كانت القاهره انظف مدينه في واحد العالم. رمى ورقه ومحدش حد. لا واحد رمى ورقه فالتاني اندهش. تاني يوم نفس الشخص رمى ورقه فالتاني اندهش اقل. ثالث يوم ما اندهش. رابع يوم اللي كان اندهش رمى ورقه. وهكذا تتكون العادات اللي اتكلمنا عنها والثقافات وكذا وكذا. لو انا اشوف انا شخصيا ما بسكتش، انا كفاطمه نعود
لما بشوف اي حد بمشي وراه بالمشوار وبسيب مشاويري وبرجع وبرمي له الحاجه يا رماها في الشارع. ده السلوك الايجابي اللي لازم يبقى مشروع ينتشر ما بين الناس تاني. تتوعى كلها ان لما حد بنت يتحرش بيها الصمت جريمه، صمتك على الجريمه جريمه. انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر الاستاذه الكاتبه الصحفيه والاديبه الاستاذه فاطمه نعود، شكرا لحضرتك. الدكتوره نهله ناجي استاذه الطب النفسي بجامعه عين شمس، شكرا لحضرتك. دكتورنا واستاذنا الدكتور محمود كبيش عميد كليه حقوق القاهره السابق، شكرا لحضرتك. بشكركم على حسن المتابعه. حاسين كده ان احنا يعني ضميرنا مستريح ان احنا فتحنا ملف السلوكيات ده، وعارفه ان الملف تقيل وفي ابعاد تانية كثيره جدا ممكن نتكلم فيها، لكن اعتقد انه لو قعدنا 100 سنه نناقش سلوكيات المصريين في الشارع ولماذا اصبحت للاسف الشديد الكثير منها سيء وسلبي جدا، هنفضل طول الوقت بنقول من امن العقاب اساء الادب. بشكركم على حسن المتابعه، ان شاء الله اشوفكم الخميس القادم في تمام الساعه 10 مساء. كنت معاكم منى فاروق، تحياتي وتصبحوا على خير.